هيثم ممكن تدخل الناس انت بعد ده. طيب نحن لايف يا جماعه في كده الفيسبوك. ايوه طيب بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الخميس 4 مارس، يعني نحن دائما السودانيين يعني الخميس مرتبط عندنا دائما باللمات بتاعتنا الاسريه وبالاحتفاءات بتاعتنا والاحتفالات بتاعتنا يعني. فالليله الخميس بتاعنا ده يا جماعه خميس ما حيكون خميس عادي، حيكون يعني خميس مميز بالذات يعني في برنامج ونس على دروب النجاح. الليله يا جماعه بنستضيف يعني شخصيه فريده، شخصيه يعني تعجز الكلمات عن وصفها. مهما اختلفنا معه ومهما يعني وصلنا معه لاي مرحله من المراحل، ما بنقدر نقول عليه غير انه هذا شخص مبدع. تمام؟ فيعني نيابه عن مبادره الباحثين السودانيين واصاله عن نفسي، الليله يا جماعه ان شاء الله حنستضيف الدكتور انور فتح الرحمن احمد دفع الله، مدير ومؤسس مبادرة أو مؤسس ومدير مؤسسة الباحثين السودانيين. قبل ما يا جماعة قبل أنا ما أقدم أودي الفلور لدكتور أنور، يا جماعة الأمم بتنهض بالعلم. تمام؟ ما في دولة يا جماعة بتنهض. ما في دولة يا جماعة بتنهض بدون العلم. تمام؟ فالعلم ده هو يعني اساس كل شيء يعني، فاي زول يستثمر في العلم هو الزول الناجح. تمام؟ فانا هنا يا جماعه في الحته دي بستذكر او يعني بقول لهم ابيات شعر جميله جدا اللي هي بتاعت شاعر احمد سعيد العباسي، وقال الابيات دي في يوم العلم يعني. قال: العلم يا قوم ينبوع السعاده، كم هدى وكم فك اغلالا واطواغا، فعلم مش علم يستبين به سبل الحياه، وقبل العلم اخلاقا. أقسمت لو كان لي مال لكنت به للصالحات وفعل الخير سباغة، ولا رضيت لكم بالغيث منهمرا مني ولا بالنيل دفاعا ودفاغة، إن الشعوب بنور العلم متلغا سارت وتحت لواء العلم خفاغة. طبعا الأبيات دي ده دكتور أنور يا جماعة. دكتور أنور ده يعني برغم أنا معرفتي به الإسفيرية ولحد الآن ما لقيته شخصيا، لكن هو كده يعني إنه الراجل ده لو كان عنده مال يعني كان به للصالحات وفعل الخير سباغه، ولا رضا لكم بالغيث منهمرا ولا بالنيل دفاعا ودفاغه. دكتور انور اتفضل. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني، والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين خير الانام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فربنا ان شاء الله يبارك في جلستكم. انا سعيد جدا جدا واشعر يعني باحتفاء وقبول كبير جدا جدا، لانه دي واحده من الحاجات الزول اللي بيفتشها، يعني الزول لما نعمل قروش ولا الزول لما نبقى مشهور ولا بتاع بيفتش بالناس، والحاجه دي لو ظهرت لك في اي لحظه من اللحظات تحمد الله عليها، لانها حاجه كبيره جدا جدا. الواحد فينا بيعمل يعني بيصلي وبعد الصلاه بيستغفر، لانه من اسباب قبول الحسنه اتباعها بحسنه. فالقبول ده يا اخواننا حاجه كبيره جدا جدا، انا اعتقد انه يعني ربنا وفقني في انه دائما بكون حولي ناس هم اشطر مني، هم اذكى مني، هم اغنى مني، وهم عينهم مليانه اكثر مني، وبالتالي انا بتعلم منهم. فالطريق بتاع التعلم من المهدي الى اللحد، from riddle to riddle. فانا سعيد بك جدا يا دكتور ياسين، وسعيد باحمد داوود، سعيد براز اسماعيل، وسعيد بهيثم الكاشف، بوفي عبد الله، وبفاطمه علي، وسامي صالح، وياس احمد، ودكتور محمد عدوي الله يديه العافيه رئيس المنتدى الاقتصادي، والاستاذ الكبير عمر سيد احمد، والدكتور ياسين الفكيه. اشكركم جزيلا على انكم اخذتوا من زمنكم الغالي واكرمتونا بانكم تكونوا موجودين هنا، كما اشكر كل الجميع المتابعين للجلسه دي عبر مبادرة الباحثين السودانيين. المجموعة دي خلت يعني بقت لنا واحة نستزيد منها دائما بالعلم، وكل يوم بنعرف فيها جديد، وحتى بقت يا اخواننا بنحتفي فيها بالنجاح. يعني زمان الواحد فينا لو نجحت ولا بتاع يا هو
دكان الحلة وناس الجيران وبتاع الحتة الصغيرونة دي. الآن نجاحك بيكون برودكاست لكل السوداني في العالم بيحتفوا به وبيكونوا سعيدين. يعني لما تلقى لك 4 5 ألف نفر يباركوا لك الماجستير ولا البكالوريوس ولا الدكتوراه ولا بحثك ولا نشرت وين ولا عملت وين، تعتقد انها نعمه كبيره جدا ربنا وفقنا فيها. ففي البدايه نبدا بانه وما توفيقي الا بالله. نعم، شكرا جزيلا. الله يديك العافيه دكتور انور، وان شاء الله الليله يا جماعه في الـ في الـ في الرحله دي ان شاء الله حنتوقف في محطات كثيره جدا في حياه دكتور انور، وابدا معاه النشأة والميلاد. تفضل يا دكتور. شكرا جزيلا. والله طبعا انا الليله المقابله دي اخذتها فرصه لانه عندي كتاب كده له زمن يفترض انه اكتبه عشان انشره كده. انا بحب الكتب بتاعت السيره الذاتيه بصوره عامه، فمشيت لميت فقمت عملت لي المهم سلايد كده كميه كميه ما بتتخيلوها كيف. فهي لو ما قدرنا نكملها هنا ده بنكملها في وقت ثاني ان شاء الله. فهقوم اعمل لكم شير السكرين عشان نشوف السلايد. انا ما قادر اعمل شير يا ربي. ايوه اوكي. طيب طيب شكرا جزيلا في البدايه. بسم الله الرحمن الرحيم مره ثانيه. دار اتكلم بس عن حته المالتي بوتنشالايت دي اللي هو ذوي الشغف المتعدد. بتذكر من الامثله المثبته عندنا بيقول لك شنو، والله صاحب 7 صنايع والبخت ضايع وما عارف الجاك اوف اول تريدز ما عارف. لا، ممكن جدا جدا يو كان اكزل، ممكن تنجح وتبدع وتنجز في اكثر من مجال. الكلام ده حاجه يعني ما فيها مشكله. في ناس كتار جدا بيقوم ينصحوك اللي هم المونو تاسكرز، الناس اللي بيكون بيقدروا يركزوا في مهمه واحده. دائما يقول لك يا اخي اسمع كده، ركز ركز ركز. جميل، انت ممكن يكون عندك امكانيه بتاع التركيز في اكثر من حاجه، وداتس فاين، دي ما فيها مشكله. الحاجه الثانيه المهمه جدا انه الناس بتخاف يا اخوان. وانا ما عارف لو احنا اصلا كلنا، قال اختلف الباحثين والفلاسفه وغيره في كل شيء، لكن في حاجتين ما قدروا يعني هنا. الجمال نسبي، ما في حاجه تقدر تقول جميله وكلنا نتفق انها جميله، والله في جميله وجميله شديد وكده. والحياه الثانيه انه في النهايه نهايتنا الموت، ما في زول فينا ما حيموت، فما عارف الخوف في شنو يعني. فزي اقول قول الحاجه. ده مقتبس من رومي بتاع قواعد الرزق الـ40 للناس اللي بيحبوا الادب زي حبيبنا ياسين، انه الزول يا اخواني ينسى السلامه بتاعته الشخصيه ويطلع من الكومفورت زون، يطلع من منطقه السلامه. ولا باس انك تدمر سمعتك، يعني السمعه اللي بتكون عملتها في السنوات الطويله ذاتس فاين انك تدمرها عشان تعيد انتاج نفسك بطريقه مختلفه. ففي تمهيد بسيط جدا جدا اقدر اقوله، انه اول اي حاجه ما بتنجح ولا بتبقى الا بالتوفيق الله سبحانه وتعالى، فعليه نتوكل واليه نميل. انا زول بحب التوثيق، بحب الصور والفيديوهات، والصور دي قد تكون سبب من اسباب المشاكل بتاعتي في بعض الاحيان، لكن بحبها ما بقدر اخليها. ففي كل حاجه عملتها في حياتي بما فيها الباحثين السودانيين وغيرها، ما سنجل هاند يعني، ما في زول بيقدر يعمل حاجه وراه يد واحده بتصفي. ففي مجموعه بتاعت ناس بيكونوا هم سبب النجاح ده، هم الابطال الحقيقيين. قد تكون انت في الواجهه بتاعت الصوره، لكن هم الابطال الحقيقيين، فلهم الشكر جميعا ولهم الفضل. وانا اسف واسف مقدما لو في اي زول نسيت اذكر فضله، فالعفو والعافيه. الهدف من المشاركه في الونسه دي هي نفس الهدف والشغف المستمر بتاعي. انا بحب يا اخواننا اتعلم واتشارك المعرفه دي، بحبها جدا جدا. ثاني حاجه انا زول واضح وشفاف، ده منهجي في الحياه، وفي كثير من الاحيان زي ما بقول بكون براي، بقول لاي زول خليك نفسك، بي يور سيلف. الكلام ده ما حيكلفك جهد، انت ما حتبذل اي جهد لو بقيت نفسك، بي يور سيلف. الحاجه الاخيره انه انا والله تم يعني رفضي، بين ريجكتد سيفرال تايمز، يعني حاولت اعمل حاجات والله بدافع عن حب وكذا لبلدي ولمجتمعي وتم رفضها، تم التآمر تم التكالب، المهم تم رفضها، لكن ام ستيل ان لاف. انا ما زلت بحب مجتمعي ووطني وكمبيتي جدا انه انا اختمه لحد اخر يوم في حياتي. سنه 1976 لو مذكرين الحركه بتاعت الفلاشه، المحاوله بتاعت الهجوم على الخرطوم، ده كان نفس اليوم بتاع زواج والدي فتح الرحمن احمد ضفع الله النقيب حينئذ، ووالدتي اقبال مامو محمد بشير. الوقت ده عمرها 17 سنه، هي مواليد 1959، والكلام ده كان في ام درمان. فدي اقدم صوره انا بعرفها لوالدي ووالدتي.
في سنة 76، سنة 78 تم ميلادي. ديل جدي وحبوبتي، جدي المأمون محمد بشير على اليمين، وحبوبتين عماد يوسف بشير عليهم، على حبوبتين عماد يعني الرحمة والمغفرة، وعلى والدتي إقبال مأمون الرحمة والمغفرة، ربنا يغفرهم يرحمهم ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنة. أنا كنت سعيد جدا جدا بأنه يعني حياتي كان فيها ثلاثة آباء، والدي فتح الرحمن أحمد عبد الله، وأبوي مأمون أحمد بشير ده اللي هو الرباني، وأحمد عبد الرازق بابكر اللي هو أبو أخواني وأبوي. فكان في ثلاثة زي ما يقولوا ايدولز في حياتي موجودين قدامي. وكذلك كان عندي امين، والدتي اقبال مأمون محمد بشير عليها رحمه الله، وحبوبتي عماد يوسف بشير الله يرحمه ويغفر لها. ما بقدر اوفيهم انا حقهم ولا فضلهم، يعني يعني ما بقدر اعرف اعبر عنهم كيف، لكن حبوبتي عماد دي يعني شخصيه متفرده، زوله كريمه وزوله شجاعه، يعني كان لها اثر كبير جدا في 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 حياتنا وفي نشأتنا وكده. دي الخيلاني، دي الأسرة اللي أنا تربيت وسطها يعني. فبداية بأمي الله يرحمها، خالي محمد وخالي عبد الله، خالي عبد الرحمن، خالتي إشراقة، خالتي أماني، بدر الدين اللي هو ده صديق الطفولة وكده، بعد ذاك سليم ده أصغر مني، تغريد أصغر مني، وعبد العزيز ده آخر العنقود. فأنا كنت موجود هنا في الحتة دي، جيت الأسرة دي بقيتهم 11 يعني. من والدتي اللي هو احمد عبد الرازق الله يديه الصحه والعافيه، عندي اخواني محمد وهبه ومعتز، ديل اخواني من امي. ومن والدي عندي اخواتي تغريد وهاله وادهم والنور وهديل، هديل دي امتحان الشهاده هسه. فكلهم يعني انا من اسره يعني ما شاء الله، عندي اخوان 8 اصغر مني اخوان واخوات، وكذلك عندي ثلاثة آباء وأمين. فكان في زي ما قلت تنوع كبير جدا في المسألة دي، صور مختلفة في فترة الطفولة. لو بتلاحظوا في الصورة اللي احنا تحت دي، في البحر بورانا، لأن البحر ده حاجة أساسية عندنا. اتولدت في بورسودان سنة 1978، يعني البحر ده حاجة أساسية، في عشق شديد جدا جدا للبحر ما بقدر أوصفه لكم. يعني في بورسودان تحديدا البحر الأحمر بتاعنا بتاع بورسودان، في الحتة دي ما تقول لهم درمان ولا بتاع، بحرنا الاحمر في بورسودان ده بحر براو متميز مختلف. طيب معلش نعم ارجع لنا للصوره شويه، الصوره على البحر دي. ايوه المناسبه بتاعتها شنو بتتذكر؟ والله كان بنمشي رحلات، احنا اسبوعيا لازم نمشي رحله، بنمشي بحر. البحر كان في حته اسمها حالوت، تقريبا زي 30 كيلو كده شمال بورسودان. فبنكون طوالي في كل خميس وجمعه نحن في رحله خرفان وبتاع، ويجونا ضيوف من الخرطوم، يعني كان في احتفاليه مستمره في حياتنا. نحن خميس وجمعه دي بنستناه فارغ الصبر لانه بنمشي البحر يعني. وقت ذاك طبعا السبت يوم عمل، ما اجازه. ده جدي، ديل الاحفاد يعني، ما كلهم لكن انا اكبر واحد في الاحفاد. ديل احفاد جدي مامون، فيهم اولاد خالتي اماني واولاد خالي عبد الرحمن واولاد خالتي اشراقه، وبعدين شوفوا اقبال ومامون هنا ده قاعدين، فديل اولاد الاحفاد. فدي اعتقد انها بليسنج. ده بيت جدي مامون في ام درمان في حي العمده، وانا اهلي طبعا اصلا اصلهم في جندته اللي هي شمال جنوب غرب شندي، وفي بورسودان وفي ام درمان، في الثلاثه حتات دي. لكن يعني الاسره مناسبه ومتشابكه وكده مع كل السودان، يعني ما بقدر اقول انه والله في قبيله ما عندنا علاقه بها ولا كده في السودان. فبحس انه السودان، انا سوداني من كل بقاع السودان يعني. دي اولادي الله يديهم الصحه والعافيه ويحفظهم ويحفظ ابنائكم جميعا يعني. اكبرهم اقبال، وبعد ذاك المامون. اقبال والمامون مولودين في كوريا الجنوبيه، إقبال مولود 2008 ومامون 2010، ومنا مولودة في الخرطوم في 2013، وكذلك ردينا مولودة في الخرطوم في 2017. فعندي أربع أطفال، ربنا يحفظهم جميعا ويحفظ أبنائكم. كذلك الأصدقاء، يعني أنا برضو ربنا يعني وفقني في إنه عندي أصدقاء كلكم أنتم منهم، أصدقاء رائعين جدا وجميلين جدا جدا. لكن أقدم شلة يعني ما زلنا مع بعض لحد الان من سنه 93 94، اللي هم الشله دي، محمد عبد الباقي واحمد فؤاد احمد صالح وبشير مصطفى وعبد الهادي نور الدين سعيد وعلي حسن المغربي، معتز حسن احمد ضبع الله، داود عمي، ويوسف حسن
علي سالم كذلك طبعا بعد ذاك ليتر في الانشطه وكذا عملنا صداقات. ده برضه صديق الطفوله اللي هو في الناصي هنا ده فوق، مبارك عمر منصور، واللبسه دي كان لابس يمني لانه فتره طويله من حياته وهو كان استاذ عاشوها هناك. في محمد الخاتم ومصطفى جعفر، دول من الشباب الرائعين جدا اللي تعرفت عليهم هنا في نايف، من اعز الاصدقاء. في عمر الامام، في محمد علي حمزه، وفي محمد عبد المنعم، ده نور اخوي معاهم يوم كان موديعتي في المطار. وفي اصدقاء كتار جدا انا ما ذكرتهم فليعفوا لي. الهوايه بتاعت البحر دي يا اخوانا طبعا دي الاساسيه، والبحر دي عنده اسرار، يعني زي ما قال الشاعر قال شنو هو البحر، قال هو البحر شنو، اني اخاف معاطبه، طين انا وهو ماء، والطين في الماء ذائب. فالبحر احنا بنصطاد سمك وبنعوم وبنغوص، ودي كلها يعني هوايات بتكون طوال موجوده. واجمل اجمل وقت بنكون قاعدين فيه ونحن في بورت السودان في البحر، تكون في نص البحر والقمر 14 والسمك راشي، دي اجمل لحظات ممكن تقولها تماما. يعني يا اخوانا يا دكتور، انت اخذت الشجاعه من الحته دي يعني. والله البحر ده بحبه جدا جدا، انا زمان كنت صغير كنت بزوغ من المدرسه عشان امشي البحر، شفت كيف؟ ودي كان بتجيب لي مشاكل، اي شهاده كان عندي في الابتدائي بيقول لك انه والله يا اخي حسن السلوك لكن كثير الغياب، كل الشهادات دي كان فيها شكلها كده. ودي سمكة قريش يا اخوان، الناس اللي هنا ما بعرفوا البحر وكده، دي سمكة القريش، بعدين كان لها كبيره كيف، عشان لما مفنوس انا هناك ما قادر اشيلها ثقيله. المهم في دخلت المدرسه، اهلي دخلوني مدرسه بورت السودان، مدرسه كامبوني. جدي محمود طبعا كان تاجر، ف يعني تاجر والحمد لله يعني وضعه ميسور. فنحن تربينا في اسره ميسوره الحال الحمد لله رب العالمين. انا اتولدت سنه 1978 في عماره، شفت كيف؟ والكهرباء والمويه والبتاع المشاكل في بورت السودان دي كلها كل الناس بتعاني منها، لكن بفضل الله تعالى يعني كان دائما الحال ميسور، بيقدر يوفر لنا كل حاجه يعني احنا ممكن نكون دايرينها. فقريت في مدرسه بورت السودان، مدرسه كامبوني بورت السودان، وكامبوني دي طبعا فيها ذكريات وحاجات جميله جدا، لكن بس كل لك منها حاجه واحده بس. في سنه رابعه ابتدائي في المنهج في المقرر بتاع التاريخ كان في قصه محاكمه المناضل عبد القادر امام وتحبوه، فكان بتتمثل مسرحيه، شايف دكتور رازم هذا دفعتنا شاب بيهز في راسه هناك، فكان في مسرحيه انا بتذكر كنت ممثل دور وتحبوه ده، وكان واحد زميلنا ممثل دور القاضي الانجليزي اللي بيحاكم فيه، تذكر انه فعلت في المسرحيه دي في دور عبد ال وتحبوبه لحد ما قعدت ابكي انا ذاتي. فبتذكر يا اخي مدرسه كانت جميله، مدرسه الكمبوني يعني في كل انحاء السودان في كل العالم، مدرسه يعني الكمبوني دي مدرسه مميزه وبتعرف فيها يعني حاجات مهمه، وبرضه كانت يعني برضه فيها ابناء وبنات بور السودان دفعه يعني ناس جميلين جدا جدا، وهي مدرسه مختلطه، وكان في الحوش في وقت الاستراحة بنكون كلنا مع بعض وكده. وبتذكر طبعا في ناس ما حذكر اسمائهم، لكن كان شطار كده قام ودهم قعدهم في فصل البنات اللي هم في دفعتنا، انا ما حذكر اسماء يعني. يعني مرقت من كمبوني، انا وبدر الدين خالي كنا عايشين مع بعض، فبدر الدين خالي ده كان بيمشي المدرسه 8 الا ربع، وانا بمشي كمبوني بمشي 7 ونص، يعني 7 ونص انا جوه المدرسه وبدر الدين. فلما يكون طالع الصباح كنا قاعدين في السطوح بتاع البيت فوق جيرانا، لما نكون طالع الصباح انا بطلع واخليه نايم، انا بس هذه كان ماكله معي جنبه كيف هو بيطلع بعد يعني. فقمت طلعت من كمبوني عشان الربع ساعه، شفت الكلام ده كيف؟ دخلت مدرسه بورت السودان الاهليه المتوسطه، وكان من 90 ل 93، والمدرسه دي مدرسه يعني جميله برضو، تعرفنا فيها على شباب رائعين جدا واسمى ما شاء الله هم كلهم قاده مجتمع وكده. لكن بس عاينوا للتاريخ من 90 ل 93 ده الوقت بتاع غسل الادمغه، الناس المعارف بدوا يتمكنوا الكيزان والبتاع، فكان المدرسه يا زول الدفاع الشعبي والطابور بتاع الصباح، واقسمت يا نفسي لتنزلين. المهم ده كله نحن عشناه طبعا كاملا يعني. في الوقت ده انا كنت عضو في اللجنه الثقافيه بنادي الكوكب في دائما الشاطئ بورت السودان، ونادي الكوكب ده جزء كبير جدا من المسيره بتاعتنا الاجتماعيه والثقافيه، وكنت بلعب في الاشبال بتاعت النادي يعني. فناس النادي كلهم يعني لهم التحيه ولهم المحبه، وكل الناس من ديما الشاطئ بورت السودان دي ناس مميزين والله يديهم الصحه والعافيه، تعلمنا منهم كثير. اتذكر في اللجنه الثقافيه
كان يعني بيكون في فزورات، وكان بيكون في اسئله واجوبه، وكان بيكون في القاء شعري وغيره وغيره. فمن من الحاجات الاسئله اللي ما بنساها، في واحد بيسال اسئله والجمهور يجاوب كده، في واحد قال يا اخي كان اي بي سي، فده السؤال يعني كان اي بي سي، الناس كلها قاعده وتحكي ريصانه وبتاع وهناي وبتاع، فقمت كوركت قلت لي يس. وطبعا اللفظ يعني شنو كان اي بي سي، هل النحله بتقدر تشوف؟ ده السؤال يعني. فده كله الانجليزي كان بتاع كمبوني هناك يعني. فنادي كوكب كان جميل، وفي الليله الثقافيه كنت بعمل ليالي ثقافيه، في الليالي الثقافيه كنا نستضيف فيها يعني ناس الحي وناس المجتمع، ولو كان في اي زول نجح الناس بيتكرموا، فكنا زي اسره كبيره كده في نادي كوكب بور السودان، لهم التحيه جميعا. بعد ذلك دخلت مدرسه بور السودان الحكوميه دي في بور السودان، اللي هي حاليا جامعه البحر الاحمر، لكن احنا لما دخلنا كانت لسه مدرسه بور السودان بداخلياتها وبكده، ومدرسه فيها ناس كتار يعني عظام اتخرجوا في السنوات المختلفه، منهم من كان رئيس فنان وغيره وغيره وغيره، منهم فيصل محمد صالح ده في الاعلام. في سنه 94 دخلت الحكوميه، سنه 95 حولت بوارس مدرسه سعيد بوارس الثانويه، وبتقدر تشوف انهم بتحرك كثير يعني، بحب الحركه بصوره دائمه. في مدرسه سعيد بوارس قعدت فيها سنه، سنه 95، وفي السنه دي كنت الامين الخارجي للاتحاد، وبتذكر الامين الخارجي كان مهمته انه يطلع الجنسيه للطلاب الممتحنين شهاده السنه الجايه، يعني في سنه ثانيه ثانوي لكن بطلع هناك، فكان بتمشي تشوف انا سنه ثالثه وينهم، وتختار منهم تشيل لهم تشيل منهم بياناتهم وتمشي تطلع. انا في السنه دي زول بحب الخدمه جدا، مشيت قلت اي زول في المدرسه داير يطلع جنسيه انا بطلع له جنسيه. والله بذكر بتاع الجوازات ده كيف قال لي يا اخي كده ريحت انا ذاته من السنه الجايه. هدندوي بلجد الجبير يا اخي، والله تمام، والله ريحت انا كده من السنه الجايه ذاته. فكان في نشاط، بحب النشاط، وعملنا تكريم للاساتذه، وطبعا في الوقت ده انا ما فاهم انه والله في سياسه حاصله، استاذ منو شيوعي، استاذ الكلام ده ما واقع لي انا زول جاي طبعا يعني من خلفيه بتاعت مدرسه كمبوني دي، انه المجتمع كله جميل وظريف وبتاعه، ويعني في اسره كده ما فيها اي هنا يعني زي ما يقولوا سياسه، يعني اسرتنا ما كان فيها زول بتاع سياسه ولا كده، تمام. في نفس الوقت كنت بمشي مع طلاب ولايه البحر الاحمر في جامعه الخرطوم، الشباب دول كان لما يجوا من الجامعه في الاجازه اولاد الحي وغيرهم كلهم بيتلموا، ناس طب وناس هندسه كلهم بيعملوا قوافل، القوافل بيطلعوا منها الارياف، يمشوا سنكات ويمشوا جبيت ويمشوا هاي وين، ويقدموا خدمات يعني. بتذكر القصه بتاعت الختان، يعني القصه بتاعت الرعايه الصحيه الاوليه، ما عارف يفتشوا لهم بير دايره ريهابيتيشن بيظبطوها وكده. فبتذكر منهم كان ود الحله اللي هو ابراهيم انور محمد نقد، الله يدي الصحه والعافيه، هو اللي كان ربطني بالشباب دول، وكنت انا في الثانوي بيجوا طلاب الجامعه لما يكون ماشيين القافله بقوم بركب بمشي معاهم. وكان يعني حبوبتين عماد اللي هي زول زي ما بيقولوا الجارديان بتاعتي، اي وقت بجي اقول لها امي انا ماشي الحته الفلانيه بتقول لي طير طير، مش امشي طير، ما في سؤال عن الوير اباوتس، يعني هتمشي مع منو، هتاكلوا شنو، التفاصيل دي كلها ما تعودناها. فبالتالي جانا السنس بتاع الريسبونسبيلتي انك انت لو طيرت ده انت مزول من الطيران بتاعك، ما تيجي بعدين تقول والله وقعت وبتاع. فتعلمنا منهم كثير جدا جدا. جيت راجع ثاني مدرسه بورسعيد الحكوميه في 96 دي، هل كان امتحنت منها؟ والسبب اللي خلاني امتحن منها انه في سنه ثانيه ثانوي كنت ماشي في المساق الادبي، وانا وولد عمي معتز حسن كنا دارين نمتحن، والدي انا ضابط ووالده ضابط معاشين الاثنين، وعمنا حيدر احمد دفع الله عليه رحمه الله قاضي. فنحن قاعدين نعاين كده، قلنا يا اخي اسمع، نحن نخش قانون ادبي، نخش قانون، نتخرج من قانون نخش الكليه الحربيه، نبقى قضاه عسكريين يعني، خدتها لديل وديل يعني، فاهم كده طبعا طفولي كده. فمشينا في الاتجاه بتاع ادبي لحد اخذنا الكورسات بتاعت الفتره ما بين السنتين وبتاع. ثاني قمت انا عينتك، قلت يا اخي اسمع انا ادبي دي ما نافع معي. فجيت لمدير المدرسه استاذ سيد عبد الحليم عليه رحمه الله، يديه الصحه والعافيه، وهو من الناس الرائعين جدا جدا، قلت له، هو كان استاذ الجغرافيا ومدير المدرسه، قلت له استاذ سيد انا دار احول من ادبي دار امشي علمي. قال لي لا يا اخي انت مستواك كويس وما في طريقه تمشي من الـ من الـ من ادبي، ونحن دايرين انك تجيب لنا درجه كبيره في المدرسه وكذا وبتاع. قلت له استاذ سيد انا دار امشي علمي. قال لي في مدرستي دي ما بتمشي علمي.
انت خلاص اديني ورق. والكلام ده بالمناسبه يعني ما كنت برجع لزول اقول له والله انت احول من ادب العلم، لا براي بتصرف براي يعني. فقام استاذ قال لي لو لقيت لك قبول امشي. مشيت رجعت لمدرسه الحكوميه، كان في استاذ الله يديه العافيه استاذ ابراهيم، لاحقا بقى مدير المرحله الابتدائيه تقريبا والثانويه في الوزاره في البحر الاحمر. شفت له قلت يا اخي اسمع انا دار احول علمي وبتاع، واستاذ سيد ده رفض انه يدخلني. قال لي يا اخي ممكن نقبلك اتحاد معلمين يعني تمتحن من منازلهم. قلت له ازوج جدا ما في مشكله. قام فعلا جيب لوني اتحاد معلمين يومين كده بتاع، ثالث يوم جيت قلت له استاذ يا اخي والله المزال اللي صعب واهلي ده بيقوم بيسخنوا معايا يعني. قال لي خلاص امشي خش الفصل. رجعت ثاني للدفعه اللي فارقتها وانا في سنه اولى ذيك، قعدت معاهم ثاني. فالمهم امتحنت من الحكوميه 1996، وكانت فترة يعني جميلة جدا برضو مدرسة البورسعيد الحكومية لما جينا راجعين في الأهلية تاني يعني. سنة 97 قلنا يا أخي ده نقرأ شنو جامعة؟ نقرأ شنو؟ نقرأ شنو؟ أنا وولد عمي معتز ده، معتز ذاته بيه هناك تاريخ وقام مش أحول، أنا حولت علمي أحياء وهو أحول علمي تخصص. بنتكلم عن هذا نقرا شنو، وانا الاصدقاء عندهم اثر كبير جدا في حياتي يعني معظم القرارات باخذها دائما مع اصدقائي وكذا، لحد في فتره الجامعه كنت دائما كذا يعني. فقلت له يا معتز يا اخي ده نقرا وما ده نقرا؟ قال لي يا اخي نقرا طيران وما طيران وكلام زي ده. انا تحديدا يعني جدي ما يعني ما كان عنده مشكله في انه انا اقرا اي حاجه دار اقرا طالما انا دار اقرا. فنقرا وين ما نقرا وين؟ قال لي يا اخي نمشي الهند. ما الهند؟ والوقت ذاك اديس ابابا كتبت رسلت تلاكسي لناس اديس ابابا قلت لهم اخواننا ده انكم تقبلوني في الطيران. الوقت ذاك التلكسات فما في اي تلكسي جاني ولا بتاع، بقيت يعني قاعد بس مستني. فقام عندي صاحبي يوسف حسن ده اللي هم من الشله، قال لي يا اخي اسمع انا مش كمبيوتر مان وما كمبيوتر مان. قلت له انزل قدام. مشينا عملنا مقابله مع ابو بكر مصطفى، دكتور ابو بكر مصطفى، وجبني في هندسه الكمبيوتر. الوقت ده كان نتيجه القبول طلعت وجبلوني هندسه زراعيه تقريبا في جامعه الخرطوم ولا حاجه. معلش يا دكتور بس اوقفك هنا في قبل ما نجي من المرحله. اول حاجه برحب بكل الناس اللي معانا في الزوم، يعني نورتونا والله شديد، والناس اللي في الفيسبوك يعني ما تتخيل انت يمكن تكون ما شايفها يا دكتور الرسائل والتحايا للبورسودان وليك وللجلسه الجميله يعني. محبه لهم جميعا. قبل ما نجي للمرحله بتاعت المدرسه طبعا اكيد بيكونوا فيها اساتذه، انت ذكرت لك استاذه واستاذين، لكن في الفترة بتاعت المدرسة دي هل في أستاذ يعني كده عمل لك يعني تحفيز أو موتيفيشن لحد الآن أنت بتتذكر الأستاذ وبتتذكر حاجاته كده يعني؟ والله كان عندنا أساتذة مؤثرين جدا جدا يعني. أستاذ محمد محي الدين ده من الأساتذة اللي ما بقدر أنساهم في مدرسة بورسودان في كامبوني، وفي سيستر فيفيانا. سيستر فيفيانا دي من الراهبات كانت يعني بيصيرونا كده، ما أعرف لو هي حية ولا اثنين، لكن لو حية ربنا يبارك في عمرها، لو ماتت ربنا يرحمها. سيستر فيفيانا دي انا بتذكر كان والله العظيم زول صعبه، كيف اقسم بالله بنهرج هرش اكثر من ابهاتنا وامهاتنا في البيت. فديل كانت بيعملوا الديسيبلين يعني بيكون خايف جدا جدا. انا زمان ما بتمسح والله لحد هسه ما بتمسح، بكون مغبش كده طبعا زمان بنلبس ارديه. فانا انت عارف لما انت عايل لرجلي بتقول انا لابس شراب، والحقيقه كنت غباش. فكان بيدقني في المساله دي. كذلك سيستر ميري، سيستر ميري دي برضه من الاقباط الله يديهم العافية، وهي عمة دفعتنا وصديقنا رامز إيميل نيكولا، وديك عندهم بقالة مشهورة جدا في بورسودان جنب المدرسة يعني. فستر ميري دي برضه أقسم بالله العظيم دك أنا بتذكر في الإنجليزي مرة قالت ما أعرف جيب بريزنتنس ولا جيب حاجة زي دي، فقمت قلت لها كلام كده خارم بارم نجرته من راسي يعني، برضه ادتني لك علقة ما بنساها. شفت أنا بمناسبة في المدرسة دي مدارس دقيت أكثر من الجرس، دقيت دق جد. وبعدين يقول لك كان بتقري منه ايرونيكلي كان بتقري جدي مامون ده الله يديه الصحه والعافيه الله يكرمه والله يخليه، وانا والله شاكر له وسعيد له جدا جدا، لانه الاسره كلها تجار. شفت خيلاني وخالاتي شفت ديل كلهم تجار، الوحيد بالمناسبه اللي بياخذ مرتب في نهايه الشهر انا ده من الاسره دي. تربيت وسط التجار لكن زي ما يقولوا طلعت شنو؟ طلعت جداد هنا جداد الخلوه ولا شنو هذا. كان لما نغيب من المدرسه ولا اعمل لي اي انسيدنت بيقول لي جيب ولي امرك، قدر ما بتزاوق اتزاوق عشان اجيب ولي امر. المهم في النهايه بلقى نفسي جيت كده سبمسيف وقلت لها جدي يا اخي والله قال لك تعال بكره المدرسه. اقسم بالله لما نجي المدرسه بس لسه بيحكوا لي في الحكايه الواد ده عمل لسه بتشوف كفوف وشلاليت طالعه يقول الاستاذ يقعد يحجزوا مني.
لكن يعني كانت بكل محبه يعني. جدي مامون تفضلوا علينا، الواحد ما ينساه الى ابد الابدين. هو من اكرم الناس، من اكرم الناس. يعني احنا ونحن اطفال بيتنا طوال، يعني طوال مضيوف، لان احنا في بور السودان الناس دي مسافر العمره وماشي الحج، والناس جايين راجعين من السعوديه وخروج نهائي وكلام زي ده، فالبيت طوالي. ثاني حاجه الدكان بتاعه بتاع السبيرات والمخازن والمعارش كلها تحت فنادق في وسط السوق بتاع بور السودان. فحكايه انه يجي زول يسال سؤال، يا اخوانا ما عارف شنو، انت من وين، اهلك من وين، ما عارف شنو، دي ثاني يوم بيرجع الفندق فضى، فضى بقى الفندق في البيت. الضيوف دي احنا دقينا بالمناسبه بسبب الضيوف دي الدق. يعني شفت فتره كده كنا عندنا بارانويا من حاجه اسمها ضيف، يقول لك في ضيف جاي. ليه؟ لانه الضيف جاء لسه ما قاعد يتوحد، انت المفروض تكون جبت المويه وجبت الغداء وجبت الشاي، والمويه لو قاطعه تمشي ودائما دي حاجه كثيره، تمشي تجيب لك بريك تغسل ليه وكلام زي ده. يعني قصه انت ما عارف انت في سنه كم، ونايد احنا اكلنا منها كثير يعني. فدي كان الذكريات. بتذكر استاذ جمال امام برضو، يعني من الناس اللي ما بنساهم، استاذ حاتم، استاذ طه ديل في المرحله المتوسطه، وطبعا في المرحله الثانويه استاذ سيد عبد الحليم عليه رحمه الله، يعني من الناس ما يستحيل الواحد ينساهم. يعني زول عنده فضل كبير جدا، مخرج اجيال واجيال، يعني من ابناء ديم الشاطي وابناء بور السودان، مدرسه السيد بوارس وغيره يعني. فدي كمبيوتر مان كنا فيها سنه 97، الوقت ده كنا بس زي ما يقول نجور زمن. انا كمبيوتر مان دي صراحه طلعني منها استاذ، يعني في استاذ كده كان التعامل بتاعه سيء خلاص، انا ما حاذكر اسمه، بس يعني ان شاء الله يكون غير الطريقه بتاعته، لكن كان اجريسيف. ونحن بصراحه كده جايين من بيئه، طبعا الواحد لما يتربى مع تجار اخواننا هناك بتكون عندك عزه نفس زايده، يعني ما بتقبل الحقاره ولا الظلم ولا بتاع. فلما تجي تزور يحاول يقعد لك كسلطه كده ويحاول يعني يفرض عليك السلطه، بتكره المزاله. انا كرهت الكمبيوتر مان دي، وبعد ذاك قام جت عزه السودان الاولى، قالوا اي زول ثاني ما دخل الخدمه الالزاميه، هم بيقولوا على الخدمه الوطنيه بس ما الخدمه الالزاميه، ما حيدوا شهادته. قلت لهم ما دايرين مزاله. فانا وصاحبي يوسف حسن اللي هو دخلني كمبيوتر مان ده ذاته، مشينا وين؟ الاكاديميه البحريه. الاكاديميه البحريه في اسكندريه اخوانا احنا ما غريبين على في بور السودان. ليه؟ لانه بيخرج منها الكباتن ومهندسين البحر، فسودان لاين والموانئ البحريه وبتاع كله خريجينا بيكونوا دائما من الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري دي اللي هي في اسكندريه في مصر. فمشيت عينت للرانك بتاعه بالمناسبه، قلت اشوف يا ربي الرانك بتاعه قد شنو، ما كنت مركز مع الحاجه، لكن هي في العالم رقم 2336، وعلى مستوى مصر هي رقم 5. فقمت عينت هناك لجامعه الخرطوم لقيتها هي 2888 على مستوى العالم، فده الرانك بتاع الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا. و يعني كنت بحب الانشطه زي ما شايف، بحب المغامرات والمبادرات وغيره وغيره. فدخلت في حاجه اسمها كان حاجه تنظم الطلاب السودانيين اسمها الاسره السودانيه. الاسره السودانيه دي يعطيك العافيه يا دكتور، يعني ما دخل احنا مستمتعين كيف، لكن انا عشان نستمتع اكثر لازم يعني لازم اوقفك شويه واقاطعك يعني طوالي اسمحك العذر. طيب الفتره بتاعت انه زول يغرر يطلع برا السودان حاجه ما سهله طبعا، انا مريت بنفس الحاجه. فانت انت شجاع يعني، انا صراحه مما عرفتك انت شجاع، والليله انا عرفت انك انت شجاع ليه تمام. فانت من ما قمت زول متمرد يعني على كل حاجه يعني. طيب لما انت وصاحبه قررتوا انكم تسافروا كده يعني، ف يعني شكل الاجراءات كان كيف، قدرتوا تنسقوا الحاجه دي كيف وكده. فبس معلش نوقفك شويه لحد بعد ذاك، وصلت ومصير والحصل شنو كده، بس عايشنا في الاجواء دي يعني. والله طيب انا اقول لك انه نحن فتره الطفوله يعني برضه مصر ما غريبين عليها. جدي مامون كان عنده شقه في اسكندريه في منطقه اسمها العجمي، وكل سنه كنا نمشي اجازه. يعني جدي مامون ده عنده موديل بتاع تربيه انا ما اعرف، يفترض انه يكون منهج يعني. فانا طبعا لانه والدي ووالدتي منفصلين من ما يعني وعيت كده في الدنيا، فوالدي عنده حياته براه في ام درمان، ووالدتي عندها حياتها براه في بور السودان قريبه مننا الله يرحمها. فكان لما تجي الاجازه لما تاجز المدارس انا برسلوني ام درمان عشان ازور والدي، فبمشي ام درمان وبجي راجع بور السودان، بعد كده نسافر مصر من الطياره من بور السودان لمصر طوالي. فمصر يعني ما كان غريبه بالنسبه لنا، بنمشيها كل سنه هاي. لكن المساله بتاعت القبول في الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا دي كانت بواسطه يوسف حسن، لانه خاله كان ملحق ثقافي ولا حاجه زي دي في السفاره السودانيه واوير. ثاني حاجه والده عليه رحمه الله دكتور حسن علي سالم هو مؤسس بنك النيل الازرق
وناس من الناس الرانكرز القدام في وزارة المالية. يعني زول كان مستنير، وبرضه كان عنده مشكلة في القاهرة في المهندسين، ويعني برضه سفريات من القاهرة كثيرة وكده، فكان خيار كويس جدا لأنه نمشي اسكندرية، خصوصا أنه كان فيها قبول فوري. يعني ما بترسل ويقوم يردوا لك، لا لا بتشيل ورق بتمشي بس. ناس مكتب القبول طوالي، بذكر إيهاب ياقوت مدير مكتب القبول بيقول لك دي شهاداتي وبتاع. وشوف سبحان الله، يعني الإنقاذ دي عملت حاجات سيئة، خلت آلاف الطلاب يطلعوا، طلاب مقتدرين يعني بيقدروا يدفعوا القروش الدفعه بره دي تقع في السودان، والقصه بتاع التعليم زادت تكون كويسه وبتاع. فبكل اسف يعني دمروا التعليم العام، وفي النهايه خصخصوا لي صالحهم وغيره. فمشينا اسكندريه ودخلنا هناك الاكاديميه البحريه دي. انا اول ما دخلت الاكاديميه البحريه كان فكرتي انه انا اخش هندسه بحريه. هندسه بحريه ليش؟ لانه بتتخرج منها في سنتين كسيرت اوفيسر، وبعد ذاك بتشتغل تاني، ما بتكون جدي. كان رايه، وطبعا زول في مجال السبيرات والترحيلات، كان رايه انه انا امشي المانيا اقرا خراطه. وطبعا يسيبه ما كان عاجبني انا في الوقت ده، لكن السيدي عرفت يعني كلامه ده مهم جدا وكان متقدم. اقرا، قال لي اقرا خراطه، ولما تتخرج من خراطه وتجي راجع تجيب معاك المكنات بتاعتك، لانه في حاجات ممكن تصنع في السودان ما في داعي نجيبها من برا. اجي على قال خراطه شنو ما شنو. طبعا زي ما بيقولوا حفيده الاول، ورغم انه كان صعب جدا جدا، لكن غيته في حاجه كده من قليبه وعندها هنا، والليله دي للحظه دي بيتذكر لي يعني مواقف. بيقول لي زمان انت لو كنت صغير في زجاج السياق في بور سودان، كان عندهم محل بتاع الترحيلات، قال لي طبعا زجاج السياق طوال النسوان داخلات وماركات، قال لي انا كنت صغير وشغلت لي نسوان كبار، يعني زاليني بها الاس يعني. قال انا قاعد كده، فجو النسوان ما شات، فقمت قلت لها يا تفاحه ماشيه وين؟ بعدين كنت اسوداني كده. ففي ناس يقول لي يا عب، يقول لي يا عب، وهو طبعا زول جاء لي احمق، قال لي شو انت اللي يقول لك يا عب؟ قول لها زرق حب. للحظه دي بالمناسبه انا بذكر الله وبضحك فيها. ثاني حاجه، لما نجي من الشغل، وانا كنت صغير عنده بوكسي 78 كده، لما نيجي راجع بقوم هو ذاته بيحكي لي، بيقول لي انت بتكون بتنطط كده تقول لي شنو؟ يا ابوي مامون، ابوي مامون، فسينا فسحنا. ففي عندنا ذكريات بالمناسبه جميله جدا مع بعض. اي لحظه من اللحظات انا برجع من درمان اقعد في كنف يعني جدي مامون، بنقعد ونحكي واقول لكم شنو، بنبقى بس اصدقاء كده بتوع طفوله يعني. الله يديهم الصحه والعافيه ويكرمه يا رب. علمنا والله يعني كيف انك انت تقدر تصل للناس كلهم. وابوه بالمناسبه كان شيخ التجار في طوكر، ابوه بشير عبد الله، محمد بشير عبد الله. محمد بشير عبد الله ده يعني عنده من المقولات بتاعته، برضه كان زول صعب، وكان النوع اللي بخش بيت اخته يدق بنات اخته يطلع من ما عارف شنو، بيفتكر نفسه هو كبير الازره كلها. فعنده عباره كان بيقول لك شنو، انا اهلي ديل بصلهم بنفسي، يعني بزور اهله، وبصلهم بمالي بقرشي، وبصلهم بعصاتي، يعني الزول بيتلولو برضه بدقه، شفت كيف؟ فدي من الحاجات اللي تعلمناها منه، والله يديهم الصحه والعافيه، والله يعني اسره جميله 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 جدا جدا. فالاكاديميه العربيه يا دكتور عمر، جبت حاجه مهمه والله، يعني لنا زمن طويل ما سمعنا الحته بتاعت شيخ السوق. ايوه، واهميته كان في انه يعني كان ده عندهم الكنترول بتاع السوق، انه ما في الجشع والحاجات دي والمشاكل والتوزيع المهام في السوق. عليك الله، انت ذكرتها، يا ريت لو يعني اديتنا فيها كده. والله الحاجه دي طبعا اظنها موثقه في كتاب كان عن التجاره، لانه توكر اظن كان فيها بورصه بتاعت خضروات ولا حاجه زي دي في الوقت ده. يا اخوانا السودان ده كان يعني كان عجيب جدا. تخيلوا مثلا في العلم بتاع السبلاي تشين، في السبلاي تشين كان مشروع الجزيره بيطلع منه القطن بيمشي لحد البورصه بتاعت ليفربول في بريطانيا. السبلاي تشين ده من انتاج القطن لحد ما يصل ليفربول، الكلام ده كان فيري افيشنت، يدرس في المناهج في الجامعات ومراكز الابحاث وغيره. كذلك توكر دي كان فيها المشروع بتاع توكر وثلث توكر وكده. فالناس الجديد اللي كان عندهم لواري جدي محمد بشير الكبير، فكان بيمشي بيسوق اللوري بتاعه بنفسه، وبالمناسبه زول مزواج يعني، ودي احتمال احنا ذاته جبناه من عنده. فكان بيمشي باللوري بتاعه ده يشيل البضاعه من هنا رايحين هنا، وفي النهايه استقر بهم المقام في بور سودان. وعندي بالمناسبه انا جدودي بقول لهم عمامي يعني، ناس عمي عثمان محمد بشير وابو بكر محمد بشير، عمي صديق
وجدي هو بشير محمد، يعني كل الناس دي بعتبرهم زي اباء، ما بعتبرهم زي اعمامي، ما بعتبرهم جدودي رغم انهم جدودي. وكذلك من جهه الام، فالقصه بتاع التنظيم الريجيوليشن في السوق وحل المشاكل والخلافات، جدي مامون ده كان دائما بيخش وساطات في يعني حل الخلافات والمشاكل وما عارف شنو، والناس المديونين وغيره وغيره وغيره. وبرضه الحياه اللي علمنا لها انك لو عايز تبسطه مش تديه قروش، تشوف من المحتاج، هو عارف لانه الناس بتجيب دائره محتاجه، فتقول لك يا اخي ادي فلان ده، بيكون ادي فلان ده، شوف عمك فلان ده الى اخره. يعني حتى لو اتكلم معاه بالتليفون يقول لك اسمع ما عندك قريشات تدي ناس فلان ولا الا، يعني الله يدي الصحه والعافيه، زول بحر بحر وغيمه يعني، الله يدي الصحه والعافيه. المهم ارجع لكم موضوع الاكاديميه، الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا. خليني انا امشي في السلايدز. يعني الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا دي كان يهود ديل الشباب بتوع الدفعه، برضه الاكاديميه اخوانا لمت يعني شباب رائعين جدا جدا، معظمهم ابناء الراسماليه ومعظمهم ابناء ناس الوظائف الكبيره والمغتربين، الثلاثه حتات دي تلمينا. الدفعه بتاعتنا دي كانت فيها 650 سوداني وسودانيه، لذلك العمل كان في الاسره السودانيه كان عمل كبير، يعني نعمل يوم السودان. والاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا اخواننا تابعه لجامعه الدول العربيه، وهي واحده من انجح المؤسسات بتاعتها، ويقال الله اعلم من الحقيقه، يقال انها كانت يفترض تكون في بور سودان، لكن المصريين لعبوها لصالحهم ولا كده. المهم ده اللي حصل في الاكاديميه العربيه دي، كان النشاط بتاع الاسره السودانيه في 2000، سنه 2000 كان عملت الموقع بتاع working.com. والموقع ده اخواننا هدفه الاساسي كان نقل المحتوى الموجود للانترنت، كلام ده سنه 2000. انا في سنه 98 99 98 بديت اول مره اتعامل مع الانترنت. 99 عملت هوم بيج كان اسمها working.homepage.com، كان شركه هوم بيج اتباعت، قالوا خلينا نتعلم وعفشكم وتخرجوا من هنا. في الوقت ذاك قاعدين في كافتيريا اسمها كافتيريا عربي في ابو قير في الاكاديميه البحريه، بتذكر في واحد من الشباب شال شريط بتاع كابلي خدته في الكافتيريا في المسجل، والكابلي بيغني كابلي والبلابل وامطرت لؤلؤا من نرجس وما اعرف. كان في اثنين شباب مصريين يعني دفعتنا يعني قاعد يطعمجوا، واحد قال اخواننا هي شغلوا لنا حاجه عربي يعني لغه عربيه، والثاني قام قال يا اخي اسمع بالمناسبه عاوزين نذاكر ذاته، رغم انه قبل شويه كان في شريط يشتك بيشتك تيك 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 شغال. المساله دي غازتني جدا جدا، فقمت اتحمقت شلت لي ورقه كده زي بوستر كده وكتبت فيه انه والله الاغاني العربيه كلها والمصريه تحديدا هابطه، ومشيت علقته في الكافتيريا ذاته، وقفت جنبه بقيت زور شكل جد جاهز. قام جوري الشباب قال لي اسمع خلي الحماقه، قلت لا لا لازم نحتج لإدارة. وطبعا بالمناسبه قبل ما امشي الاكاديميه دي ما بعرف سعوديين، ما لقيت سعوديين قطريين اماراتي ما حصل لقيته، وهي طبعا لان تبع جامعه الدول العربيه يجوا طلاب من كل حته مبتعثين، تحديدا طلاب الدراسات البحريه، لانه الجامعه دي من شده ما ضخمه عندها بواخر بتاعتها، يعني باخرتين عايده واحد وعايده اثنين عشان يعلموا الطلاب بتوعنا البحريه والهندسه البحريه وغيره. وفيها سيميوليتر يعني للدراسات البحريه، كان بمنحه من اليابان تقريبا بكم مليون دولار، يعني الجامعه كانت غنيه جدا، مساحتها هي ذاتها حاجه ضخمه. كم ميدان بتاع كوره، الفريق بتاع الكوره بتاع الاكاديميه ده بيمشي يشارك في كل الدول العربيه، يعني حاجه كده ابهه، فيها فندقين 5 نجوم، يجوا لك ما عارف الفرق القوميه يجوا يتدربوا ويعملوا معسكرات فيها، يعني كل شايفين لنا عالم كده. وكذلك زي ما قلت لكم هي فيها من طبقه يعني ناس مرتاحين كلهم، فبتشوف يا زول اشكال والوان. فالمساله دي حزت في نفسي جدا، في انه يا اخي ليه الناس ما بتعرف الغنى بتاعنا وليه ما بتعرف، رغم انه انا شخصيا ما قاعد اسمع اغاني، انا شخصيا ما بسمع، لكن الادب والثقافه والحياه السودانيه يفترض انها تكون معروفه. فقمت هوم بيج دوت كوم دي خليتها، قمت بس سجلت دومين اسمه انوركينج دوت كوم. والسبب بتاع التسميه بتاعت انوركينج دوت كوم انه زميلي قال لي ده نعمل ايميلات في هوت ميل، فقلت خلاص هي حجزت لي معاك انور هوت ميل دوت كوم. طبعا سنه 98 احنا قاعدين نفسنا يعني شفات واول ناس يعني يا زول انور ده ما في، انور اف ما في، انور اف دال ما في. فقام من المقترحات اللي تطلع لك قام جاو انور اندرسكور كينج، قال لي اسمع في حاجه اسمها انور اندرسكور كينج كيف؟ قلت له قدام طوال، فده اللقب جه من هنا ده. فبقيت بعد ذاك اي حاجه بسميها انور كينج ولا اي ليست تعريف الايميل انور كينج وغيره يعني.
فكنت عملت الموقع ده وطوالي، قلت انا اعمل ليه هدف كبير انه والله الوقت ده طبعا الهارد ديسك يكون ناس 12 جيجا و6 جيجا، ما في حاجه كبيره يعني. تيرا بايت دي لما يقول لك يعني لسه ما تيرا وصلنا بايت، الجيجا كان الوقت ده يا دكتور. الجيجا دي ازول حته بعيده شديد. ايوه فقلت يا اخي اسمع، انا اعمل ليه هدف كبير بانه يعني ناخد لنا تيرا بايت سودانيه في الانترنت. وفعلا عملت الشعار ده، اطلقت لك الشعار سنه 2000، و2006 بالمناسبه كان الشعار انتهى الحمد لله. كان السحب من الموقع ده تيرا بايت، لانه الموقع كان فيه 1200 قطعه ما بين يعني اغاني ونيكات واسمه شنو ده، وكان نغمات الموبايل الكمبوزر والتلاوه بتاعت عبد الله الطيب، وحلقات من سلسله على اسمه شنو، سلسله اضواء على الحضاره السودانيه. والموقع ده خلاني الف السودان، يعني في الاجازه لما اجي راجع بلف السودان كله، الاقي البروفيسور جعفر مرغني، والاقي ما اعرف حساس محمد حساس، وعندي لقاء عملته شخصيا مع الطيب محمد الطيب بتاع صور شعبيه. الله يرحمه. نعم ومشيت الاذاعه السودانيه قلت لهم يا اخوانا ادوني مواد عشان انزلها في الموقع. قالوا لي يا اخي احنا بدنا نحول من انالوج لديجيتال. طبعا المكنه دي جاريينها فينا 4 سنوات. في النهايه واحد قال لي يا اخي اسمع ادفع لهم بيطلعوا لك. قلت والله هو ادفع لهم، انا ده ادفع لنفسي انا ده. فالموقع ده كنت بصرف عليهم من نفسي، ذكر كان الاستضافه تقريبا زي $100 ولا شنو، كنت داخل الاستضافه غاليه. حتى في فتره من فترات الموقع وقف، فقمت استعنت بالناس في الانترنت، بكري ابو بكر في السودانيز اونلاين، وعادل عبد العاطي الله يديه العافيه، وكل الكونتنت كله كان نقلناه ودينا سودانيز اونلاين في الوقت ده. لكن الحمد لله الموقع يعني عمل الحاجه بتاعته المعموله. من الحاجات الظريفه، في بروفيسور اسمه محمد المجذوب في بريطانيا، البروفيسور ده اتاري كان نايم في الموقع ده نوم يومي على الله، ده برنامجه الرئيسي. قام الف القصيده دي، شفتوا كيف؟ قال in the praise of the technocrat and his site. فرسل لي البتاعه دي، والله انا كيفت كيف شيء خلاص، انه كيف يعني زول انا قاعد في اسكندريه وهو قاعد في انجلترا وما في بيننا تواصل ولا بتاع، لكن الويب سايت ده بقى حلقه الربط. هو زوجته احكي بريطانيه. لك قصه طريفه هنا يا دكتور. يعني طبعا نعم يعني دي 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 ده جزء من الشغف بتاعك ان احنا دايرين يعني نعرفه. فاتذكر انا سنه تقريبا سنه 2001 او 2002 2000 2001 2002 كنت في هولندا، فقام لقاني يعني راجل ضابط شرطه يعني قديم وليه التحيه سيدي، فمن الناس المشي استوطنوا في هولندا وكده يعني. فقام قال لي اسمع انا عندي لك مفاجاه رهيبه، فيا اخي تعال في موقع كده رهيب اسمه انور كينج، انور اسمه انور كينج، ايوه انور كينج، فيه الاغاني يعني ما اليوم ده احنا يمكن مسهرين لحد 1 صباحا، بالله افتح دي الكابلي، بالله ده شنو، بالله ده شنو يعني حاجه. طبعا بعد ذاك انور كينج انا لسه الاسم معلق معاي، فبعد ذاك جينا اتعاملنا في مبادره الباحثين وكده، فما كنت اعرفك انت ده انور كينج الا مره انت رسلت لي الايميل بتاعك قلت لي ايوه انور كينج، بالله انت انور كينج. فكانت بالنسبه لي يعني حاجه، قلت سبحان الله يعني شوف الراجل ده يعني ماشي السيكونس ده كيف يعني، بداها من الانور كينج وبعد ذاك لحد ما وصلنا للوقت الاسي اللي احنا فيه بنعمل من بيس في الـ في في الـ في الحلقه دي عبر المؤسسه اللي هي انت عملتها. اتفضل يا دكتور واصل. الله يكرمك يا اخي، يديك الصحه والعافيه يا رب. انور كينج دوت كوم دي ربطتني مع ناس كتار جدا، خلتني معروف. طبعا في ناس كان قايلني في امريكا، يعني في الناس كده اسهانوا منه الانترنت، واي حاجه سودانيه في الانترنت مرتبطه مع ناس امريكا. طبعا دي جابوها ناس معاز على التصيد اللي هو سودان دوت نت، وجابوها ناس بكري ابو بكر سودانيز اون لاين وكده. لكن كنت انا دائما الانونيمي، يعني الاوتلاير، كنت الزول المختلف دائما من الحياه المين ستريم. والموقع ده انا يعني رغم ان البدايه بتاعته كانت يعني رد فعل، لكن بعد ذلك اتعلمت عبره الكثير جدا جدا يعني. ودي من الحياه اللي انا شاكر لاي زول ساعدني في انه الموقع ده يبقى ويعمل الرساله بتاعته. الموقع طبعا اخوانا كنت طابع له تيشيرتات باسمه، يعني انوركينج دوت كوم عشانك يا بلد، هنا مكتوبه كده تشوفوها في تيشيرت اللي قدامه في علم السودان بيجي. في وطنيه كده قلت جاي من حته ما انا ما اعرف وين، لانه اهلي تجار وما بتوع سياسه وهنا، لكن عندي غيره ومحبه شديده جدا جدا للسودان. في 2002 حصل حاجه اسمها الاولمبياد العربي للمعلوماتيه، وده لانه الاكاديميه العربيه تابعه لجامعه الدول، فهي الفوكل لما يكون في اي حاجه ريجونال بتجيها يعني. فنحن كان الوقت الاجازه في شهر 7، من 7 ل 9 دي الاجازه بنرجع السودان. فقام دكتورنا واستاذنا وحبيبنا اسامه اسماعيل قال لنا كانوا مسمين الاسد، يا اسد ما تيجي تعملوا لكم فريق للسودان وتشاركوا في المسابقه دي.
قلت لها جدا مسابقه اسمها شنو؟ قال لها اسمها الاولمبياد العربي المعلوماتيه، ودي اول مره، وحيجي رئيس الاولمبياد الدولي اللي هو اسمه هارتمان، ليونيل هارتمان من جنوب افريقيا، وحيجي الزول بتاع اللجنه المنظمه للاولمبياد الدولي في كوريا في بعدها بشهرين ولا شهر معه. قلت لها طوالي. فكنت مشيت لزملاني اللي هو محمد محي الدين وامين صلاح ويزيد صلاح سعيد وانا العبد لله، قلت انا نعمل لنا فريق ما نعمل لنا فريق. قال لي يا زول قدام. كان يهو لظروف مختلفه يعني هنا، لكن قلنا لازم نشترك، اشتركنا، ومحمد محي الدين ده كان احرز ميداليه برونزيه في الوقت ده. يلا في اثناء الاولمبياد لمده اسبوع جات وفود من سوريا ولبنان وين وين وين. انا قمت طبعتها، طبعا في برينترات موجوده يعني كانت كميه كده، طبعتها زي كتيب تعريفي بالسودان اسمه Why you settle for the less while you can have the lion's share visit Sudan، يعني حاجه كده زي بتاع دعايه للسياحه ولا شو، تعال شوف جبل مره وتعال شوف شنو بتاع. كنت جايبه من وين؟ جايبه من واحد له علاقه بكليه الدراسات البيئيه جامعه ام درمان الاهليه. انا لما نمشي الاجازه يعني من 98 بنمشي اجازه مرتين في السنه من مصر لبورت السودان. اي وقت بمشي يا بعمل لي كورس في الحي ادرس فيه طلاب الحي والهنا بتاع كمبيوتر وحاجه زي دي، يا اما لو مشيت الخرطوم كمان بحاول اعمل لي محاضره، اعمل لي معرض، المهم بعمل لي حاجه، ما بقعد سايب. فناس جامعه عبد الرحمن الاهليه كل الدراسات البيئيه قالوا دايرين شنو؟ دايرين لهم ويب سايت. انا عديت طبعا التجربه الخبره بتاعت هوم بيج دوت كوم دي، جيت ظبطت لهم ويب سايت لمده في ساعتين بالضبط، اتذكر في مكتب العميد البيلي. ففي الوقت ذاك اتعرفت على الزول اسمه ايمان تقريبا، وايمان دي عرفتني بزول اخذت منه المعلومات دي، المعلومات دي شلتها لصقتها كلها ووزعناها لوفود الدول. من الناس اللي كان حاضرين جاي كاوبزرفر يعني مراقب بس، رئيس الفريق السويسري المعلوماتيه جاي عشان يشوف القصه دي، وهو سويسري مسلم اسمه رونالد إلبر. فقام لاحظ التحرك بتاعي. ثاني حاجه كان في ندوه عاملين ناس مايكروسوفت كانوا سبونسر للايفنت مايكروسوفت ايجيبت، فكنت سالتهم انا قلت لهم اسمعوا ليه ما في مايكروسوفت في السودان؟ ده كان اول وقت انا عرفت حاجه اسمها العقوبات الامريكيه على السودان وانها بتمنع انه يكون في تقنيه وغيره وغيره في السودان، وخطيت الكلام ده في راسي. فقام رونالد إلبر قال لي يا اخي في حاجه اسمها الاولمبياد الدوله المعلوماتيه هو الشهر الجاي في كوريا الجنوبيه، انت طالما بتحب بلدك كده ما تشارك باسم السودان. قلت له جدا، مكانه وين؟ وريني لها وين القصه دي. قال لي يا اخي الموضوع كالتالي، بتجيب يا اخي طالب من وزاره التعليم يا اما من السفاره في القسم بتاع التعليم تقول انه السودان عنده رغبه يشارك، لان البتاع دي المسابقه تبع اليونسكو تبع الامم المتحده. نعم، الوقت ده انت يا دكتور لسه ما خلصت البكالوريوس مش كده؟ الوقت ده طالب انا في سنه ثالثه، ثالثه في رابعه، في رابعه 2002 2002 في خمسه، في اخر سنه، في اخر سنه خمسه هندسه كمبيوتر. ف والوقت ده عندي علاقه ممتازه جدا مع صديقي وكبروس اللي هو مظفر حيدر ابراهيم علي، ووالده الرائع الدكتور حيدر ابراهيم علي اللي هو مؤسس مكتبه مركز الدراسات السودانيه. كنت بحضر الايفنتس بتاعتهم لما يكون عندنا ندوه في الاكاديميه بنقوم نجيب ونتكلم، وحببني جدا في الانثروبولوجي ورانا ماهيه وحقيقه الاخوان المسلمين وغيره في وقتها، لكن طبعا وعينا السياسي كان ضعيف يعني لما كسبنا. فالمشكله بقت لي شنو؟ انا عندي تذكره للسودان دي الاهالي بيقطعوا علي، مشيت تقرا تجي راجع تقطع تجي راجع، لكن ما عندي تذكره لكوريا، عندي امكانيات. موضوع الخطاب ده الزول المسؤول بتاع الثقافه في السفاره السودانيه في القاهره الله يديه الصحة والعافية تذكروا، كان بيجينا برضو لما يكون في يوم السودان في الأكاديمية العربية وكده. فكنت مشيت له قلت له اسمع نحن دايرين نشارك في المسابقة بتاعت الأولمبياد الدولي وكده في كوريا وكلام زي ده، دار خطاب منه. قال لي يا أخي خطاب يا أخي نحن والله قال لي جننونا الناس قدر ما تزور الخطاب ولا بتاع بفك كبيرك تاني ما بيجي راجع. الوقت ذاك طبعا قصة الهجرة واللجوء واستراليا وانجلترا كثيرة، ومصر دي كانت الحتة الهب بتاع الأساس. قلت له اسمع انا امشي اكمل اجازتي في السودان، يا تدينا البطاقه دي يا تخليه. قام اداني الخطاب، عملت سكان الخطاب ورسلته بايميل لرئيس اللجنه المنظمه بتاع الاولمبياد.
عبد الله إلبر ده كان هو بيساعدني في كل المكاتبات، ورينا اكتب شنو اكتب كيف بتاع زول كده زي ما بيقولوا كليك، بقينا اصحاب طوالي من اول يوم اتلاقينا. فكتبت للجماعه دي، طوالي قام رسلوا لي دعوه انه والله يا اخي احنا نرحب بعضويه السودان في الاولمبياد الدولي المعلوماتيه وكده، ومرحب بك هنا تجي كانفايتد اوبزرفر كمراقب مدعو، لكن التذاكر بتاعتك لكوريا مزوريتك. انا احنا من المطار للمطار دي مزوريتنا. ها مفلس انا، تذكره $800 دولار ما عندي قروش. قمت كتبت الوقت ده كان في حاجه اسمها البالتوك لو بتتذكروها. ايوه بالتوك يا زول، وناس سناريك وناس يا زول جوطه كبيره خلاص، والجزار، وكتبت لهم يا اخوان والله في حاجه اسمها كده كده كده، كان عندي غرفه فيها اسمها الوركينج. يا اخي انا داير مساعدتكم وبتاع. وايمن الازهري قام ارسل لي $100 وارسل لي ما اعرف شنو، مين رسل لي زي $300. وزينب، زينب مخير الله يديها العافيه في انجلترا، نكست القروش. كنت مشاهد الدكتور حيدر، بتذكر كان في راس مالي سوداني في مصر دي، زول يعني غنيان غنى شديد خلاص، شفته زي ما قال له سراء فاحش. شفت له قلت له يا اخي السودان وكش البتاع وبناي، المهم شربني لك عصير ظريف كده، وقال لي يا ابني يتطلب الله. فشلت دكتور حيدر ابراهيم علي، قلت له دكتور يا اخي والله في كده كده كده. قال لي والله يا انور انا ما عندي قروش اديك لها، لكن عندي قروش اسلفك لها. قلت له يا اخي جدا ما في مشكله. كتبت لي عبد الله، قلت له عبد الله يلبر اللي هو رونالد ده، يا اخي انا والله في زول اداني عرض بتاع انه انا يعني اقطع التذكره لكن سلفيه. قال لي يا انور شيل منه السلفيه، ونحن كفريق سويسري المعلوماتيه وي ار جوينج تو سبونسر السودان. قلت له ده كلام جميل جدا جدا، فعلا سلفني دكتور حيدر الله يدي العافيه، ودي حاجه انا ما بنساها له يعني ما حييت، لانها كانت حاجه بالنسبه لي اي اوبنر، غيرت لي حياتي تماما. تمام؟ فمشيت هو كوريا الجنوبية ده في كوريا في جامعة كيونكي في مدينة سوون ممثل السودان. طبعا لما نزلنا مطار إنجون ده أول ما نزلنا لقيت في بص هونداي كبير مكتوب فيه سودان ديليجيشن، ده الوفد بتاع السودان، بص كامل مستنينا أنا براي. فده أستاذي أسامة إسماعيل الله يدي الصحة والعافية، وده عبد الله إلبر ده رونالد. عبد الله ده أخواننا لاحقا بعد بسنة كان استقر في السودان، من سنة 2004 استقر في السودان لحد اللحظة اللي بيتكلم فيها دي، وهو السوفت وير اركيتكت بتاع شركة بنان اللي واحدة من أكبر الشركات اللي بتعمل السوفت وير في السودان. فشاركت هناك وقلت يا أخي إنه لازم يعني نعمل أولمبياد في السودان وكده، ولقيت السفير السوداني لأنه أخوه كان بيعمل ماجستير بتاع قانون بحري في اسكندرية عندنا في الأكاديمية، كان قاضي وبتذكر كان مسؤول من الاعدامات في المحكمه العليا، بتذكروا يعني مولانا محمد علي خليفه شخصيه رائعه خلاص، تمشي البيت وانزل اولاده العاب في الكمبيوتر وصل له الكمبيوتر والماوس وغيرت. المهم فكان عملوا معانا اللقاء ده، ده الفريق السويسري المعلوماتيه عبد الله ومعه مايك دير الاثنين ديل، وده كان برضه الوفد الاماراتي كان لاول مره يشارك اللي هو وليد الكثير ده، كنا الاثنين اول مره نشارك في الاولمبياد في الدول المعلوماتيه. الاماراتيين كان طبعا داعمين فريقهم دعم تمام، ونحن شايفين انه ماشيين بالسلفيه. عبد الله ايلبر ده لما جيت هناك في كوريا قلت له يا اخي الحمد لله وصلت وكده وكده وكده، قال لي يا اخي في فاتوره ولا حاجه؟ قلت له يا اخي دي الفاتوره بتاعت التذكره $800. فقام شفت البتاع ده الجيب ده، انا بالمناسبه محتفظ بالحاجات دي كلها. ايوه دي بتاعت الاولمبياد الدولي لابسها انا دي ذاتها، جوه فيها جيب لما تفتح الجيب كده ممكن تدخل قروش ولا كلام زي ده. ففتح الجيب بتاعه طلع $800 عداد داني لها، قال لي يا اخي داير الفاتوره دي في حاجه؟ قلت له لا. قام جدعها كده في سله المهملات، قال لي يا اخي دي $800 دي ممكن في ناصيه بقاله في سويسرا تلقاها. يا اخي لكن احنا السودان يا صاحبي. المهم دي كان طبعا الكلام ده بعد كاس العالم في كوريا الجنوبيه تماما، وده الفريق بتاع كوريا الجنوبيه اللي كان ممثل لو شايفين اللاعب رقم 2 ده لونه اخضر ده الاسود ده انا ذاتي. فعندهم حاجات جميله الكوريين، انا صراحه جبت بكوريا دي اشياء ما طبيعي. يلا من الحاجات اللي كان عندي التيشيرت بتاع انوركينج دوت كوم، تيشيرت كده فيه انوركينج دوت كوم عشانك يا بلد وعلم السودان، وكل الكونتنت بتاع الويب سايت انوركينج دوت كوم من اغاني ونيكات وبتاع كان عندي في سي دي، وكنت بروج يعني اي زول بلقاه بديه سي دي وديه تيشيرت وبتاع، طبعا تقريبا 100 تيشيرت. فلما لقيت السفير لقيت اولاده قمت اديته تيشيرت وسي دي. طبعا يعني سي دي في 2002 لاولادك يعني
من شاب بيقرا في الجامعه حاجه ملفته يعني، فاستفدت كيف كيف شيء خلص ما بيقرا على الخليفه، قام طلب مني قال لك اكتب تقرير عن الرحله بتاعتك دي، يعني انت جيت لشنو وتعمل شنو ومؤسس السودان وفكرتك شنو للبدايه. انت كتبت له تقرير انه والله يا اخي انا داير الاولمبياد تتوطن في السودان، يكون مسابقه على مستوى المدارس والجامعات والسوداني يمشي في الاولمبياد لقدام وكده يعني. فدي كانت العلاقه بتاعتي مع السفير وعبر اخوه في هنا. ده قلت كلمت مع عبد الله يلبر، قلت له عبد الله يا اخي الناس زي ما عارفين انه في عقوبات امريكيه علينا في السودان، ده احنا في اثناء في الاولمبياد. فانا داير يعني اتكلم بالمايك كده اقول لهم انه والله في عقوبات وظالمه ومجحفه. قال لي اخي طيب ما تكتب لي خطاب عديل، اعمل لك فلاير. قلت له سهل جدا. قعدنا نكتب اكتب 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 خطاب مؤثر جدا، طبعا زول سويسري يعني زي داتشي ناس المنظمات والصليب ده حقهم ذاته. فالخطاب ده اول خطاب انا بعرفه مكتوب لوفود 82 دوله يخاطب مساله العقوبات الامريكيه دي في الجانب التقني بتاعها، موجود وموثق هسه حاليا يترسل. وخطيته كان يعني تعلمنا حاجات ظريفه، خطيته في البريد بتاع وفود الدول 82 دوله. تمام؟ رجعت السودان، طبعا رجعت اسكندريه بالسنغافوريه وبعد ذلك رجعت بور السودان. والدتي الله يرحمها كانت بتعاني من فشل كلوي، ففي الصيف كان مشوا الخرطوم، ما سافروا القاهره المره دي، فمشيت عليهم في ام درمان. اتذكر قاعدين في الحوش يعني حوش بتاع جدي وقاعدين كده، قلت لهم يا اخي اللي عملوا معي لقاء في جريده الراي العام واتنشر اللقاء وبتاع. قالت لي قري لي. فانا قاعد معاه كده في حوش في السرير يعني، وحتى قال لي ما عارف وقال انور فارس شنو بتاع واردف قائلا وقرقرقر نضحك الاثنين يعني كان في بيننا برضه علاقه جميله خلاص، لكن علاقه اقرب للصداقه من انها هي امي، لانه انا ما كنت عايش معاه في بيت واحد، قاعد مع حبوبتي يعني رغم انهم هم قريبين، لكن كان يعني شنو العلاقه اوكيشنال، وانا ذاتي كنت شنو مانيبيوليتيف كده، مره اقعد مع دير مره ازور من دير مرة. يعني ما بحاول اكون محصور في حته واحده. رجعت اسكندريه الله يرحمها الوالده توفت طبعا 30 نوفمبر 2002 وتوفت قبل التخرج بشهرين بالضبط يعني كان خلاص اخر المراحل بتاعتي انا ده وانا ماشي. وانا في يعني حاجه طبعا مرتبطه بيني وبين والدتي، ودي حاجه بتخليني انا دائما بلقى زي ما بيقولوا مصدر مصدر لانه انا اقدم وادي زياده اللي هي كان فخر الوالده المرتبط بالحته دي. وكذلك انه في زول قبل كده اخوانا تبرع لوالدتي الله يرحمها بدمه في مستشفى ابن سينا سكر كان الغسيل بتاع الكلى هناك في لحظه من اللحظات الناس محتاجه فعلا كان له دم. والزول ده اللي تبرع ده انا ما بعرف اسمه منو ولا قبيلته شنو ولا شغال شنو ولا كده، لكن في لحظه كان بتاع حوجه كبيره لدم الزول ده تبرع لوالدتي الله يرحمها بدمه واختفى تماما من الانظار. الزول ده خلاني مسكون بحسن ظن في اي سوداني وسودانيه، قد يكون ياسين قد يكون رازي قد يكون هيثم. فانا الخلاصه طلعت تماما من الكلام انه يا اخي اذا كان الزول ده مستعد انه يدي اغلى ما عنده وما عنده شيء وما مستني مقابل، ده يفترض انك تخدمه بافضل ما عندك وما تستنى منه مقابل. بعد ذلك بقت دي الحاجه اللي قاعده متجذره فينا انا، انه انا اي حاجه اقدر اعملها عميل السوداني والسودانية الزور والزور اللي هم أنا منو ما بعرفهم قبيلتهم شنو حزبهم السياسي شنو، لأنهم بيدوك أفضل ما عندهم والما عندهم غيره وما مستنين منك شيء يعني. فالله يرحم الوالدة يغفر لها يعني من الوقت ده كان بقت علاقتي صراحة مع الأمهات علاقة حاسة يعني خاصة جدا جدا يعني بقدرهم جدا وبحبهم جدا وبتاع، لكن بتغشى منهم ودي مشكلتي الكبيرة أسي حاليا. دي الناس اللي تخرجنا من مشروع تخرج واحد، مصعب محمد صالح الله يرحمه ويغفر له، مصعب ده يعني الناس اللي كانوا شطار جدا، بالمناسبه الناس دي كلهم اشطر مني، انا بالمناسبه اقل واحد فيهم ذكاء. الناس دي كلهم اشطر مني. انت كيف؟ محمد محي الدين اللي قاعد معي في الوطن ده جينيوس، ده اعتقد انه اشطر سوداني في مجال الحاسب الالي على الاطلاق، لحد الليله ما اخذ موقعه تماما في دنيا الاي تي وكذا. محمد خليل ابو رجيله فلسطيني، وهود صالح كرمان يعني قريب توكل بن كرمان دي يمني، وفاضل افندي سعودي،
وده مساعد تدريس الوقت ذاك هو الدكتور يزيد صلاح سعيد ومصعب صلاح الدين الله يرحمه تيسير. يعني الدفعه كانت رائعه جدا جدا، مشروع التخرج كان يعني كان في شغل جميل جدا جدا، كان ملتي ايجنت في النتورك وكده وبالجافا. وبتذكر كان في مشروع تخرج مطروح عن الداتا مايننج مع بروفيسور صالح الشهاب، احنا قلنا لا احنا مش دايرين بتاع اللان اوبريشن ده مونيتورنج. وجيت ليتر لقيت لكن الداتا مايننج دي عالم يعني اللي براي بس ما عارف ايش يعني. وانا تخرجت مقبول يا اخوان، انا الجي بي اي بتاعي لما تخرجت كان 2.08، يعني ما 2.8 2.08. بتذكر مره بتناقش مع واحد قال لي يا اخي ارجع الخرطوم دي، كان الناس بيتخرج لما تتخرج بيتخرجوا بيباس اللي هو 40 بس، وفي مقوله مشهوره كان بيقولوها يقول لك انه if 40 does why 41، يعني لو انت بتقدر تمر بس ب 40 اللي بيخليك المرور بتاعك كان ب 40 بالمناسبه، جوته الكبيره وجعت الخرطوم بتاع الناس كانت بتمر ب 40، وبعد ذاك هو خش الوزارات وخش بتاع وحدث ما حدث يعني. ففي 2003 في مارس تخرجنا، رجعت للسودان لانه الوقت ده والدتي يعني بتوفي جديده، اخوي محمد ممتحن شهاده واختي هبه صغيرونه ومعتزه اصغر واحده داخل العنقود وكده، فحسيت انه انا كنت لازم اكون معاهم. لكن هنا ده قبل مشروع التخرج ده رسل لي السفير بتاع السودان في كوريا، قال لي يا اخي في شباب سودانيين جو هنا عملوا ماجستير سته، هم في واحده منهم بيت ما جات والحته الخانه بتاعتها فاضيه، تعال فيها ده ماجستير بتاع كمبيوتر ساينس. طوالي رديت له في الايميل، قلت له اسمع انا والله والدي توفت وراجع بور السودان حقعد مع اخواني وكذا وبتاع، فقال لي البركه فيكم هنا بالايميل بس يعني. فرجعت بور السودان، في بور السودان لما رجعت لقيت كليه بور السودان الاهليه كان فيها نجوى حاج علي بتذكر، وكليه الثغره التقنيه بتذكر كان يعني ناس العميد بتاع الكليه ذات زول بتاع الزراعه وهي تقنيه وكليه الحاسب الالي. المهم قلت دخلت بقيت مساعد تدريسي في السودان الاهليه كليه الثغره التقنيه. في ناس قاعد يقول لك يا اخي انت زول متخرج بمقبول يعني كيف يشغلوك مساعد تدريس وكلام زي كده؟ انت بتحزر ولا شنو؟ السودان ده فيه حتات ما فيها زول بتاع كمبيوتر اصلا، مش متخرج بمقبول ولا بتاع، مش زول مش قرا في الاكاديميه العربيه اللي هي ايزو وفي الاتحاد الدولي للاتصالات الجامعات والرانك بتاعه اعلى من احسن جامعه في السودان. في ناس بيقروا كمبيوتر ما بيكون عارف الكمبيوتر ذاته شنو، وشيتات وكلام فارغ، ويقول لك انا وارب اول الدفعه او شيء معاهد كلام فارغ كثير يعني. فاشتغلت في بورسوال الاهليه فتره، واشتغلت في الفتره التقنيه، قمت عملت لي اسم عمل طبعا هنا طوال الانتربرينور شيب والسنس بتاع المغامره والحياه السيدي يعني جا فيني. وانا من اسره بتاعت تجار يعني نشوف انه والله كونك عندك بزنسك الخاص ده يعني حاجه طبيعيه دي ما مش المختلف يعني. عملت اسم عمل، واسم العمل ده في الوقت ده برضو عملت كان عندنا اي جمعيه اسمها جمعيه المطورين السودانيين، دي انشاناها ونحن في اسكندريه بعد المشاركه في مسابقه الاولمبياد الدولي. برضو في بور السودان لما كنت في نادي الحي بتاعنا نادي الكوكب الزمان ذكرت لكم ذاك، كان بحاول ادرس الطلاب وكده اللي هو المبادئ بتاعت الحاسب الالي السي دي روم والمعرف والسي بي يو. الكهرباء تكون قاطعه لكن بشيل الكمبيوتر من البيت، بيتنا يعني شويه كده ورا النادي، بشيله واجيبه يا اخواننا والله ده السي بي يو وده بتاع الكيبورد. الصوره دي بحبها جدا جدا لانه هنا بقول للطلاب شنو، كل زول فيكم يكتب اسمه في الكيبورد ينقي الحروف بتاعته، فيقعدوا كده مجموعه كده مع يعني حاجه كانت جميله. بس يعني الله يديهم العافيه كل يعني ناس اللجنه الثقافيه في نادي كوكب عبد القيوم، محمد عبد القيوم ده زول رائع رائع جدا جدا ديم، وكل الناس يعني زين محمد سعيد وكلهم الله يديهم الصحه والعافيه. بس الشباب ده ما شاء الله كلهم بيجوا امهات وابهات الكلام ده 2003 وكلهم تخرجوا وبيجوا دكاتره وغيره يعني. يلا في بورصه برضه كانت الجمعيه بتاعتنا بتاع السوداتيف دي لما تخرجت من الاكاديميه قمت لميت الكتب بتاعت الناس زملاني. يعني الاكاديميه طبعا جامعه يعني بتدفع انت 4800 دولار بيدوك الكتب بتاعتك وبيدوك كل الحاجات، جامعه ستاندرد يعني انترناشونال امريكي. فالكتب بتاعتي انا ده كان الشباب لما يرحلوا من شقه لشقه بيخلوا الكتب بتاعتهم كسل شديد افضل بشيلها لانها وزن زياده وبتاع. فقمت انا لميت الكتب كلها طلع زي 800 كيلو كتب، شلت كل الكتب دي قلت يا رحمن دي هتكون الاساس لمكتبه سوداديف.
في بورسودان فعلا شحناها، وبرضه مصفر حيدر الله يديه العافيه كان اتكلم لنا وعزيز بورسودانير ده كانت حيه، وجينا بدينا ناسس لنا المكتبه بتاعت كتب يعني. كيف؟ ف لما رجعت قلت لازم ناسس لفكره الاولمبياد السودان المعلوماتيه دي. فديل الشباب اللي كان شارك في اول اولمبياد السودان المعلوماتيه 2003 كان خلال معرض اسمه معرض بورسودان اونلاين، عملاه شركه شركه اسمها يتيك ولا حاجه زي دي، فيها يعني مهندسين ومهندسات رائعين جدا، خنساء وميسيكا ونجوى يديهم العافيه جميعا. وديل هنا الشباب ودي رحاب عثمان صديقه الطفوله وبدعمي. بعد ذاك مشينا على الخرطوم في سوداديف الانشطه بتاعتها، وعملنا مهرجان اسمه مهرجان سوداديف الاول. برضو يا اخواننا دي مجموعه بتاعت ناس كنا مع بعض، ناس في الاكاديميه وناس وين وين. والمهرجان ده كان في دار اتحاد طلاب جامعه الخرطوم يوليو 2003. الوقت ذاك رئيس الاتحاد كان التعايشي ذاته، مدير الجامعه كان بروفيسور عبد الملك. فانا بحب دائما الحياه الكرياتيف، انه تعمل لك حاجه فيها قيمه اضافيه. تذكر ناس سكول ادونا الكمبيوترات وعملنا معرض لمشاريع الخريجين في الحاسب الالي في 2003. بعد ذلك قمنا عملنا تكريم لجيل الرواد، اول زول، اول محلل نظم، اول زول بتاع داتا انتري، اول ناس عملوا شركه، اول ناس ما عارف كتبوا برنامج سوداني. ديل اللي هو بروفيسور عز الدين محمد عثمان وعبد الوهاب نورين والحويج وصلاح منديل، الاسماء ذاته يعني ما كنا بنعرفها، لكن مشينا فتشنا والناس دي كلهم عملنا لهم تكريم الحاضر منهم يعني. واليوم ده كان متوج بالفيتوري، الفيتوري كان في الخرطوم وجاء يعني القى لنا شعر جميل خلاص يا اخي في اليوم ذاك. وافتتحنا موقع لعبد الله الطيب برضه بالمناسبه، عبد الله الطيب بروفيسور عبد الله الطيب كان متوفي جديد وما كان عنده موقع في الانترنت، فمحمد محجوب عمل له موقع، ده الافتتاح بتاعه هنا الصوره اللي شايفينها. وده بروفيسور الواسق اللي هو كان مدير معهد اللغه العربيه، ودي كان جزء من المحاضرات وكده. ده فريق العمل، فريق جميل ورائع يعني. ديل كان ناس الاتحاد في الزمن ذاك، هسه بيكونوا يا في السيادي يا اما قحاطك بقى، المهم بيكونوا في حته ما شفت. ها بمناسبة طبعا ما تتخيل يا دكتور يعني، يعني مستمتعين متعة ما عادية يعني. يعني انت بس نقلتنا من بورسودان لحوش جدك في ام درمان، مشينا الاسكندرية، بعدك مشيت كوريا، وال 800 دولار طلع الراجل من عبد الله، يعني يعني حاجة روعة روعة جديد يعني. فنحن دي الحاجات اللي دايرينا على سن الناس تشوف انه القروش ما حاجه يا جماعه، والامكانيات ما حاجه، انت اهم حاجه تكون زول موتيفيتد يعني، زول تكون متحفز بطبعك يعني. يعني اصلا شوف انا لو 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 اي واحد يعني بس جاء حكى لكم القصه بتاع الدكتور انور لما كان في المدارس وبدوك وابوه جده بينادوه، يعني انا بقول انه ده زول فاشل يعني. تمام، ممكن اي زول يقول والله زول ده زول فاشل، لكن لما تيجي تشوف يعني زول بالامكانيات دي ووصل للمرحله دي. فعشان كده يا جماعه الشباب اللي عندنا في السودان عليكم الله يا جماعه الامكانيات دي، خدتها لنا على جنبها كويس. الواحد يشوف بيعمل شنو. شوف هسه الدكتور انور ده كان بيكتب للناس بالطباشيره في يوريهم الاطفال في النادي نادي الكوكب انه كيف ده الكمبيوتر وده كده يعني. فما ما تتوقفوا يا جماعه، ما تتوقفوا، والفرص بتجيكم، انت بس اشعل الشمعه الاولى. طيب يا دكتور قبل ما نمشي لقدام شويه في الحته دي، انا اضيف لك حاجه ظريفه. الكورس لما نقول ده اعمل كورس في نادي الحي، اول يوم بعلنه في الجامعه يعني، مش اصلي المغرب ولا العشاء ولا صلاه الجمعه، بعد الصلاه طوال بقول ما اعرف الحركه دي لو بتذكرها ولا لا، تمشي للامام كده تقول لك عن اذنك تقول لي حاجه كده، وطبعا بيكون قاعد على اعصابه وما عارفك حتقول شنو، ممكن تقول انا ابو بكر البشير ولا ممكن تقول قال الله وقال الرسول. فبقوم بقول يا اخوان ناس الحي، يعني احنا في نادي اسمه شنو ده، في نادي الكوكب عندنا كورس عاملينه للاطفال، عندنا كورس لربات المنازل، الكورس ده عن كده 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 مجانا، دائما انا مجانا. فبتذكر كان عملت كورس ل 37 امراه من نساء الحي في بورسودان في دمشاطي عن مبادئ الحاسب الالي. كان في كرياتيف الوقت ذاك، بديت يكون عندي وعي بالمناسبه بمسائل الجندر والمراه والمراه والكلام ده، لانه في اسكندريه هناك عندنا دكتور اسمه عادل ابو زهره ما بنساه كله زول كان جميل خلاص. دخلنا في اعضاء في جمعيه اسمها اصدقاء البيئه، وجمعيه ثانيه قول له امسكوا الخشب اسمها محبي ومستمعي محبي الاوبرا ومستمعي الموسيقى الكلاسيكيه والباليه. طبعا حاجات كذا اقول شوفوا بس المسلسلات المصريه. بعد قال لي والله لقيتها دروب
والله هي مش بتعرف بالتالي يا دكتور؟ الباليل، باليل واحد داعي. ما طبعا دي زي يقولوا رجيسة ما عندك له عرقوب يا ابو احمد. المهم في الموضوع، فلما جيت بور سودان فكرت طوالي في انه انا لو الكمبيوتر ده دايرين انه الناس يتعلموه لازم انا اتكلم مع الامهات. الامهات احرص على انه يعلم اولادهم كمبيوتر اكثر من اي زول ثاني، وانا ابو الليله. وانا انا شات يعني، يعني انا ابو عندي مصلحه في انه اولادي يتعلم كمبيوتر يتعلم غيره، لكن الام هي المكان اللي توصل لها الرساله. فعملت كورس، الكورس ده اول يوم انا جبت الكمبيوتر بتاعي عدلته وجيت قعدته قاعد زي نص ساعه كده في الحوش بتاع النادي. جاني طفل قالوا لكم في كورس؟ قلت لا. قالوا لنا في كورس. مشى تشك 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 جرى لامه، ما جا راجع. ثاني يوم ثالث يوم حتى بدا الكورس. فالمساله بتاعت انك تعمل كورس دي تقوم ماسي الصوره، انت بتشوف الصوره دي خلاص الخلاصه، لكن في البدايه صعبه. الصمت ده كلها في انك انت في البدايه دي، شفت اول ثلاث اربع ايام في اي مبادره ولا بتاع، دي الحته كروشيال دي ممكن تكون تمشي لك ولا ما تمشي لك. تمام؟ تمام. فده كان في سوداديف. وبعد ذاك بتذكر انا من الحياه النوعيه برضو اللي بحبها جدا جدا اذكرها، اول قصيده اخوانا ذكر فيها الكمبيوتر في السودان هي القصيده بتاعت يا سيده لا فايتانا وهي مستعجله. ها فالقصيده دي كان اللي هو دكتور عمر خالد ذكر فيها غلطات كثيره الكمبيوتر بيعملها، يمكن سيها ويمكن نسوي لك. طبعا نفسي اشوف السيده دي وينها القطعه فيها القصيده دي. فقمت دعيت دكتور عمر خالد تعال قول لنا القصيده دي، وفعلا جاء دار اتحاد طلاب يعني الخرطوم. وقام الوقت ده كان خريف شهر سبعه ولا حاجه. المهم في حشره دخلت له في القميص بيورا زحجته ليك قام مشى خلانا، فما قدرنا نوثقها، لكن باقي الحياه كلها موثقه بالفيديو موجوده. في الوقت ده رسل لي السفير بتاعنا بتاع كوريا ده زمان الدكتور ما بيقدر على الطريق، قال لي اخي رسل لي تليفون في السودان. رسلت له تليفوني في السودان قال لي يا اخي يعني البركه فيكم كده يعني والدتك ربنا يرحمها، لكن انا ذاتي والدتي متوفيه وما في زول بيقعد لي زول. يا اخي انت طالب يعني مجتهد وبتاع وناي وما تفوت الفرصه دي يعني. قمت رجعت لانه لحاج احمد عبد الرازق اللي هو ابوي. قلت له حاج احمد، هو طبعا خريج الخرطوم من الضباط الاداريين القدام، ويعني يعني زول بتقدر تاخذ منه راي بخصوص الاكاديميات والبحث وكده. قلت له والله يا اخي سفير في كوريا كده 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 كده، ويعني قال لي يا اخي في رساله في ماجستير. وفي نفس الوقت ده كان صديقتي عزه توفيق هيبه والده تقريبا كان عنده علاقه بالفرنسيين قنصل فخري ولا حاجه زي دي. قال لي ممكن اشوف لك ماجستير في فرنسا. المهم يعني كان كده الحاجات كده عامله، وانا في نفس الوقت عامل لي اسم عمل وبدينا شركه وعملنا مقر في عماره الناظر في شارع الجمهوريه. يعني مفترق طرق كده. حبي للعلم والبحث كان شديد، يعني قدر ما يكون في ثلاثه حاجات في يعني مثلا نمشي حفله ولا نمشي نلعب كوره ولا نمشي ندوه، انا بقول ده نمشي الندوه الى اخره. يعني اصحابي ذاته كانوا ملاحظين المساله دي طوالي. فقمت مشيت اللي هو تواصلت مع السفير وقام ربطني مع البروفيسور. هي منحه يا اخوانا ما منحه الحكومه الكوريه، هي ريسيرش جرانت. البروفيسور عنده قروش جايه من الحكومه عشان يطبق حاجه محدده وهو بيعين الطلاب. فدي اللي كان مشيت فيها، عشان كده لما مشيت كوريا كان بدوني $100. يعني انا قاعد في الداخليه بيدفعوا لي رسوم الجامعه وبدوني $100 في جيبي، يعني ما في حاجه اكثر من كده يعني. لكن مشيت كوريا الجنوبيه وتعلمت الثقافه في المختبر بتاع البحث ده. يعني عندهم الجراوند رول نمره واحد انه اجد زول في المختبر البحثي ده هو اللي بيكنس، تجي قبل الناس الصباح تكنس وتنظف. وانا طبعا جايبي ثقافه بتاع شنو؟ يعني من اسره عندنا والله ما شاء الله يعني اخواتنا ثلاثه شغالات في البيت، حكايه انك تنظف وتكوي هدوم ولا بس ما في كلام زي دي الحاجه اللي قمنا بها نحن. فاول يوم جيت المعمل فقام السينيور بتاعتي اسمها كيم اون هي، قالت لي انور يا اخي طبعا الكلشر بتاعتنا هنا الزور بيجي جديد بتقعد تكنس وتنظف وبتاع قبل باقي الناس لحد ما يجي زول ثاني جديد. طبعا انا قلت ان شاء الله يجي زول ثاني جديد. في مسكت اللي قاعد اكنس كلفته كده وبتاع، قام جاتني ثاني يوم قالت لي انور يا اخي انت ما كنست كويس. قلت لها كيف ما كنست كويس؟ قالت لي تعال شوف. قام وريتني كده فعلا في زي
بقى تراب كده ولا شنو تحت الدرج بتاعك. وانت انت ليه كده تخسر؟ بالمناسبه احنا عندنا في السودان ذاته مع نسوان هم اللي بيكنوا نسوان احنا. قلت لها اوكي والله ده يكون في السودان، ويلكم تو كوريا، نظف الحته دي. والله العظيم خلاص يعني ممكن اتفق معاك. الوقت ذاك يعني انا اقسم بالله العظيم شفته حسيت لكم بشنو؟ قلت يا اخي الكوريين عنصريين حق قريش، انا جيتهم اسود وقال اني عبد وما يعني في راسي في حاجات كثيره دورت كده. اي قلت يا اخي اسمع، نظافه نظافه يلا نظف. ثاني يوم ولا ثالث يوم للكلام ده جو وقت صلاه وانا دار اصلي وهم مشوا للغدا. يعني الكوريا دي بالمناسبه الفطور في لحظه والغدا في لحظه والعشاء في لحظه. حتى من الحاجات اللي بيضحكوا بيها قالوا في الحرب الكوريه الجماعه شغالين طاخ طاخ الجانب الشمالي والجنوبي، لما جه وقت الغداء قالوا هي وقت الغداء يعني. فعندهم اي حاجه بالزمن ما في لعب يعني. فهم مشوا للغداء، انا قاعد اصلي فرشت المصلايه بتاعتي وقاعد اصلي، الحته بتاعتي ذاتها في اللاب صغيرونه كده. فلما هي جات راجعه شافت الكلام ده، شافتني انا قاعد اصلي في حته ضيقه. الزول زاد قال لي اسمع نظفه ونظف كويس دي، وانت دي شغله رجال هنا ما بحاجه اسمها نسوان رجال. ثاني يوم لما جيت راجع الصباح لقيتهم عدلوا اللاب بحيث انه مساحتي تكون كبيره، انه مصلايتي تكون قاعده جوا في حتتين ذات ما كنت طالع لبرا. هو قال لي تماما ان المساله دي ما عنصريه، انما لازم تكون منفتح وتقبل الثقافه بتاعت الناس الثانيه. كوريا الجنوبيه في جامعه تشومبوك الوطنيه، دي واحده من عدد من الجامعات الوطنيه، ده الرانك بتاعها رقم 869، وهي معروفه بالريسيرش. يعني نذكر القصه بتاعت الناجع الدولي والمعرفه الكلونينج، دي كان الريسيرش كان في جامعه تشومبوك الوطنيه وجامعات ثانيه، جامعه سيول وغيره وغيره، لكن كان عندها جزء. فالريسيرش بيرفورمانس بتاعها يعني كبير جدا جدا، وهي من الجامعات الكبيره يعني ضخمه فيها كميه بتاعت ناس. دي الورقه بالمناسبه لما جيت نزلت في الباص في مدينه تشونجو لقيتهم رافعينها علي كده. الورقه دي بالمناسبه قاعده معايا، شفتهم بحب التوثيق كيف؟ قلت لك واحد يعني كوري كده شكله زي البوكيمون رافع لي الورقه دي، وخلاص عرفت انه ده اسمه. بالمناسبه الوقت ده ذاته انا عرفت انه اسمي ده مكتوب غلط، لانه الجواز كاتبه ليزور الف ليسي من راسه يعني. في كوريا الجنوبيه برضه كنت في رابطه الجاليه السودانيه في جمهوريه كوريا، كنت سكرتير الانشطه في 2004 ل 2005، كنت نائب رئيس الرابطه في 2006 ل 2009. ده دكتور نصر الدين محمد احمد شريف، هو دفعتي خرجنا سوا الدكتوراه. ونصر الدين ده حاليا امين الشؤون العلميه في جامعه سليم الازهري، وده هو السبب اللي وداني سليم الازهري لاحقا. نشوف دكتور ده فضل الله خاطر، ده مهند طيفور، وده انور محمد نور يعني. ودي الفكره بالمناسبه اللي جه فيها عمر البشير زياره، وصورتي انا قلت نزلتها انه مع عمر البشير وعوض الجاز ومين ومين، البلاوي كلها كان في الفتره دي يعني 2009 2006. لكن دي الناس دفعه الماجستير، دي في جزيره جميله اسمها جيجو، جيجو ايلاند، دي من اجمل الجزر في نعان، والرمله دي لونها سوداء لو لاحظت. فدي الدفعه من الحاجات الطريفه برضو في دفعه الماجستير، الشاب اللي انا اخذت يدي في كتفه ده ما بتذكر اسمه مصري، لكن اول ما جيت كان جاري لك في نور طويل كده بعين لي كده بيشده. انت قلت يا اخي مالك؟ قال لي اسمع ممكن المسك؟ قلت له هاي المسني يعني انا امسك. فقبل ما لبست قال لي سوفت والله. قلت له سوفت انت قاعدني سمكه ولا شنو؟ جريت ده بني ادم يعني. فبقينا بعد ذاك اصحاب جدا جدا، ودي دفعه رائعه جدا كلهم باحثين. بيجون هو ده من الصين، وهم من الكوريين اثناء الحرب مشوا او هاجروا زمان للصين، فهم كوريين صينيين، والباقيين دول كلهم كوريين يعني. شباب رائعين جدا جدا. تعلمنا هناك طبعا الثقافه بتاعت بلي بلي دي باللغه الكوريه، سرعه سرعه خارج سريع سريع. وتعلمنا الهايكين، انك تطلع جبل وكل يوم. البروفيسور بتاعنا يعني زول نشيط جدا ريكون، هو الله يدي الصحه والعافيه متقاعد هسه، لكن كل خميس كل جمعه وسبت، كل سبت لازم يسوق الناس كلهم اللاب كلهم باحثين يعني، طلاب ما بعد الدكتوراه، طلاب دكتوراه وطلاب ماجستير، وبعض مرات بيكون في طلاب جامعه، دول كلنا في لاب واحد. انشطه بحثيه جميله جدا تتعلم كثير، والكوريين فيري كريتيكال يعني. داسي حاليا في مركز تونغ، ده فيتنامي حاليا تقريبا يا مدير مركز البحوث الفيتنامي ولا حاجه يعني. فالشباب كلهم من مختلف الحتات يعني. اول مره طبعا نشوف التلج، ودي كانت متعه براها. انا التلج ده يا اخوانا لعبت فيه لعب
يعني بس دردم كده، وعند صاحبه دي منغوليه اسمها يوكا، بس برضه بروفيسور كبيره في جامعه التا ابار في منغوليا، بنترادم ريدم بالتلج ده، يعني تكون ماشي من محاضره من اللاب لمحاضره ولا بتاع، بنخش كده بس كل واحد فينا بيجري تدردم تدردم ولب لب لب. استمتعنا غايته في كوريا الجنوبيه بالحاجات، استمتعنا بالانشطه الثقافيه برضه، الجامعه فيها نشاط ثقافي واتحاد فايبرنت، فكان طوال يعني بيكون في نشاط. لما بيكون في يوم ثقافي ده انا زول مش اربط لك جلابتي وعمتي واجيبه جاري، طبعا لما يشوفوك كده بيكون يعني هنا طوال ده يصوروا معاك وبتاع، يقول لك الالين ده الكائن الفضائي ده جاي من وين، وبتبدا النقاشات بعد ذاك، انت من وين، انا من السودان، السودان ده وين، السودان في افريقيا، افريقيا ذاتها وين، يعني في حاجات بتكون في 2005 اتاخرت في التخرج من الماجستير شويه بسبب بتاع غلطه، كان في فورم، يفترض انه في فورم يتملي بواسطه سينيري دي ذاتها كيم اسمها مودي كيم، ما بتذكر اسمها الاول بس قبل ذكرته لكم. المهم فكان اتاخرت في التخرج، في الوقت ده كنت اشتغلت وين؟ اشتغلت في التلفزيون الكوري اسمه اريرك بواسطه دكتور عبد العال عبد الودود محمد حمزه، اللي هو من اكثر الناس من اقدم الناس، واول زول عمل دكتوراه تقريبا انا بعرفه في مجال الاداره، وبعد ذلك بقى استاذ في جامعه الزعيم الازهري، فهو كان شغال في ارينا. دي برضه صور ثانيه، وده ابو 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 العرب زي ما بيقولوا، ابو الثقافه العربيه في كوريا، السفير محمد ادم كتب كان يعني مقال جميل عن مصنع الشباب. ده انا شغال في راديو كوريا الدولي القسم العربي، شغال بار تايم، هو في الترجمه والتحرير والاذاعه بتاعت الاخبار وكده. وبعد ذاك ليتر طبعا بقيت كل ما امشي كوريا بيعملوا معي لقاء، دي الناس لؤلؤه يعني ناس جميلين خلاص. ده دي اللي هي في اريرن 2005 مشيت اشتغلت معاهم، دي بروفيسور كواكسي سون لي، وهي في جامعه كوريا للدراسات الاجنبيه، بتدرس لغه عربيه، بتتكلم لغه عربيه بصوره ممتازه جدا. شكلك بقيت تتمسح يا دكتور هنا. والله ابدا، بس ده الريفلكشن بتاع الصور اللغه بس يا زول. فدي في ارينج تي في، في الوقت ده برضه رجعت ثاني القصه بتاعت الانتربرنور شيب، عملت شركه، اسست شركه اهلي التجار دي، الوقت ده كان فاتح الشاحنات الثقيله، بتذكروا فتره كده كان معفيه من الجمارك، ما اعرف شنو، فكل الناس اوروبا وين النقري بيجيبوا، كان شاحنات السعر بتاع الطن كان ارتفع جدا، فقمت عملت شركه، اهلي رسلوا لي مش دارين شاحنات، فقمت عشان اشتري الشاحنات دي كلمت كم زول كده وبتاع، حسيت انه انا والله ممكن اعمل شيء. يا دكتور معلش، في زول انا حادخله، مضطر انه ادخله. حبيبة ابوها اعملي اميوت. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة. انت شكلك مشتاقة لابوك يا اقبال، عشان كذا دخلتي طوالي. انا اقبال دخلتها. اوكي تمام، كويس، اسمي ده سلام منك، لكن احنا عايزينك بعد شويه. تمام تابعينا. اوكي واصل يا دكتور. حبيبتي وسمية حبوبتها الله يديها العافية. الله يحفظها. طيب دي كانت الشركة بتاعت أفرو عرب تريدينج، والأفرو عرب تريدينج دي كان بتصدر عربات وسبيرات وكلام زي ده، لكن برضو عندي السنس بتاع شنو بتاع يعني أفندي كده، زي الواد أفندي يعني. التجار طبعا بيجوك ما بيشتغلوا بالدنيا الشغلة، زول متشاكي لك قميص وبتاع، زول بماجستير بتاع كمبيوتر ساينس وبيشتغل بارت تايم على التلفزيون وبتاع، وفجاه كده جاهم داخل قال لهم هنا، وبعدين المكتب ذاته في وسط سيول في هنام دوم، علم السودان ده قلت لكم ما فارقني كله هنا، علم الجميل علم السودان ده طوال يعني، في اي حته لازم يكون معي علم السودان، ما بتعرف انت بتحتاج له 200. من المنتجات الظريفه اللي عملتها كان نوعيه، كنت عامل استيكرات بمشي السوق اللي اسمه يونغسان، بشتري منه لابتوبات مستعمله، وطبعا اللابتوب بيكون الكيبورد بتاعه بالكوري،
فعملت الاستيكر ده، وجيب في الاستيكر ذاته بدبجه كده بيبقى عربي، وببيعه لك للتجار دول. قال عنده ولده ما اعرف شو الهديه لانه ما اشتغلت في اللابتوبات دي شغل يعني ممتاز جدا. واللابتوب كان بتجيب لي دخل في الوقت اللي ما فيه باخره ولا شحن ولا بتاع. لكن الشركه دي يعني صدرت كان فيها يعني منتجات، طبعا كوريا، اوريكم الفكره شنو كوريا. الاقتصاد بتاعها قائم على التصدير، فانت لو صدرتها هم بيدوك ريتيرن تاكس، يعني قدر ما تصدر بيدوك 10% من قيمه الحاجه اللي صدرتها. فانا كان في الوقت ذاك الشركه دي في سنتين 2006 2008 صدرت بمليون دولار بلس. تخيلوا كان في الوقت ذاك عندي زي 100,000 دولار كده، السيد الشاب انور و ديل الشباب يعني الله يديهم العافيه، الصادق عثمان عبد الكريم، الارباب ديل اول ناس عملوا شركه، وواسف عيسى مكي وابراهيم والرشيد، يعني شباب رائعين جدا جو والله في الافتتاح ده عزواني، وفضل الله خاطر في جاي هنا ده يعني، ومهند بنن، يعني ناس رائعين جدا جدا تعاملنا معاهم في الفكره دي. ده يهو في اريرنج تي في في 2008 رجعتها. طبعا لما عملت قروش اول حاجه فكرت فيها الدكتوره، رجعت للجامعه قلت لهم انا اقدر اسجل معاكم دكتوره، انا خريج منكم، وتخرجت في المناسبه الماجستير تخرجت بامتياز. شفتوا الكلام ده كيف؟ يعني انا طلعت من النوع شنو؟ عامل قدر ما اطلع لفوق قدر ما بركز، ما بركز وانا تحت يعني. المهم ده الاريرنج تي في اخر يوم شغل لي في الهناي، وفي الوقت ده برضو كان عملت المدونه بتاعت الفيديو اللي اسمها الوركينج، ودي كان عباره عن ادفوكس. الوقت ده ظهرت قصه دارفور وكامبو والحياة زي دي، فركزت شويه مع السياسه وعرفت انه في حاجات غلط والى اخره، وقمت عملت لي فيديوهات كده اي حاجه بقدر اساهم فيها ساهمت فيها. وفي زول قريبات دي قال لي انا بتذكرك من ايام انت قاعد في كوريا طاقيه مقشديك طاقه الفلاحين طبعا في كوريا، فكنت بقى اطلع فيديوهات، الفيديوهات دي شافها 700,000 مره في الوقت ده. كنت فيها عن جهاز الامن، وتكلمت فيها عن المحكمه جوطه. بس السفاره السودانيه رغم انه علاقتي كان معاهم ممتازه جدا، وانا كنت نائب رئيس الجاليه السودانيه، قام دي فايل ذا كومبلين، يعني عملوا شكوى للخارجيه الكوريه انه في زول هنا ده اكتيفيست بيستخدم الانترنت وبيعمل شنو. الشكوى دي مشت من وزاره الخارجيه الكوريه، مشت لوزارة التعليم العالي الكورية، مشت للجامعة بتاعتنا الإدارة، جات للبروفيسور بتاعي، البروفيسور جاني قال لي اسمع أنت قاعد تعمل في شنو بالضبط؟ والله يا بروف يا أخي السياسة بتاعت الحكومة بتاعتنا الحالية دي هتودي السودان للانفصال، وأنتوا هنا في كوريا الجنوبية أنت شمال وجنوب وعارفين كويس قصة الانفصال دي هتأدي لشنو، فأنا مناهض للسياسات. قال لي ده كلام كويس، طيب ما ليه يعني أنتوا عندك حرية التعبير؟ ما في حاجة اسمها حرية التعبير، لكن أنا بستخدم الإنترنت. قام ضرب لي القنصل السوداني ده زور الفايل ذا كومبلينز اسمه كمال، قال انا وراك انت يا اخي ما ممكن تكون قاعد كده وتستخدم الانترنت ساي كده. قال لك انا استخدم الانترنت ساي كده، اي حاجه عندي انا في بالي هقولها ومكان الرهيبه تنقد. الكلام ده في 2008، الفيديوهات دي برضه زي الوركينج دوت كوم لقت رواج كبير وبتاع، وفي ناس حبوها وفي ناس افتكروني مناضل خطير وبتاع هناك. فليتر لما قمت سحبتها قام اعتبروني شنو؟ انه انا ده قمت يعني زي ما يقولوا فرستة وبتاع. انا بعمل الحاجه في الوقت اللي بكون شايفها انها صح، وبعد ده خلاص انا ما ملزم مع الشرطه. من الانشطه برضه كان موجوده اللي هو دوري الجاليات العربيه مع الشركات الكوريه، شركه سامسونج دي وما اعرف هونداي وغيره. فكنا هناك اتذكر اليوم ده كان الفريق العربي بتاعنا ده اخذنا الكاس، وقمت نهايه المباراه قلت له الكاس ده بودي السفاره السودانيه. الناس كلها فنجتت، كيف تودي السفاره؟ يا اخوانا بودي السفاره السودانيه، كازو والله احنا دقينا فيه حجر هنا. بيته كانت حاجه هناك ظريفه، لكن في النهايه وديناه. من الانشطه اللي عملناها برضه في الرابطه بتاعت الجاليه السودانيه، عملنا مدرسه سودانيه لتدريس ابناء السودانيين اللغه العربيه والقران. من الانشطه الممتازه جدا في كوريا الجنوبيه اخذنا تدريب قيادي في مؤسسه اسمها سيما والاندون. وسيما دي هي الكورنر ستون بتاع نهضه كوريا. ذكرها حبيبنا فضل الله، لأنها هي بتقوم على ثلاثة أضلاع، هي الاجتهاد ومساعدة الذات والتعاون مع الغير. والتجربة دي أنا نفسي كان نقولها للسودان، أنا شخصيا ما قدرت أقولها لحد الآن، لكن أفتكر إنها من أهم التجارب، لأن فيها النهضة الزراعية والهناء دي الحتة اللي بجد إحنا محتاجينها.
بتشوفوا هنا من الناس اللي بتعرفوه مثلا ابراهيم موسى، دكتور ابراهيم موسى مدير في الناصيه هنا، دكتور محمد عز الدين، خالد الشفيع، مكي عكاشا، كور مجاك، ممكن تلاقي احنا دوله واحده ما جينا السودان وشمال السودان، ونصر الدين محمد احمد شريف، كنا سبعه سودانيين، حتى كتبت عنها بوست في سودانيز اون لاين بانها حاجه جميله جدا وكنت تنقل للسودان. اها شكوى السفاره السودانيه في هنيدي، قمت انا طلبت من ناصر الدجالي وانا نائب الرئيس، قلت له اخواننا الناس يعني استهدفوني وكذا، وانا ممكن يقطعوا لي منحه الدكتوراه يعني المنحه اللي ماخذها انا جزئيه وكذا، ويعني قصدهم يضروني وكلام زي ده. فالمهم ما يعني ما عملوا حاجه، الناس بتحاول تمشي الامور كذا بالغيط والدزز يعني صراحه. فقمت انا ما عجبني الكلام، انا زعلت قعدت بكذب دموعي يعني، في انه انا حسيت بانه شنو يعني، كل لما نقعد مع بعض نتكلم في الحكومه ظالمه وعملت وعملت، لما نزول فيكم يتكلم في برا تقوموا ما تجيفوا معاه وتخلوه براه. دي كانت تقريبا اول عفصه كده انا بعفصه رجلي وجعتني فيها. في الوقت ده قمت عرفت حاجه اسمها تيد، عبر زميلنا ابراهيم موسى رسل لي رابط لفيديو في اليوتيوب، ولقيت انه في تيد دي في مشروع بتاع ترجمه ممكن الزول يخش. انا الوقت ده شغال ترجمه، ترجم مسلسلات كوريه وشغال في التلفزيون والاذاعه وبتاع، والشغل ده بالنسبه كان حار لانه بسافر يوميا زي مدن الخرطوم، يومي على الله يا اخوان، يومي على الله. بمشي اللاب من الساعه 8 لحد الساعه 4، من 5 لحد 12 في الليل بكون في شغل، بجي راجع انام. الكلام ده يعني الفكره بتاعت الثلاث سنين ما راح شويه. كنت محبط جدا جدا، محبط احباط شديد خالص. فلما لقيت تدي حاجه فيها تعلم، وبعدين فيها نشر معرفه، انت بتترجم عشان غيرك ثاني يستفيد. ترجمت في فكره وجيزه، ترجمت لي زي 100 فيديو كده. بقيت يا زوج شنو؟ المترجم الاكثر نشاطا في تيد. ناس تيد ديل كيف وكيف؟ لانه المشروع بتاعهم ده قائم على القصه بتاع كراود سورسنج، نفس الفكره بتاعت ويكيبيديا، انه بدل ما الناس تعمل انسايكلوبيديا وتطبعها كل سنه، خلي الناس يكتبوا الحاجات المعارف بتاعتهم يلموها. بدل ما تجيب شركه محترفه تترجم لك، خلي الناس يترجموا ويراجعوا لبعض وكده. فقصه انه في تشامبيون، في زول جه كده من برا الخلفيه بتاعته طالب دراسات عليا سوداني مسلم قاعد في كوريا الجنوبيه، كان يعني القصه بتاعتي انترستنج بالنسبه له، فخلوني تشامبيون بتاع القصه دي. طيب دقيقه قبل ما نخوض في دي، طبعا رحله هامه جدا جدا في تيدكس، فاز معلش يا دكتور بس هنطلعك شويه كده او ايوه الشير شغال يا شباب؟ شغال ايوه شغال تمام. ابدا الفيديو من الاول، في حاجه في النص، في شاشه في النص لا. نعم في شاشه سوداء في النص. اوكي دكتور ياسين، حابب تشغل الصوت؟ الصوت شغال يا جماعه؟ شغال. الصوت بتاع الفيديو مسموع؟ مسموع. كان مسموع، رجعوا. نعم؟ كان مسموع، كان مسموع. اوكي.
ريم تفضلي. شكرا جزيلا. انا قبل ما ابتدي بس لانه الوقت متاخر افتكر عايزه ادخل اقبال، وقبل ما ادخل اقبال يا دكتور انور احنا كنا بنفكر في انه كيف نقدر نكرمك على كل اللي انت عملته والقاعد تعمل فيه، وهو حاجه كبيره جدا جدا الناس كلها بتشهد بيها، والاستاذه الغاليه اقبال قررت انها تشاركنا. اقبال قالت حتتكلم بالانجليزي عشان تعقدنا شويه، فجو هيد يا اقبال. Do you want to unmute? Perfect. Do you want to unmute, Iqbal? I'm going to unmute. That's great. Can you hear me? Yes, we can hear you clearly. Go ahead. Okay. Firstly, I just want to thank my dad for doing tons of stuff. And I'm very proud of him for doing all of the stuff and the achievements that he did. Firstly, my dad is more of like a friend of mine than a dad, let's just say. Because when I talk to him, I feel free and I open up about everything I want to open up about in front of him. So he's like a friend of mine, and him is so fun. He has a great personality, and he's also a very educated person, which is very amazing. And I'm very proud to have him as my father. I love you, my daughter. أحبك وأنا الله يرحمك وربيك وبقرب أخوانك. إن شاء الله ربنا يوفقكم جميعا ويحفظكم. وأنتوا برضو محظوظين زيي بالمناسبة. عندكم أمين. أمكم حبوبتكم وعندكم ثلاثة آباء، أنا ده وأبوكم معتصم وأبوكم جد عمارة. الله يحفظكم جميعا ويديكم الصحة والعافية يا رب. نرجع لريم. تمام جدا، شكرا لكم. أنا عايزة أقول كلمة في حق دكتور أنور. صوتك بعيد شوية. ما بعرف دكتور أنور، هتفاجئوا بإني أقول الكلمة دي، لكن أنا حقيقة ما بعرفه، لقيته مرة واحدة في مؤتمر التنمية المستدامة سنة 2019، لكن لفت نظري كمية الانرجي، كمية الابيليتي تو نتورك مع الناس ويخلق علاقات very positive. فعجبت جدا بالشخصية اللي كونت وأسست المبادرة دي، عجبت بالpositivity، دائما إيجابي الاتيتود بتاعه towards التغيير والبروجريشن والجروث والتطور، دائما هو بيحاول يثري الحاجة دي بصورة جميلة جدا جدا. But what really struck me
is Anwar's ability to share his own knowledge. Not only sharing it, but it's how he shares the knowledge, how he contributes, how he influences others to contribute is totally exemplary. بنفتش دائما على قاعدة يكونوا role models بالنسبة للشباب. أنا بفتكر إنه دكتور أنور هو واحد من أفضل role models اللي ممكن يكونوا للشباب بحجم عطائه بحجم التواضع حقه. دكتور أنور واحد من الناس القليلين اللي أنت ممكن تراسلهم بالإيميل ولا بالمسجز ولا تتصل بهم ويرجعوا لك رغم إنه يكون very very busy لكن بيعمل حسابه على إنه يرجع لك بأي طريقة أو بأخرى. The humble personality دي هو he never talks about his achievements. عمره ما تكلم عن حاجة هو عملها ولا حاجة هو أداها ولا أنا كونت ولا أنا عملت. دائما بتكلم عن الفريق نحن عملنا ونحن أنجزنا ونحن لسه عايزين نعمل. والعمل ده ما قاعد يكون بس في إطار واحد أو في سكتر محدد. دكتور أنور بيتكلم عن التنمية، بيتكلم عن الاقتصاد، بيتكلم عن human resources، بيتكلم عن leadership، بيتكلم في كل المجالات الممكن الواحد يكون عايز يستفيد منها وعايز يتطور فيها. ودي ما بس بتعني أو بتغطي فئة محددة، بتغطي الشباب الخريجين الجامعات اللي لسه بيدرسوا في الجامعات، وموروفر بتغطي برضو الناس البروفيشنالز. وأنا بفتكر إنه هي دي أقوى وأكتر حتة هي مهمة لأنهم هم اللي بينقلوا النولج بتاعهم للفئات اللي ممكن تكون محتاجة لها أكتر. يا دكتور أنور أنا بفتكر إنه الcontributions بتاعتك through المؤسسة مؤسسة الباحثين السودانيين is totally exemplary and it's very obvious إنك أنت بتعمل العمل ده كله بpassion بشغف بحب، ما بتعمله بأي قرض غير إنك أنت عايز تطور السودان، عايز تطور الشباب السوداني وعايز تطور الناس السودانيين جميعا. وأجمل ما في ذلك إنك ما بتعمل الحاجة دي براك، تخلينا إحنا برضو نشارك معاك ولو بالقليل. فشكرا لك كثير يا دكتور أنور، وأدي فرصة لهيثم إنه برضو يتكلم معنا شوية عن تجربته معك. ريم والله ما قصرتي. دكتور أنور يعني صراحة أنا طلعت في لايفات كثيرة وتكلمت كثيرة، لكن مرات تلقى نفسك أنت بتعجز لأن تبدأ من وين وتختم بوين وتقول شنو. يعني قيم إنسانية بتلقاها موجودة، قيم سودانية تلقاها موجودة، قيم مغتربين موجودة، قيم ناس عايشة في السودان موجودة بأقاليم السودان المختلفة. حقيقة أنا الليلة حابب أتكلم عن الجزئية بتاع الدكتور أنور والباحثين السودانيين. أنا ما اخترت طولت، أنا اخترت حوالي 6 سنين أو 7 سنين، لكن بتذكرت لما أنت تتكلم لما كنت في كوريا وحبك في أنك أنت بتحاول تعمل مودلز لقيته برا السودان تحاول تعمل في السودان عشان تنهض به في السودان. الحاجة انخرطت في مجموعة كبيرة جدا بتاع خبراء الخارج شغالين في مجالات مختلفة في قطاعات مهمة، لكن للأسف بيشتغلوا كجروبات منفصلة عن بعض، ما في حاجة تجمعهم مع بعض عشان يكونوا يوجهوا التوجيه السليم للسودان. تلقاهم شغالين في نفس البرنامج لكن بطرق مختلفة. أنا بحكم وجودي في الجروبات دي كلها لاحظت إنه الناس دي كلها ممكن تجمع على حاجة واحدة، بس إنه هم لو عندهم حاجة موجهة للسودان وما لقى ليها أي طريقة يوصلوها للسودان، نحن نوصل لدكتور أنور عشان هو يوصل الحاجة دي للناس اللي معاه عشان تصل للسودان. فبيجيت بحلقة وصل ما بين السودانيين في المهجر في جميع أنحاء العالم والسودانيين الموجودين في السودان، الناس اللي عندهم معرفة حابين يدوها والناس اللي حابين يتلقوا المعرفة، كلك جمعتهم في جروب باحثين السودانيين. يعني أنا كنت متمني ألقى حاجة مشتركة مع الجروبات الخبراء دي، لكن لقيت الحاجة الوحيدة المشتركة إن هم بيحبوك، بدل إنه الرابط بتاع يعني أنا في ناس كتار استضفناهم في الجروب وفي المنتدى الاقتصادي بنلقى إنه الناس بتتناول على حسب الاهتمامات، لكن في كل الجروبات دي الرابط بتاع الزوم بتاع أنور كلها جات واتكررت كذا مرة، فدي حب كبير جدا جدا بيخلينا يا أخي نحن بنحس إنه الحاجة اللي بنعمل فيها دي النولج اللي جمعناه المعرفة اللي جمعناها دي كلها حتصل السودان عن طريق الباحثين السودانيين وعن طريق دكتور أنور عن طريق الفريق العامل ده نوع من تواصل الأجيال جيل مع الجيل. فنخلي أحمد داود كده يدينا الفكرة عن الحتة بتاعت الجيل بتاع الشباب في الجامعات حاليا. تفضل يا احمد. اول حاجه يعني احنا دكتور انور صراحه
تخيل احنا 3 اسابيع بنفكر نحاول نشوف يعني نحاول بس نرصد بس الحياه اللي حصلت التنمر بالنسبه لنا كشباب وبالنسبه للمغتربين وبالنسبه للناس اللي اصلا ما عاشروك فيس تو فيس او معرفتهم كلها بالسوشيال ميديا، فما قادرين في خلال 3 اسابيع بس نحصر بس الحياه اللي حصلت. صراحه احنا كشباب ما قادر اوصف لك، انه انا حاولت اعد عدد الساعات بمساعده زمايلنا، استاذه فاطمه هي معانا، لقينا انه فيس المحتوى بتاع البحث السوداني للشباب اكثر من 540 ساعه، ما يعادل نص سنه كامله او ربع سنه كامله من التدريب المستمر للشباب. وغير يعني دي المبادرات الاساسيه للشباب، غير المبادرات يعني البحث العلمي هي اصلا كانت مستهدفه الفئات الغير شبابيه. احنا بنتكلم في عطاء يعني عباره عن زي ما بيقولوا هو بيجي بيس للمبادرات. يعني الان كل الباحثين كل المجالات بترتكز الركيزه الاساسيه للبحث السوداني. يعني ان شاء الله نوصل مرحله ان شاء الله كشباب كل شيء دايرينه في السودان حنمشي الباحثين السودانيين، ومش احنا عشان نمشي بس لانه عشان نلقى الاجابه الصحيحه. يعني بيجي مصدر ثقه. من اكثر حادث انا قابلني انه انا عجبني شديد، في واحد من في الجروب في واحد علقت في تعليقات كده كان فكاهي، قالت لو ما جروب الباحثين السودانيين كنت رديت عليك فيهم. فاحنا وصلنا لتغيير المجتمع والفكره بتاعت المجتمع، كون احترم الجروب او البيئه بتاعت الكوميونتي بتاعت الباحثين السودانيين، وبقت في المجتمع بتاع الباحثين السودانيين ما بترد على اي رد، فاحنا قدرنا نحقق جزء يعني اصيل في تغيير المجتمع. واحنا بنقول المقوله المشهوره عندك خد ما عندك شيل. جزاك الف خير يا دكتور انور، واحنا ان شاء الله كشباب يعني بنحاول قدر الامكان نبدا التغيير اللي بديته انت ان شاء الله، نواصل المسير ان شاء الله. الله يديكم العافيه. طبعا يعني بنديكم كلكم فرصه يا جماعه، الناس اللي حابين يشاركوا الاحتفاليه الصغيره، طبعا دي ما بتليق بالدكتور انور ولا حاجه، لكن بس يعني ما كنا دايرين يعني انه دكتور انور ليه يطلع مننا كده بس في الحلقه دي بس يعني. فالحته دي يعني بدت فيها اول حاجه اخذت المبادره دي اخوتنا ريم بن فيصل، وبعد ذاك اخونا هيثم الكاشف، وكانوا يعني بيفتشوا لزول في السودان انه زول يكون فيري اكتف. فانا قلت لهم يا جماعه ما عندكم غير احمد داوود يعني، وسبحان الله يعني احمد ده ودى المبادره وما شاء الله يعني ما خزلنا نهايه يعني. فيديكم العافيه دكتور انور، بيستحق اكثر من كده، وشفنا احنا شجاعته، شفنا يعني شجاعه دي مهمه جدا جدا يا جماعه، لانه احنا مرات كثيره بنخاف انه الواحد والله لو انا عملت كده ممكن اتردم، ممكن لو عملت دكتور انور ده لا بخاف من الردم ولا بخاف من اي حاجه يعني. فيعني دي اكثر حاجه يعني، حتى يعني كتب في الصفحه بتاعته قال يا جماعه الزول الداير يردمني مرحب بيه في صفحتي هناك، لكن ما في مبادره. دي ما في زول بيعمل يعني. فدي الشجاعه اللي بتخلي زول يقدر يمشي لقدام يعني. فسعيدين بيك جدا دكتور انور، ويعني نيابه عن مبادره الباحثين السودانيين يعني احنا بس عندنا يعني هديه بسيطه كده لك، وان شاء الله المفروض طبعا احنا كنا اجتهدنا من احمد اجتهد من السودان وصل لك لغدر، لكن ما للاسف يعني ما 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 ما, ما قدرنا نوصل لك الليله، ففي الايام الجايه احمد بيوصلها. تفضل يا احمد استلم النيابه عن دكتور انور. طبعا في البدايه احنا قبل ما نقول هنا صراحه احنا كان فكرتنا اصلا في اللايف ذاته كان نمشي ندالي اقبال في اللايف او ناس الاسره تستلمه، يعني كان انت ما تكون عارف ذاتنا احنا جنبه، فلكن ما سهل زي ما بيقولوا وما قدرنا نعمل المفاجاه دي. فحاولنا بلان بي انه اسلم لهم كان بالصباح او بالمساء، ويكون عندهم يعرضوهم ذات اثناء اللايف. وكان في برضه هيثم كان عنده بلان، عندنا خطه ثانيه انه يتم كان تسليم شهاده لك في قطر كون، لكن بس ما سهلت لنا. لكن على العموم هي جائزه بسيطه، او التقدير والشكر والعرفان لك ما بكفي، فبنحاول قدر الامكان. انا طبعا بحاول اقفل ثواني على الباك جراوند ده. ويت اوكي معلش انا قفلت الباك جراوند عشان هي عباره عن درع تكريم من مبادره الباحثين السودانيين، يعني مبادرتك بتكرمك ان شاء الله يا دكتور. فاحنا ان شاء الله بحاول قدر الامكان يعني الدرع يعني ان شاء الله يوصلك في قطر ان شاء الله، او لو يعني للاسره ان شاء الله الكريمه. فهي احنا بنقول انت وصلت مرحله انه مش البذلته راجع لك ان شاء الله يا دكتور.
وجزاك الف خير ان شاء الله. ودري او الجائزه دي عباره عن مجهودك. احنا في مثل في السوداني مشهور جدا بيقول لك ان شاء الله يوم شكرك ما يجي. احنا يا جماعه بدنا نوصل يوم شكرك ده التحي تشوفه دائما يا دكتور ان شاء الله. وجميع السودانيين ان شاء الله يا رب نلغي العادات والتقاليد بجد بتوقف المسيره بتاعتنا، بتوقف الاجتهاد بتاعنا. وبالعكس الزور العمل لازم نقول انت عملت، شكرا لك. وشكرا لك يا دكتور انور. والله دي تحيه بالمناسبه يا انور للناس اللي معك في قطر، والله اجتهدوا الاستاذ الباشمهندس محمد الحاج، معتصم قدور، مجدي حسن، فكان في اجتهادات في بلان بي لكن ما سهلت، لكن ان شاء الله حنوصل لك يا. طيب يا جماعه سريع جدا احنا بناخذ مداخله من دكتور رازي، تفضل. الليله بصدافه حبيبنا واخونا، انا حقيقه انور ده ما قابلته شخصيا لكن عبر المشاعر والحاجات الجميله تقابلنا عده مرات. ربنا لما يختار ذول التميز بيوديه اماكن ما كل الناس قاعدين يشوفوها. انا حقيقه لو خيرت بانه انا اسافر اختار مكان اسافر له، اصلا ما اختار اوروبا ولا اي حاجه، انا حمشي الكاميرون وغانا والحتات اللي الناس تشوفها. فأنور دي يعني زول جميل، زول معطاء، زول يحب الناس، يحب الزملاء، يحب الأخوان، يعني إحنا نحبه والله يعني، وما شفناه خالص خالص، لكن والله أنا ما حصل يوم من الأيام تعاملت معه غير إنه زول أنا بعرفه، وطبعاً إحنا دفعة واحدة وربما نكون مولودين في يوم واحد، مش كده يا أنور؟ أنا داير أهدي أنور ده بيتين شعر، وداير أسأله من هل هو سمعهم ولا لا، وبمناسبة كوريا وكده. يا أنور، نهر النيل ينادي نهر ديدون كان، ويعرف أنض والشمس يسطع فوق بان مونغوم، وترى شيكان يقص حديث بونغ هاري وبيت أوسان، وأمدرمان تعانق طيف مانيونغ دايا بالأحضان، ومارنجان تغني لحن سارون، وبورت سودان تصافح أرض شوسا سيري. إن شاء الله الكلمات أنا أكون قلتها بشكل صحيح. هذه القصيدة أثارت شجوني اليوم، وهي قصيدة كتبها شاعرنا الجميل محمد علي أبو قطاطي عليه رحمة الله، وبسببها مشى زار كوريا الجنوبية وكرم هناك، وعنده تمثال. أنا داير أسأل أنور هل شفت الحاجات دي ولا كانت قبل أنت تمشي أو بعدها أو كده؟ حقيقة الزول اللي يعني اللي بيمشي يدرس في أوروبا أو بيمشي يعرف في أمريكا، في أي تلفزيون بتفتح بتلقى أوروبا بتلقى أمريكا وبتلقى الحاجات دي. فكونه يعني أنور ضيع يمشي يدرس يتلقى الماجستير والدكتوراه في منطقة خارج أوروبا وخارج الأمريكتين، ده توفيق يعني من ربنا مبالغ فيه، وهو ممكن يكون دي يعني حاجه مختلفه. لانه انا حقيقه لو كان انور ده بيحكي عن تجربته في امريكا او في اوروبا ما كان استمتعت بها بالطريقه اللي هو قالها دي. ده ما بيقلل من قدر الناس اللي في اوروبا يا ياسين وكده، لكن حقيقه لما نزول يمشي مكان مختلف بيجيب تجربه مختلفه. الامسيه دي سعيده جدا وانا لن انساها ابدا، ولن انسى انه دفعتنا نحن اللي امتحنت الشهاده سنه 96 انا ارجع اقول انه دفعتنا نحن يا انور حقيقه نفخر بانه واحد مننا هو انور فتح الرحمن رحمه الله، وحقيقه وصف الاشياء مرات بيقلل من جمال، عشان كده انا ما حاصف انور وكده بخليه هو. فلنقول انه انور هو انور وكفى يعني، عشان ما نوصف ثاني وادي الفرصه لزول ثاني يتكلم. وشكرا جزيلا يا ياسين. يديك العافيه، يديك العافيه يا دكتور. صراحه احنا حنديكم يا جماعه كلكم حنديكم فرص تتكلموا، لكن هسه حاخذ بس ودخلتين سريعات من عاطف ومن دكتوره نعم. تفضل يا عاطف، اعمل ميوت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا عاطف احمد، باحث في البحوث الزراعيه، طالب دكتوراه في تركيا، ومشرف متطوع في مجموعه الباحثين. اول حاجه شكرا جزيلا دكتور ياسين
على البرنامج الشيق اللي اصلا بحفز جد جد كل زول محبط هيقوم شنو يحصل له ثاني تعبئه من جديد. صراحه انا زي تساؤل بانه دكتور نور ده يعني حيكون بس يعني حلقه واحده يعني ما بتكفي والله صراحه يعني، لانه طريقه سرده وحكايته للقصه ممتعه. انا والله جيت من الساعه 7 ومنتظر القصه دي، وافتح يا ربي لسه ارسل رساله اقول يا مان والله ما بدا لسه، فكنت متشوق. وفعلا يعني حاجه ممتعه ومحفزه بالذات لزول لما يكون قاعد واصل مرحله يعني ما عنده قراءه بيت، لكن يقول خلاص بطل يا اخي. لما يلقى حياه زي دي ثاني بي يعني الواحد مرات يقول يا اخي اي دكتوره اي شغل يا اخي وقف لحد هنا كفايه زهقنا خلاص كثرنا، لكن لما يلقى حاجه دي بتدي طاقه ثاني يبدا من جديد يفكر ميت، بحيث انه ما عمل حاجه اصلا فعلا هو ما عمل حاجه، فمحتاج طاقه ومحتاج جديد ومحتاج يعني الحياه دي. ففعلا يا دكتور نور انت محفز وبتدي الناس دافع وشغلك جميل صراحة يعني، مش بقول لك القدام ونبذه لكن حير ننبذك هاي لأنه هاي سمحة تستحق إنه يقولها لك، تديك دافع إنك أنت فعلا قاعد تعمل في حاجة. والله أنا قاعد أقول كده غيرك يعني ليه ما قدامك، لكن بإنه لو ما عملت أي حاجة غير قرب الباحثين ده كفاك يعني، تمشي كده تنوم على كده وما تعمل أي حاجة تاني ذاته بس كفاية لحد هنا. فإنت يعني ربنا إن شاء الله يجعلها في ميزان حسناتك وتضوي لك. وأكثر حاجة مهمة إنك أنت لما تقول تعمل حاجة للشباب وتدعمهم بأنهم يا أخي أعملوها أنتوا، يا أخي بادروا أنتوا، يا أخي أبدوا أنتوا. لما زال يقول لك مثلا دار أعمل حاجة وتكون فيه يا أخي أبدأ أنت، فبتحب الناس الناجحين وبتشجعهم وبتحاول أنك تقيف معاهم عشان يمشوا للأمام. والحاجة الأحلى أنك أنت الشباب الصغار قاعد تشوف فيهم أولادك يعني، يعني كثيرا حصل الحاجة دي فيك بأنه أنت لما تتحلم بحاجة حلوة لولدك يزول بحب لطفله ولأولاده، أنت بتشوف الحاجة دي في السودان كله يعني، بتحب بتشوفها عند الناس كلهم يعني، فدي حاجة حلوة. ويا أخي إن شاء الله ربنا يديك العافية ويقدمك والصحة وتشوف النجاح الدائر وإنت والأفكار الحلوة الدائرة كلها إنت واقع في الشباب. وصراحة يعني بتقدم حاجة كبيرة وشكرا جزيلا. فدكتور ياسين يا أخي بالله يا أخي جاب لنا إنه الموضوع ده حيكون فقط حلقة ولا تاني فيه تواصل، لأنه زاد كبير لما حكى إنه القصص دي كثيرة وحنواصلها، لكن يا ريت تكون مواصله في نفس يعني ما في 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 حلقه واحده. ويا دكتور نور يا اخي انت قاعد تتنقل من مدرسه لمدرسه، الحاجه دي كان لك بيقبل الفكره دي كيف يعني؟ بيقول التمرد بتاعك اللي تعمل فيه ده كان كيف يا اخي؟ جزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. ناخذ بس مداخله بتاعت كنداك ونرجع للمداخلات في نهايه الحلقه، لانه لسه عندنا تيدكس وعندنا مبادره الباحثين وبعدك ناخذ مداخلاتكم. اتفضل يا دكتوره. اعمل يا ميوت. اوكي ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. طبعا انا تشرفت اليوم بصراحة بسماع المسيرة حقت الدكتور انور اللي انا اعتبرها بصراحة تدرس، ولسه نحن ما شبعنا من نسمع اكثر. اكيد هو طبعا اختصر لنا اشياء كثير، فنتمنى انه يكون لسه فيه كمان الكلام نسمعه اكثر ونستفيد اكثر. انسان بصراحة ممتع ونحن بنسمع ما حسيت اني طفشانة، ما حسيت بأي نوع من الملل، يعني قصص فعلا وإحساس بأنه في ترابط أسري، يعني هو في طول الكلام وبيشير لنا بجده، يعني أنا حاسة أني أنا جالسة في وسط العيلة. الحكاية كانت بشكل ممتع بيورينا كيف كان دور الجد وكيف كان دور الأب ودور الأم وكيف أتنقل يعني بكل ترتيب وبكل سلاسة بشكل ممتع. حسيت أنه فعلا يعني هذه تدرس في المدارس. أتمنى أن يكون لسه لنا كمان جلسة أكثر من مرة مع الدكتور أنور، وأتشرفت بوجودي في وسطكم. أنا طبعاً يمنية بس من أصل سوداني، فسعيدة جداً وأتشرفت بمعرفتكم، ولسه في انتظارك يا دكتور ياسين إن شاء الله نحن نسمعك. أنا ما أدري لو كان أنت قدمت حاجة فأنا ما أتشرفت، وأتشرف أني أنا أسمعك كمان. شكراً جزيلاً لكم. الله يديك العافية. شكرا جزيلا يا دكتورة، والله يعني كلامك ده يعني تاجي وطول رؤوسنا جميعا يعني. شكرا لك ولمداخلتك الجميلة يعني والمحفزة. وطبعا السودان واليمن دائما نحن بنقول انهم هم حاجة واحدة يعني، وأبناء عموما يعني. الدكتور أنور عليك تاني وفضل يا دكتور.
لا اخوانا يعني غمرتونا بمحبتكم وشكركم، الله يكرمكم ويجزيكم كل خير. انا شايف دكتور نادر بس رافع يده. الدكتور نادر لو سمعنا منه. تفضل يا دكتور نادر. دكتور نادر ده من اجمل واعظم القاده اللي بعرفهم انا ده مجال البحث العلمي الشغالين رغم الصعاب في السودان حاليا. دكتور نادر تفضل. الله يبارك فيك، الله يسلمك يا دكتور انور، وسعيدين بدكتور ياسين. يعني اشر ياسين كمان بيجيب مرات مقالات يعني حقيقه روعه في الفيسبوك دائما، يعني ما قاعد استاذنك لكن بشيره طوالي يا الاخ دكتور ياسين. الليله والله سعيدين ومتشوقين لنا اكثر من سعود كما اخترنا احمد داود، لانه نسمع المسيره البيرسونال، متشوقين لشخص لم نراه، شخص لم نعرفه الا عبر الوسائل الالكترونيه، شخص يمثل شخصيه سودانيه اصيله، محب للعطاء وللوطن، يهب من وقته ومن زمنه ومن راحه اسرته وعائلته ليفدي ابناء الجيل، ليتطلعهم بزياده المعلومات والاطلاع والتوثيق. فهو رجل حتى في لقائي لنا مباشرة أرى أن دكتور أنور لم يكن مثل السياسيين يدلس ويخفق في الكلمات أو يختار بعض المواضيع، كان شفافا صريحا، وهذا مما يجعله مستقبليا، نقول مستقبليا إن شاء الله، يعني إذا ربنا سبحانه وتعالى مهدت الأمور، أنه أن يكون رجلا ممثلا للسودان وخدمته الطوعية كما كان يفعل أبناء الرعيل الأول من أبناء الوطن أيام الزعيم الأسهري للوطنية، لأنهما النيرة المتعلمين. وهو من أبناء وجيل السبعينات، أنا بحتبر هو أنور من أبناء جيلنا من أجيال السبعينات، فنشهد له بكل خير، وعمرنا ما اتصلنا عليه ولا احتجنا له، ومع الكوكبة التي تحيط به كان هو يد خير وعون للجميع. والله لم يخزلنا قط ولم يغيرنا قط، حتى أنت يا دكتور ياسين بنفس الفهم من التيم الذي دائما مرات أحيانا نستعين به، يعني الناس ما عارفة أنه حتى يعني البرامج التي تقام أحيانا تدر من مواقع واشتراكات الإخوة السودانيين الباحثين في الخارج، ومن ضمن آخر موقع أخذنا مع أحمد داود كان عن موقع دكتور ياسين، فيزيدنا حماس. فأقول فيه كلمات أنت من أكرم البرية عندي، فمن الحق أن أجل الكرامة، لا عدمتك ترعى لي حقا وتهذر الإعظام، كلنا واثق بوداخيه، إذا صحت الضمائر منا اكتفينا من أن نتعب الأجساد. ورجل قائد بمعنى الكلمة، ملهم للآخرين، فاعل متفاعل، رجل عطي لا يبخل علينا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك بركة في ذريته وأبنائه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم هذه المسيرة العلمية، وأن يجعلنا دوما متحمسين، لأننا كسودانيين بمقارنتنا بالآخرين لا بد أن نكون يدا بعضا ببعض، نشد بعضنا في سبيل خدمة الوطن. وإذا تقيرت هذه المفاهيم في كلنا من أجيال، والله لنرفع السودان ونزيل كل التشوهات والترهلات اللي كانت فيه السابق، ليصبح سودانا جديدا ينعم بالشفافية والدقة. فتحياتي الوجدانية والقلبية لك يا دكتور أنور، وحييك من مدينة أم درمان من السودان من حي الشهداء دكتور نادر موسى خليل، بروح مشارك استشاري أول أحياء دقيقة، وشكرا لك كثير. شكرا يا دكتور يا أخي، يعني كلام ما عندنا ما بنقدر ذاته يعني نجاريه، يعني يديك العافية والله. يعني بس يا دكتور ياسين ودكتور عمر، قبل ما يبدا دكتور عمر، صراحه المجهود اللي تم ده يا جماعه، في ناس بتعرفها في الكواليس، الرسائل اللي شفتها كتبوها الناس دي وتفاصيل كثيره في، يعني باشمهندس حيدر رغم انه مسافر فهو من هناك متواصل معانا، انا ما ادري اذكر اسماء، احمد حاج ودكتور شاهين، كل الناس الموجودين هنا بدون ذكر اسماء، ادله شايفهم قدامي طبعا في الشاشه يعني، فالناس دي كلها يا دكتور انا ما حبيت اذكر اسماء زول، لكن كلهم معانا، الناس دي كلها كانوا لاعبين خلف الكواليس بدون ما تعرف. والمشكله الكبيره دكتور نور، اي جروب احنا فيه اتفق، فبقينا شنو؟ ما قادر نوري الناس دي. كنا خايفين والله صراحه، يعني كنا خايفين انه نقع علينا في لغم، يعني انه دكتور نور ده في اي حته فيه، لو تكلمنا لو قلنا اي حاجه ما يعني حد يتكشف يعني، ف يعني صراحه، لكن
شباب ما قصر والله، يا احمد وريم وهيثم يعني يديهم العافيه، يعني يشتغلوا الشغل ده كله يعني، وبالذات احمد جرى في السودان وتواصل مع المشرفين، والمشرفين كلهم يعني انا من هنا يعني اول حاجه من هنا يا جماعه انا بحيي المشرفين، مشرفي مبادره الباحثين السودانيين. الناس دي يا جماعه والله بيدعوا تعب ما عاد، يعني ما تتخيلوا مرات يعني واحد يجيك بيكون خط البوست السيدي بيجيك بعد شيء يقول لك يا اخي انتوا علقتوا لي البوست بتاعي، انتوا مسحتوه. فالناس دي كلهم يا جماعه بيتعاملوا يعني ما بزعلوا زول ولا بيتكلموا كلام مع يعني شهاده لله يعني. فربنا يديهم الصحه والعافيه ويوفقهم. وتحيه خاصه جدا للجنود المجهولين المصممين اللي بيصمموا لنا البوسترات بتاعت البرنامج ده وبتاعت يعني شباب دول برضه يعني ما حنقدر نكفيهم الا يوم كده نعمل لهم حلقه نجي نكرمهم يعني. فبيشتغلوا يعني فيهم امهات، فيهم ناس عندهم شغل، فيهم ناس في مدن يعني برا السودان برا غير الخرطوم يعني كهرباء قاطعه يعني شغل ما عاد يعني. اديك العافيه دكتور انور ونرجع لك ثاني. نحن نسي لنا يا جماعه ساعتين وربع ولسه ما وصلنا مبادره الباحثين السودانيين. تفضل يا دكتور. شكرا جزيلا لكم يا اخوان، والله العظيم يعني انا شاكر لكم جدا وممنون، يعني ما تتخيلوا الاحساس اللي وصلنا دي اداني يعني خاطر كده انه نقول يا اخوان والله كتر خيركم جزاكم الله خير. القصه دي لحد هسه جميله جدا، يعني ما في داعي نزيد زياده نقوم نطبوزها طبزه يمين ورسمها نخرب الجوده، لانه اخوكم برضه مشاتر وبينط الجواز كده بعض المرات يفرتق الحفلات. لكن مهم جدا جدا يا اخواننا نوري انه دي اهل روح الدايرين، عندك خد ما عندك شيل. ان احنا مجتمع يفترض انه نقيس المستوى بتاع النجاح بتاعنا ليس بنجاح انور عنده دكتوراه ولا فلان عنده قروش ولا بتاع، وانما نجاحنا بانه اقل واضعف واحد فينا ماخذ حقوقه بالكامل. وانه عكس كلمه الزول ده يقول لك متعلم ليس جاهل وانما مظلوم، لانه احنا الدوله بتاعتنا اخواني بصوره سيستماتيك منهجيه ظلمت الناس في كل اطراف السودان واستاثرت قله قليله بكل موارد الدوله. احنا بهمنا اخواني السودان ليس دوله فقيره، كل الدول اللي زرتها الثانيه دي كلها ما عندها موارد طبيعيه زي الموجوده في السودان، وكمان ما في موارد بشريه زي الموجوده في السودان. ليه احنا قاعدين نفشل نفسنا؟ ليه اخواننا احنا عندنا بعض الناس كده هيجاكرز السلطه، بيعرفوا يخططوا السلطه، بمجرد ما بيجي كده خلاص في كيكه ولا بتاع طوال بيمشي يقعدوا، واحد يربط لك الهنايه بتاعته ويحط لك الشوكه والسكين. ليه؟ لازم نفكر في الناس الضعفة فينا، الناس المرضى والناس الما متعلمين المصبومين وغيرهم، وخدهم ديل هم صوبا يعني زي قال keep your eyes on the prize، عيننا هناك نحن الناس الضعفة ديل. ودي الحاجة اللي قاعد أعملها أنا شخصيا، عشان كده بقول للناس الثانية يا أخواننا فكروا في الطلاب القاعدين في الفاشر وفي ضنقلة وفي البحر الأحمر وفي كسلة وفي زالنجة، ديل الناس والضعين وغيره ديل المحتاجين مساعدتنا، مش انا وانت يا فلان وعلان نقعد نتغلط ونتشاكل في انه والله يا اخي علمانيه بالزبده ولا امبرياليه بالطحنين. دي ما هم الناس ديل همهم الاساسيات. خلونا نبحث ونفتش عشان نقدم لهم السيرفيس الاساسيه، عشان يكون احنا عندنا ادعاء بانه والله البحث العلمي مفيد، انه والله التعليم بيزيل بلم والى اخره والى اخره. فكتر خيركم جميعا، دي الحاجه الرئيسيه اللي انا بشوف انها مهمه نسويها. انا طبعا عملت زي ما قلت لكم البرزنتيشن بحيث انها تكون كومبرهنسيف ومنها انا اقدر اكتب ذاتي، فلو قدرنا نكملها ما في مشكله، لكن دي اقبال بدي انا اقبال. بيقول اخوانا الزول لما يعاين له زول بيحبه بؤبؤ العين ده بيزيد يتفتح شويه، فاقبال بدي دي موجوده بالمناسبه اول اوفر ذا بليس، في اي صوره ولا بتاع بتلقاها موجوده معي، يعني سميه حبوبات الله يديها العافيه ويزور ذات اللوفلي شفتها جميله ولذيذه ودمها خفيف، عشان كده صاحبتي بتقول لي اي حاجه وانا بقبلها منها. وان شاء الله يعني ان شاء الله الحاجه الواحد كلها بنتمناها لبناتنا يعني نشوفها في اقباله في اخواته وزميلاته وكل السودانيين والسودانيات. دي الطريقه اللي كنت بشتغل بها انا زول. طبعا اخوان زي ما قلت لكم مالتي بوتنشالايت معناها مالتي تاسكر، بكون شغال في 3-4 اجهزه في نفس الوقت، وما عندي مشكله الكلام ده يعني ما بزهق منه بكل شغف ولا كده، الحمد لله رب العالمين. يلا في كوريا في 2009 ده الكلام ده، انا بديت في تيد هنا ده في 2009 بديت تقريبا زي 100 فيديو، ابراهيم ذات كان جزء منها، خالد الشبيع كان جزء منها، هاشم بن عوف من جامعه كولومبيا الوقت ده في امريكا كان برضه بيترجم معنا في تيد.
في مؤتمر كان اسمه فيتات اللي هو Frontiers of Information Technology، رواد البحث العلمي تقريبا، وده بيتنظم في كوريا. فأنا وإبراهيم ديل كل واحد عنده ورقة علمية براها منفصلة، أخذنا جائزة أفضل ورقة علمية. وأنا أتذكره، بس أنا بتذكر الشباب بس، أنا زوري تخرجت بمقبول، بكرر الكلام ده مرة تانية، ما كيصدرنا كنت تخرجت بمقبول دي ما عنده علاقة بأنك كنت تعمل في المستقبل شنو. المستقبل ده حقك، ده إرادتك أنت، أنت ده تعمل فيه شنو. ما بتحدد لك المؤسسات، ما بتحدد لك قوانين التعليم العالي. في مليون ألف حتة، وفي كمية من الناس العظم والباحثين والعلماء والبتاع. أينشتاين كان شغال في مكتب بوسطة بيكتب ما بزول بيشتغل به والشغلة وإلى آخره، وناس كتار جدا جدا بيحصل لهم ريجكشن بيه مرة ومرتين وثلاثة. أنت داير شنو؟ ركز، أنت داير شنو يا مواطن؟ أنا شخصيا كنت داير البحث العلمي، داير أبحث ودار أفتش. فلما لقيت الجزئية اللي أنا عندي فيها انترست، هي الشغل بتاع الداتا مايننج، الداتا أناليتكس، والانفورميشن سيكيورتي والبرايفسي، التقاطع ده اللي كنت شغال فيه بحث علمي، عملت ورقة عن القصة البروبلم اللي احنا بنقول لها الباك جراوند نوليدج، انك كيف تطابق معرفتك انت السابقة المسبقة عن الزول، وانها لو قامت حصل لها جويننج مع داتا سيت. فالورقة دي يعني كانت ورقة كويسة، ويا الدكتورة بتاعتي كلها كانت في الموضوع ده يعني. فلما اخذنا الورقة العلمية، ابراهيم وخالد الشفيع ومكي عكاشة ومحمد عيسى، كان عندنا مجموعة بحثية داخل بتاع السودانيين، داخل اللي هو المختبر بتاع الكوريين ككل يعني. بنعمل سيمينارات، كل زول بيجي يقدم، ننتقد الورقة ونتكلم ونتبادل الحاجات. فبدأ النقاش انه يا اخي وين الباحثين السودانيين؟ وين البحوث بتاعتهم؟ الكلام ده في كان في اكتوبر 2009. النقاش ده يعني واصل مجرب كده. وفي ديسمبر 2028 2009، دي كان بداية مجموعة الباحثين السودانيين في الفيسبوك. احنا ما احنا نستعمل كمبيوتر صغير، كان ممكن نعمل ويب سايت. لكن الفكرة بتاعت فيسبوك دي كان الأهمية بتاعتها بتجي من وين؟ بتجي من انه والله احنا ناس سوشيال وكلنا موجودين في الفيسبوك. فيا اخي كده الويب سايت اللي كده جربناه في working.com والاسماء موجود نو لونجر. ايه رايكم نحاول ابروش ثاني اللي هو الابروش بتاع الفيسبوك؟ والحمد لله انه نجح يعني، لسه مشت تماما يعني. نهاية السنة ديك يعني البحث السوداني عمل الفيسبوك وكده وخلاص يعني، بقينا موجودين في المجموعة. في نهاية السنة قام ناس تيد رسلوا لي رسالة، قالوا لي يا أخي أنا داير نكرمك في كاليفورنيا، في بالم سبرينجز كاليفورنيا. وديك على أول مرة أمشي أمريكا، كنت فرحان مبسوطة، ورجعت منشوراتي في الفترة ديك في 2010 دي في فيسبوك، يا زور الله مبسوط بسطة، كنت شابك لك الناس كل يوم بكتب لي ستيتس كده أمريكا بيبي. الله يذكرك كويس يعني، كان عجباني جدا المسألة دي. ومشيت أكتف، وهناك احتكيت بناس عظام جدا جدا، لقيت ناس خطيرين، لقيت ناس شغالين في الجينوم بروجكت، ولقيت ناس شغالين من مايكروسوفت وجوجل وبتاع. نحن ادونا هدية النكسس 1، أول جهاز أندرويد طلعته جوجل، ولقينا ناس سيرجي براين ذات ومبتعزون تدى عالم بيل جيتس، وما قصة أصلا ما طبيعية يعني. تكون قاعد كده أنت شفت تكون شكلك زي البوكيمون وسط الناس دي، أنت ما عارف أنت واصل منه أي زول تهبش جنبك يعني. أنا أول مرة أعرف إنه الجيم الفيديو جيم في ناس تعمل فيه دكتورة اليوم الوقت ذاك في 2010، وبعد ذاك إنه جواه في مزادات في أوكشنز داخل الفيديو جيم أوكشن، وفي ناس بيجيبوا صف من هنا ده مثلا لحد 3-4 كيلومتر عشان يدفعوا سبسكريبشن يستعيد بيه الكاركتر بتاعه والمات جوه الجيم. الكلام ده كله كان في الوقت ذاك يعني. فكوني جاي بس من خلفيه، كنت تقريبا من اوائل السودانيين اللي مشوا مؤتمر تيد. قبلي كان بس في مانويل جال اللي هو بقى جنوب سوداني بعد الانفصال. فلما مشيت هناك كان عندي انتراكشنز كثيره مع الناس يعني تعرفت على كميه بتاعت ناس. ولما طلعت في المسرح قالوا لي يا اخي قول لك كلمه ولا كده، قلت لهم والله انا بحبكم جميعا يعني. فدي القصه بتاعت الحب دي يا اخواننا مهمه. هسه شفت القلوب كميه لما كان كلكم بتقولوا مداخلاتكم دي مهمه جدا، لان اتس اول اباوت لاف. انا بحب بلدي، بحب مجتمعي، ونفسي انه اديه افضل ما عندي. ومجتمعي ده انا عارف انه مجتمع فاضل كويس وبتاع، بس محتاج شويه حياه في السلوك، تريننج، تكنيكال سكيلز، بنعبر ما في كلام. فوصلت لهم الاحساس ده، فبقيت جزء من الاسره يعني. انت جيتم وهم شايفين الخلفيه بتاعت خير اخوان الوقت ذاك السودان، اي امريكي بيكتب السودان بيجي منه والله الدوله دي راعيه للارهاب. بس انت جاي في ده فاهمني يعني كيف بيكون في. لكن لما تقدر تخلق تواصل انت بينك وبين الناس الثانيين، دي المترجمين، دي العائله الاول، العائله انا انضميت لها،
في تيد هي التعليم. يا اخوانا في فرق بين تيد وتيدكس. تيدكس دي زي ما يقولوا كده الطفل الصغيروني، الكبير تيد، تيد ده المعلم الكبير. فده المترجمي تيد المتطوعين من كل البلاد، بنترجم ل 116 لغه مختلفه. نحن 26,000 مترجم متطوع. فكنت يعني سعيد جدا بانه انا اكون والله يا اخي اكثر زول اتطوعته وترجمته، يعني اكثر زول فيهم معروف. يعني لما يقول اخواننا تعالوا شوفوا المترجمين بيقول لك ده كان ور. كنت مبسوط. فاللقاء ده اللي عملوه معي ده بالمناسبه انا ذكرت فيه السودان 16 مره، امشي اذكروها، لانه كتاب اللقاء كان مكتوب ما مقروء. وانا زول اوير جدا باسرار المحتوى السوداني على الانترنت. انا عملت amarking.com عشان اخد الصحافه السودانيه. الان عملوا معي لقاء ما خدت السودان. انا لما يقول لي من وين بقول لهم من بورت سودان، ما بقول لهم من السودان. عشان شنو؟ بورت سودان في السودان كده، ده في السودان مرتين. فكنت اوير دائما بانه اخدت السودان ده مرتبط بحاجه ايجابيه. دي حاجه مهمه والناس اخدتها ببالها. اخواننا ما تتشكوا في السوشيال ميديا، الكهرباء قاطعه، الناس كلها عندها مشاكل، امريكا قاعده تتحرك فيها الغابات، اليابان يتسرى في المفاعل النووي، يتكلموا عن بلدكم بايجابيه برضو. يعني ما خلاص دي ما مشاكل مؤقته ما الى الابد. يعني المهم المترجمين دي لنا سعيد جدا جدا انه كنت يعني دائما بكون الاول في النشاط في الترجمه، ودائما عندي علاقات ممتازه معهم. يعني اللقاء ده بالمناسبه الترجمه ل 16 لغه، ده بمبادره مني بعد ما عملوا معي اللقاء. قلت للناس، قلت لهم اخواننا ايه رايكم كل زول عملوا معي لقاء يترجم للثاني بلغته؟ وفعلا بقى اي لقاء بيطلع الناس بتترجم 16 17 لغه، يعني حسب انت وعلاقتك مع الناس كيف. فناس سيدكس يون عزموني، وناس يون سيف. طبعا اللقاء ده برضه مهم جدا جدا، اللقاء ده خلاني مشهور على مستوى تيد اكس في العالم كله. ولما مشيت تيد اكتف في امريكا في 2000 فبراير 2010، في الوقت ده بقيت معروف للناس، وبقى يحق لي انه انا اخذ رخصه بتاع تيد اكس اللي هو المبادره الجديده لتيد. فتكلمت في تيدك سيول وانت لابس الجلابيه والعمه في ديسمبر 2010. كنت خلاص يعني على اعتاب التخرج، وقلت للبروفيسور قلت يا اخي راجع السودان، انا ما بقعد استنى حفل التخرج في فبراير 2011، انا دا ارجع السودان. وما كان فاهم القصص، انا كان عندي معرفه في الموضوع ده، حاجه كده قد تكون عبيطه لكن انا بالنسبه لي حاجه كبيره. انا ما كنت دار اكون برا السودان وقت ما يحصل الاستفتاء على انفصال جنوب السودان واللقاعات. الحاجه دي كان مهمه بالنسبه لي لسبب او لاخر. فقمت يهود اخر يوم لي في البروتري، اول يوم وريتكم رافع الورقه، وده اخر يوم لي. والكوريين دي الناس محترمين جدا، والبروفيسور ده ابوي وحبيبي وصديقي، يعني زول ما حقدر انه فيه حقه لانه 7 سنوات واشرف عليه الماجستير والدكتوراه بروفيسور كونو ريو، الله يديه الصحه والعافيه. فقمت اهديت نسخه من رساله الدكتوراه بتاعتي لوطني السودان. لو لاحظت هنا الخريطه كامله، وده السفير اسمه عبد العال كان سفير السودان في سيول الوقت ده. تذكروا السفاره دي يا اخواننا قبل سنتين بالضبط كان اشتكت الخارجيه الكوريه عشان يفيدوني من الجامعه. لكن انا بعاين لحاجه اكبر، يعني الصوره دي لو خدتها يقول لك يا اخي والله زود بتاع سفاره وكيزان، انا ده كان ده الهدف بتاعي في الوقت. فعملت البتاع النسخه دي، سبحان الله قام السفير من هنا كتب بها خطاب ورسله السودان. لما مشيت السودان لقيت النسخه بتاع الدكتوره قاعده مع البروفيسور عز الدين محمد عثمان وناس دكتور يحيى عبد الله وبتاع، انه وصلتهم اول سوداني يخلص الدكتوراه في كمبيوتر ساينس من كوريا الجنوبيه. كوريا الناس اللي بعينوا لا كده، ده زول هم جايكم، ده تشوفوا التجربه الكوريه هم الزول ده، ده تتعلموا هم الزول ده، طبعا زول اشتغل بينهم ليش. لكن لما مركت من كوريا كان ده المستوى بتاع الابحاث بتاع كوريا. يا اخواننا ده نقل بيانات عبري انا ذاتي، يعني اليد اليمين قاعده في حته واليد الشمال في حته، وانا الميديوم اللي بوصل البيانات، يعني في كميه بتاعت جيجا بايتس مرت من A to B عبري انا. ده المستوى بتاع الابحاث الكوريه اللي خليتها انا يعني ورا. قدروا يا اخوانا واحط الصوره يزور يقول لي يا اخي بدي رجيله سمحه، ويا ابن حلال ركز في العلم انت جننتونا جدا. المهم برضو احنا من النتوركس اللي عملناها مع ناس سامسونج الكترونكس. يا اخوانا ديل الشباب المهندسين بتوع سامسونج الكترونكس، يعني لسه الشباب يقول لك شو والله ده شغال في دال، وده شغال في التصنيع الحربي، وده ما عارف شنو. دي اكبر شركه بتاعت الكترونيات في العالم كوريا، الشركه الدوله نمره واحد تعمل سيمي كوندكترز، نمره واحد في العالم كله. ديل الشباب اللي قاعدين اون توب اوف الشركه دي، وبيعملوا في تيدك سامسونج. يعني انا معي في اصحابي في الفيسبوك الهيد بتاع الانوفيشن في شركه سامسونج، ده من الناس الاصدقاء اللي لقيتهم عبر تيدك سيول. فالناس يعني تدي حاجه عجيبه خلاص، وانا نفسي انه الناس تستفيد منها وتتعلم منها. لكن يا اخوانا ما تنميه بشريه، ما كلام بتاع يا اخي والله بتقدر تلمس الشمس وتقدر تنط من المريخ، لا، هارد كور ساينس
بحث علمي حقيقي. الزول يمشي يدخل يدينه في الوحل ويجي راجع بنتائج ويجي يحكيها للناس في شكل بتاع يعني حاجه انسبيريشن وليس العكس. كلنا ممكن نصرف كلام فارغ انه والله خليك نفسك وفولو يور باشن وبتاع، لكن هل انت عامل الكلام ده بنفسك؟ ممكن تقول لا يا اخي انت والله ممكن تستغل من شغلك وتمشي تبقى رائد اعمال وانت نفسك ما عاملك الضبط ما تفكر فيني يا زول. رجعت السودان، رجعت السودان يوم 7 يناير 2011 الكلام ده التخرج بتاعي كان باقي له شهر لكن رجعت السودان. لا يوم 9 كان الاستفتاء بتاع الانفصال بتاع جنوب السودان. وانا اخوانا من الناس اللي تاثرت جدا بوفاه المناضل جون جرن. انا لا حركه شعبيه ولا عندي اي حزب سياسي. مش كده وبس، انا ممكن اكون يعني قيل ادب ومد لساني واقول انه والله انا اصلا ما مقتنع بانه في حزب سوداني في السودان. ما في حزب سياسي. الناس دي ما عارفه الحزب دي معناه شنو. هم بيعرفوا سلطه، بيعرفوا يزوروا الكرسي كيف، لكن ما بيعرفوا معنى سياسي. اذا كان انا زول للمؤسسه الباحثين السودانيين وزول باحث وزول محب لخدمه بلد، لا 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 ما في زول واحد. جيت قال لي يا خصم تعال نعمل البوليسي دي كيف ولا نعمل البروسيجر دي كيف ولا ما في. بالعكس تمشي للمسؤول تساله تلقاه متمنع. يعني المهم في 2011 دخلت الجامعه الزعيم الازهري، الزعيم الازهري تبع التعليم العالي وجامعه حكوميه. انا زول متخرج اول مره برضو اعرف انه التعليم العالي بيقول لك انه لازم تكون في الفيرست ديجري في البكالوريوس بتاعك تكون متخرج بامتياز ولا جيد جدا عشان يستوعبوك عشان تشتغل استاذ مساعد. يا اخي انا زول عملت ماجستير بامتياز ودكتوره بامتياز في كوريا الجنوبيه. تقول لي يا اخي لا 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 انت كبير بالبكالوريوس كنت يا اخواني انت تثبتني تعمل لي فريزنج في زمن محدد انه انا بس والله الغلطه اللي عملتها زمان دي خلاص دي خلاص دي اللي حتقضى على حياتي. كانت كلام فارغ. ففي زول قام رسل السي في بتاعتي لناس الجامعه، وطبعا الجامعه فيها 4 خريجين من كوريا، 3 اللي هو عبد العال ودكتور نصر الدين ودكتوره معها. والله زول ده تخرج مع نفسي اساتذتكم دي من نفس الجامعات دي وبنفس المستوى بتاعه كده. فقالوا لي نعمل لك انترفيو. دخلنا الانترفيو احنا 3 انفار، الاثنين الثانيين متخرجين من السودان دكتوره، واحد منهم امتياز والثاني تقريبا جيد جدا، وانا متخرج بمقبولي بتاع زمان ده. جينا قعدنا وريتهم الفاليو اللي انا ممكن اقدمها للجامعه. خليك منه ادرس الطلاب وطباشيره وبتاع، الجامعه كل كده ممكن اقدم فيها شو. فبروفيسور محمد سعيد الخليفه قام اختارني انا ده، وفعلا عينت استاذ مساعد في جامعه سعيد. عرفت انه الاجراء بيكتبوا زي خطاب كده بتاع استثناء للتعليم العالي، انه الزول ده والله يا اخي هو متخرج فعلا من الفيرست ديجري بتاعه بكالوريوس، لكن لانه والله عنده اكسترا اوردينري. والاكسترا اوردينري يا اخواننا ابيليتي دي شنو؟ خدمه المجتمع. الجامعه او مؤسسه التعليم العالي بتقدم 3 حاجات، ما بتقدم اكاديميات وشيتات وتدريس بس وفلان ده شاطر وقفل المساله وده، بتقدم بحث علمي وبتقدم خدمه مجتمع. الليله اخواننا بلقى لي جامعه بتدرس دراسات بيئيه والبيئه اللي حوالين الجامعه منتهيه، انا افتكر انه الجامعه دي بختها ما بمشي اخشها. القى لي جامعه فيها نسبه يعني الناس اللي حوالينا مرضانين وبتاعوا فيها كليه بتاع الطب، لكن هذه طبعا جامعه فرنسيه، لان الجامعه يفترض اول حاجه تخدم المجتمع بتاعها ده كجزء من حاجاته، وانت تصمم الكريكولم والتحليل بتاع البيئه الداخليه والخارجيه والاستراتيجيه، الكلام ده كله مرتبط بيه ده. ما ممكن تقول لي هنا. ففي 2012 قلت يا اخوانا نبدا حاجه اسمها حزب التعليم السوداني. كان عامل لنا حزب سياسي لدعم التعليم. حتى مشيت لبروفيسور حسن حاج علي، هو كان عميد الاقتصاد تقريبا جامعه الخرطوم، وانا بعرفه من كوريا الجنوبيه لانه جاء مبتعث هناك في للتدريس في جامعه اسمها هانكوك في الدراسات الاجنبيه. فقلت له خلينا نعمل حزب للتعليم السوداني. قال لي يا اخي النظريه بتاع العلوم السياسيه ما هي اسمها حزب للتعليم السوداني، التعليم ده حاجه خدميه. قلت له ما في حزب بتاع الخضر بتاع المانيا ده بتاع البيئه، ليه بس التعليم ما فيه؟ قلت له التعليم ده انا شايفه انه قضيه كل زول لكن ما في زول مسؤول منه. يعني ما في حزب سياسي قاعد بيشاكل ويضارب ويكابس عشان يصلح التعليم. انا داير الناس تكون فوكس بس في التعليم ده انه يتصلح تعليم يعني اساسي وعاليه. فالمهم الكلام طبعا بكل اسف ساقني انه ناس الجامعه رفضوني، زعيم الاسر رفضوني، خصوصا انه قمت مشيت لندن، مشيت ادنبرا شاركت في مؤتمر تيد، وبعد ذاك دعوني لمظاهره في لندن مع زينب مخير الله يديها العافيه وعمتنا حسب سيده، مشيت شاركت هناك ورفعت لك الشعارات بتاعتي وكده. جيت راجع ناس الجامعه كنت في لجنه الحوسبه في زعيم الازهري. الحوسبه دي مهمتها انه كل الناس تكون السي فيات بتاعتها في الويب سايت والويب سايت الرانك وما اعرف شنو، كنت مسؤول من الشغله دي. اجي بسكيت الاساس كله عشان يجيبوا لي السي فيات بتاعتهم نرفعها في الموقع
ويرسل لي التراسل بالايميل وما زال يرسل لي. الحاجه الوحيده في الزعيم اللي رسل استلمتها عبر الايميل كانت انها خدمتي بمناسبه. فكانت يعني جود جوك يعني انا برضه اي اندرستاند اي تيك جوكس. فقعدت اضحك يعني في انه شوف الايروني بتاعت اوكي دي حوصلتك ها هاك لي اتاشمنت الى اخره. في 2011 بدينا مؤتمر تيدكس وكان يعني فريق بتاع عمل متطوع رائع جدا جدا قدمنا الفكره والغناء للمجتمع السوداني والناس قبلتها. انا وديتوني فرصه اوريكم بس فيديو واحد اوريكم يا اخواننا كيف الزلمه يكون مركز في انه السودان خاتيه انت في بالك الناس بي بي الناس بيشتروا منك يعني انت لو بعت لهم بيشتروا منك بعت لهم انك بتحب بلدك بيشتروا منك تمام. كان الفكره في انه نحن بنحب بلدنا ترى اوريكم فيديو اسي اول مره نظهر نظهر في تيد في كاليفورنيا في المؤتمر الرئيسي نظهر من وين بس مباشر ما بين كاليفورنيا حيث ناس بيل جيتس والجور والناس اللي قاعدين ونحن في الخرطوم في السودان عاملين بس مباشر. الفيديو ده يا اخوانا يعني فيديو انا فخور به جدا جدا وسعيد بانه يعني الواحد قدر يعني ينقل السودان في جو ايجابي ونحن قاعدين جوا السودان مش برا السودان يعني ما محتاجين امكانيات كبيره ولا بتاع كنا احنا في ام تي ان و طيب اشغل لكم الفيديو ده. الفيديو ده يا اخوانا دي الزول اللي عمل التيد دوت كوم اسمها جون كوهن هي كانت الاكزكتيف دايركتور بتاع التيد تيد ميديا لان هي ميديا كمباني يعني في النهايه. We're hoping it works. We're going out now to a really special event that's being held in Khartoum, South Sudan. This is the first TEDx event that will be held in Sudan. They're actually planning for a full-fledged TEDx later this year in November. The TEDx organizer who's doing this is very close to our heart. His name is Anwar Dafa'ala. He has single-handedly translated more than 500 TED Talks into Arabic. And so let's go out to Anwar now. Anwar and everyone in Khartoum, we're thinking about you and with you. We so admire your courage and grace, and I just feel so energized just seeing you out there. So we'll keep in touch through the conference, and well done. We're so grateful for your work, and we're thinking of you and wishing you safety and good fortune through the conference. بعد اللي انتهى المؤتمر رسل لي واحد من الشباب السودانيين الشغال في الميديا يعني شركه هي اوت سورسنج للتيد نفسها الناس تيد المؤتمر بتاعهم يا اخواننا بيكلف البرودكشن 800000 دولار يعني قريب المليون دولار. رسل لي ايميل لقى الايميل بتاعي بطريقه ما قال لي دي لاول مره يعني هو شغال في البرودكشن بتاع تيد كاوت سورس لاول مره قال لي يذكر السودان في المنصه بتاع التيد دي بحاجه ايجابيه. أنا فخور جدا بالكلام ده وسعيد وحكرره كل مرة. لكن تخيلوا لو كان الكلام ده ملتبلايد بالعدد بتاعنا، كل زول فينا بيعمل حاجة بيكون فخور جدا جدا ويخلي السودان ده هو الظاهر وظاهر بصورة كويسة، كل واحد فينا لو عمل الحاجة دي أعتقد إنه الوضع بنقدر يتغير وما في سبب بيخلي ما يتغير يا إخوان. فديل الناس اللي كانوا متحدثين ديل الناس الحضور يعني الحضور تقريبا 1000 وشوية نفر وده فريق العمل طبعا أستاذ أحمد يوسف اللي هو مؤسس شركة حصاد ده زول عنده ضلع كبير جدا في نجاح مؤتمرات تيدكس في السودان. كذلك لو لاحظتوا انتوا قبل لو انا قاعد جنبي في زول لابس عمه في الفيديو ده دكتور اسامه عبد الوهاب محمد رئيس وبرضه زول انسترومنتال يعني ساعد كثير جدا جدا في توفير يعني مدينه افريقيا التكنولوجيه في وقتها لانه الناس تسوي ده فريق العمل عينه كله شباب.
فيهم ناس بالمناسبه بس تكونوا عارفينهم نجوم في السوشيال ميديا، ناس خطيرين جدا جدا، ناس هيد اوف سي اس ار، ناس بعرف هيد اوف اتش ار وغيره 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 في الشركات الكبيره، ومهندسين ومهندسات والى اخره. فده كان المؤتمر بتاع تيدكس الاول الانوجريشن في السودان. يعني انا سعيد جدا ولابس الدروب شايفني، انا فخور انه انا من شرق السودان، وبعد شويه اكون فخور من غرب السودان، وبعده من جنوب السودان، وبعده من شمال السودان، كلنا السودان. يعني ده اول مؤتمر شبابي لتيدكس في السودان. ده من الناس اللي كنت تعرفوهم مثلا ممكن تكون وفاء لامين، وكذلك ناظم سراج، وهنا ده برضو في الشاب الرايحه الشيماء، والليله كانت بتراسلني احتمال تلقى لها يعني اكسبتنس في جامعه اوكسفورد وحاجه زي دي. ده الفريق بتاع العمل، الاجتماعات بتاعته يعني مستمره بصوره، منهم استاذ حمدي صلاح الدين الاعلامي المعروف، وكثير. بالمناسبه الوقت ده كان متطوع معهم برضو احمد الريهيد اللي هو المراسل بتاع الجزيره، كان متطوع في فريق الميديا في الخرطوم. دير المتحدثين بتاعهم سنه 2012، وكان الشعار بتاعه بوزيتيف ثينكينج. والتيشيرت ده بالمناسبه من الوقت ده، يعني التيشيرت بتاع 2012 ده انا قاعد معاه لحد الوقت ده، وكل مره بلبسه وبمشي به، يعني حاجه كانت رائعه جدا. ده الفريق بتاع العمل كان في العطله الصداقه الرئاسيه، ويعني كان حاجه روعه جدا جدا، تعلمنا فيها كثير، فيها السباحه مثلا. في 2012 عزموني ناس تيد برضه سبونسر، مشيت المؤتمر بتاع تيد، وهناك داخل المؤتمر ذاته اللي هو اسبوع كان في برايفت ريسبشن عامله أليك سالمون اللي هو كان الوزير الاول بتاع اسكتلندا. وانا الزول ده اللي كان سايق القصه بتاع الانفصال، لكن بين السيف كمان تعاملت. الصوره دي يا اخواننا انا فخور بها جدا جدا، لانه كلها باحثين وناس خطيرين جدا. انا حوريكم زوله واحده بس بتكونوا بتعرفوها كلكم، انتوا بتعرفوها لكن بتعرفوا الحاجه اللي عملتها. الزول اللي قدام دي دافني كولر، جامعه استاذه في جامعه ستانفورد بتاعت ارتفيشال انتليجنس. دي الزول المؤسسه موقع كورسيرا اللي استخدمه كله، انا ذاتي بستخدمه واستفيد منه، عندي لابس اسود قدام دي. كل الناس دي الهيد اوف ناشونال جيوغرافيك، المدير الاوروبي بتاع تيد وغيره وغيره. فكونك تكون انت زي الشامه في النخره كده، الاسود الوحيد، المسلم الوحيد، السوداني الوحيد، دي حاجه تخليك فخور، وكلكم انتم بتكون عندكم حاجه بتعملوها. طلعوا الحياه السمحه يا اخوان، انشروا الايجابيه. ده هو لما مشيت المؤتمر بتاع المظاهره قدام السفاره في لندن، وجيت راجع بلوني لقى الكيزان طوالي، قال لي انت بتعمل حزب التعليم حلو، امشي يلا مع السلامه. مشيت بعد جاردن سيتي، بروفيسور حمد الامين التوم الوزير التعليم السابق كان هو العميد بتاع الكليه، كان فتش رئيس قسم. غاده كدوده كان بتدرس هناك، وغاده طبعا كان من المتحدثات بتاع تيدكس 2011، فدعتني انه انا اكون اخش معاهم، فدخلت فعلا معاهم بقيت رئيس القسم بتاع الاي تي في جاردن سيتي. ودي علاقتي مع طلابي اخوانا دائما شكلها كده، قاعد معاهم بسمع منهم بتاع. عندنا زور كان بتلعب جيتار بتاع الكابتن طيار اللي هو عبد الجبار، صديق عبد الجبار. فدي كان عندهم بروفه جاردن سيتي من الكليات اللي فيها ملتي ميديا، معظم الناس بتوع الاذاعه والعلاقات العامه والبتاع بيتخرجوا منها. فلما تجي عندها بروفه في الحصه ذاتها بقول لهم اخواننا الليله بنتنا تقوم تلعب لنا جيتار، يعني فخلي الجو شكله مختلف. يبقى حياتي اتعلمناها برا يا اخواننا، ليه الزول يعيش برا مع البنات والاولاد والامور كلها طيبه لما نجي يكون فقر ونقر على بنات واولاد السودان؟ ليه؟ أجلوا معكم السعادة والحياة الجميلة اللي يستحقوا أبنائنا وبناتنا ديل يكونوا مبسوطين وسعيدين وكذا. أنا شخصيا نسمع الناس ما بقول لطلابين هين قول لي دكتور نور قول لي نور ساي، أرفعوا أي حاجز بخلي التواصل بيناتنا مستحيل، لأنه مهم جدا إنه تثق فيني وتحبني عشان تقدر تاخذ مني، مش كده؟ كلنا الأستاذ الكبير قلت لكم في كمبيوتر مان ده كان خليت لي الجامعة ساعتها، يعني كان ممكن أكون خريج كمبيوتر مان، لكن لأنه فقر ما حبيته، ما حبيت الطريقة بتاعته، أنا ما ركبت من الجامعة ككل يعني. فيا اخي النكست اينشتاين ممكن يكون بيننا ده، خلونا نحافظ عليه ونرعاه ونحبه ونوصل له الحياه الايجابيه عشان يمشي لقدام. في 2012 برضو عملنا مؤتمر بتاع شباب ثاني، وشباب رائعين ومبدعين مبدعين والله يا اخواننا تحتاج، كان في السلام روتانا وكان جميل جدا جدا. ده الفريق بتاع العمل شباب، ده علي منتصر في اليو ان دي بي من الناس الرواد يعني، الكلام ده في سليمان حسين. كل الشباب ديل إيمان جودة ديل ومعاه هالة وشامة ديل الأسي ناس جمعية الاقتصاديات السودانيات، يعني شباب كلهم مبدعين ما شاء الله، تعلمت منهم كثير جدا. عملنا برضو تيد لايف كان في برج الهلال قومية الاتصالات. كل الحياة دي بصهر فيها أنا ده في الفور فرونت، لكن في ناس كتير جدا بيعملوها معي. أعتقد أنه البركه بتجي في ربنا بدينا زمن بدينا بتاع، لانه زول ما شغال فول تايم استاذ في الجامعه ونفسه كده عنده اسره تيبي جاي وعندي
شغل بتاع كونسلتنسي والشغل ده تطوعي، كله ده كله تطوعي. 2013 عملنا اول ورشه بتاع العمل في السودان للباحثين السودانيين، يعني اخذت من 2009 نقول 2010 ثلاث سنوات عشان نبدا اول نشاط. اول نشاط ده قلنا عشان ما نقول للناس الثانيين تعالوا عملوا حاجه، قلنا نوري يعني احنا ساعتنا. اي زول دكتور شايل لك دال، الدال دي عملتها في شنو؟ انت ساهمت في شنو؟ فعملنا ورشه عمل اسمها تيل اس اباوت يور بي اتش دي. كل زول عنده دكتوراه يا اخوانا مدعو لانه يوري الناس الدكتوراه بتاعته في شنو. انا ده قدمت الدكتوراه بتاعتي كان في شنو، وكذلك دكتور امير غناوه ودكتور منو ثاني، اربعه كنا ولا خمسه. فهنا ده كانت في جامعه السودان، وكثر خيرهم الشباب رتبوا الموضوع ده. ثاني ورشه بتاع عمل كيف تكتب ورقه علميه وتنشرها برضه كانت في مديريه قوميه الاتصالات، ده حسن حمدون كاحد من المشرفين، ده حسام النصري زول بتاع استراتيجي الخطير، دكتور نازك نور الهدى، وده عمرو كمبال. يعني كل واحد قدم، وده نور الهدى بتاع دار عزه للنشر. جينا قلنا يا اخوان ورينا زاد دار النشر اللي قاعد تقبل الحياه كيف وتنشرها كيف. كانت ورشه محضوره 350 نفر، كانت ممتازه جدا جدا في 2013 الكلام ده في شهر مارس. في شهر مايو كان عندنا تيدكس خرطوم، ويا اخواننا كل الحياه بتمشي مع بعض، يعني انا بكون شغال مع ديل ومع ديل ومع ديل ومع ديل ومع ديل، وربنا يبارك في الزمن. ما هي تنيتك كويسه يعني، ربنا يبارك. كان في سلام روتانا وديل كان المتحدثين، منهم بروفيسور علامه النور كان متحدث. انا اديكم بس متحدثه واحده ثانيه اتسلط عليها الضوء، دي نور السيوطي. نور السيوطي دي من ابناء المايقوما، يعني اتولدت عاينت كده في الدنيا، كانت نفسها بيت من بنات المايقوما، لحد ما تخرجت من المايقوما وتخرجت من الجامعه وتزوجت وجابت اولاد، وجات هي ذاتها قام تبنت ابناء من ابناء المايقوما. فالمنظمه بتاعتها اللي اسمها شمعة دي منظمه رائعه جدا. انا ادعيكم جميعا يا اخوان انكم لو عندكم مساهمه تساهموها معاه والى اخره. دي الناس مساهم، دي الشباب اللي كان عملوا برنامج ريحه البن وغيره وغيره. لكن في زولين كده ممكن نصل على الضوء اكثر، ده الاب الروحي للبرمجيات مفتوحه المصدر في العالم، اسمه جون هول في العالم مش في السودان. انا لقيته في مؤتمر تيدكس برلين الاثنين متحدثين، وقلت له اسمع ما تجينا السودان وتساعدنا وكده، وقال لي جدا قدام. وجا السودان، الامريكي الابيض العام زي بابا نويل من نيو هامشير جانا السودان. خير اللي حصل شنو يا اخوان؟ ده الفريق بتاع العمل، الله يديهم العافيه، احبهم جميعا، يعني حسن الاسماعيل، يعني كميه بتاع الشباب وشابات رائعين جدا جدا جدا. يعني ده ابراهيم مرسال غالبا حياخد اوسكار، زول مبدع جدا، زول ما شاء الله في الميديا وغيره وغيره. فريق العمل ده معاز داقي جيرس يا اخوان، الناس اللي بيتابعوه في اليوتيوب، يعني شباب ممتازين. الطيب عبد السلام ده، الطيب ده ما اخذ جائزه الطيب صالح، يعني شباب رائعين جدا جدا. ناس الان جه قفوا لنا المؤتمر يا اخوان، احنا عازمين ضيوف من 6 قارات مختلفه و6 شهور بتاع بلاننج وتعب وبتاع، جه قفوا لنا. يعني كان نفسي انه سي ان ان صار فيها بانه نجاح ساحق لتيدكس خرطوم والاختراعات والابداعات السودانيه. نقول نظن صار في سي ان ان بتاع انه عينه جفان الدوله الطمعيه الكريهه اللي ما بتدعم الشباب ولا بتدعم الابداع ولا بتاع. قفلوا الله يقفل نفسهم. في اغسطس السنه دي زاد كان في نفير، وكنا شاركنا في نفير كجزء منها وقدمنا يعني كثير. في سبتمبر كان في المظاهرات، طلعنا المظاهرات وبتاع. في المظاهرات يا اخوان انا عندي ضيق في الشعب الهوائيه، خنقت بالبومبان دي واحده، لكن من ناحيه ثانيه كان اول مره اشرب بومبان يا اخوان بالكثافه دي، يعني تشموا بدا لكن كان ثقيل. ف يعني الوقت ده خلاص انا ضقته، تخيلوا زي ما يقولوا طبقوا لي الحنه، بيجاي تيدكس وبيجاي خنقت دار اموت وبتاع. في اكتوبر كنت معزوم لمؤتمر في امريكا بتاع تيدكس ميد اتلانتيك، وكنت الوقت ذاك يعني دي الهايلايت في الميديا انه افضل مترجم وغيره وغيره. فمشيت في واشنطن دي سي، تكلمت عن الكلام ده، تكلمت عن المؤتمر بتاعنا وعن الشباب السوداني كيف انه مظلوم وغيره وغيره. دي من المنظمه اسمها موفين سودان، شباب كده سودانيين امريكان، شاركت معاهم ووريتهم انه يعني ممكن نشتغل مع بعض وغيره. مشيت زي ما يقولوا مظاهره، دي اقدم مظاهره قدام البيت الابيض سنه 81 بالمناسبه، مناهضه للاسلحه النوويه ومناهضه لغيره. مشيت شاركت مع ناس فريدم هاوس، دي اكبر منظمه بتاعت حقوق الانسان وعندها اندكس، يعني وريتهم اثر العقوبات الامريكيه على السودان وكده، هم عارفين طبعا. مشيت البيت الابيض برضو عبر واحده كده شغاله في الخارجيه وزميله ما عارف شنو بتاع، شاركت في بانل برضو شرحت العقوبات الامريكيه. ودي كلها يا اخواننا ما كنت محتاج زول يخليني امثل، يعني
يعني ما في زول بيقول لي يا اخي الحزب شنو قال لك امشي ولا منظمه شنو، انا بمشي براي ده الكارد بتاعي ده الكريت انور فتح الرحمن عبد الله بي اتش دي تيدكس خرطوم، بمشي بقدم الكريت ده واقول انه والله اقدر اشارك معاكم ولا كده ولا عبر النتورك يعني وبشارك عادي يعني ما في مشكله. الحاجات دي موجوده في اليوتيوب وغيره دي في الكونغرس في عندهم الكوميتي اون فورين افيرز، مشيت طلبت مقابله عادله وانا اقدر اقابل الناس المزورين من ملف السودان ده والعقوبات وغيره. ففعلا قال لي تعال ومشيت قابلتهم ووثقت الكلام ده والكلام ده موجود في الريجستري بتاعه مش الكونغرس ده مشينا خشينا. مشيت جامعة هارفارد لقيت بروفيسور ديفيد كينج وعرض علي في وقتها فيلوشيب في الكار سنتر بتاع الهيومن رايتس ده الحته اللي اتخرج منها عمر قمر الدين، وكذلك في جامعة ييل شاركت في مؤتمر مع بروفيسور أليكس ديوال اللي هو مؤسس ورئيس مؤسس السلام العالمي. ديل من الشباب اللي لقيتهم لغمان ونصر الدين الوقت ذاك الاثنين في فيرجينيا. انا قاعد على الصوره طبعا الصوره كانت في بيتنا استاذه هاله كمال. دي هنا برضو بانل مامون وتشولفاب ده شغال في الكونغرس شغال مع واحد من الريببليكانز، ودي بتاعت نيو امريكا فاونديشن مع شباب بتوع موفين فورورد نظمنا برضو بانل عن العقوبات الامريكيه. طبعا في ناس كانوا في البانل دي ذاتها ضد انه العقوبات تترفع من السودان، انا كان يعني في بالي انها تترفع من السودان. ده في جامعه ييل. في جامعة ييل بعد الورشة بتاعت العمل دي كان اسمها البيس واليوث الشباب والصحة في أفريقيا، بعد عرض علي أنه أدرس كورس عن السيكوريتي والشباب في أفريقيا، لكن ده كله طبعاً أنا خليته ورجعت السودان. لكن من الحياة الظريفة برضو كان أول مرة أطير، يعني بتعرفوا تطيروا بالمناسبة دي اسمها الفلاين تريبيز بتمشي وتتدرب وبتاع. يلا الصورة عندها أنجلز مختلفة، أنا الصورة اللي بعرضها للناس هي الصورة على اليمين دائما بتاعت أنا طاير دي، لكن ما بعرض لهم هنا ده وشكلي مشنقل كده ولا بعرض في البداية لما أنت بلزق بورا يعني شكلها جميل كيف. الشاهد في الموضوع أنا من الناس اللي برضه يعني بحب الخطاب الجماهيرية، يا إخوانا ما كعب إنك تحب حاجة تكون باشنت أباوت يعني، يعني تكون أنت السنتر أوف الأتنشن بتاع الحاجات يعني، تكون أتنشن سيكر. المشكلة شنو؟ ذيس إز مي بي يور سيلف، أنت بتحب شنو يا فلان يعني. انا في الحياه البكره دائما عند الشباب يا شباب احكم نتعشى في زول داري ياكل انا اعمل له اكل كلهم لا والله ما داري ماذا تجيب لك كلهم ياكلوا لك يا يقول الحياه الدايره انا والله جعان وداير بيض اعمل لك بيض انا جعان وداير كده، لكن حكايتين والله كل واحد ما داير. انا بحب الخطابه الجماهيريه فشاركت في يعني 7 مؤتمرات تيدكس اتكلمت فيها حول العالم، اتكلمت في تيد نفسه زي مرتين ولا 3 مرات. وطبعا المحاضرات دي انا ارجع السودان الليله دي انا بكره بكون عامل لي محاضره في الجامعه لانه بشوف انه والله في حاجات ممكن اقدمها. يا اخوان انا ترجمت تطوعيا 1600 محاضره من تيد، 1600 محاضره كل محاضره منها لزول عالم وصل التوب الكاتنج ايج بتاع الناي بتاعه، ممكن احكيكم في 1600 موضوع مختلف. شنو المشكله يعني تيدكس برلين ده في تيد جلوبال يا اخوانا في ادنبرا المسرح ده الواقف فيه انا اسف ده المسرح اللي وقف فيه تشارلز داروين وور النتائج بتاعته الفواياج بتاعته. هنا ده ديل سيشن اسمها تيد يونيفرسيتي. التيد يونيفرسيتي دي بيجوها الناس بتوعها يعني دي زول المسؤولة من هارفارد بيزنس ريفيو، ودي الزولة دي المسؤولة من اليوزر اكسبيرينس في شركة فيسبوك ككل يعني شفتوا كيف، وده أفضل خبير بتاع صوت في العالم بصلعة ده يعني ناس عظام. انا بعد ما الاقي الناس دي واعمل واتبادل معاهم البيزنس كارد بيكون دائما هدفي يا ربي من الطالب اللي حلقاه الباحثين السودانيين ممكن اربطه مع الزول ده. وفعلا في ناس ربطتهم يعني في زول دار ماجستير في امريكا ما اعرف شنو، وفي زول ثاني هي عندها ريسيرش جراند ربطت ناس يعني في ناس لقوا ومشوا كانوا في الوقت المناسب يعني. ده هو بعد قفل تيدكس خرطوم ودي كان عن انوفيشن في افريقيا بانل. ده هنا برضه كان مؤتمر عزموا له في الدوحه هنا ده مع شوف عزم بوشارة سعد الدين العسفاري ده حاليا رئيس وزراء اسمه نودا المغرب وجاسم سلطان وغيره 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 من الناس. يعني اي حاجه انا من الحاجه اللي بقول للناس يعزموك ما تقول لا امشي قدم. ده تيدكس خرطوم 2015 وهذول الاصدقاء الشباب كلهم ديل كلهم منظمين يعني برضو من الحاجات اللي عملناها اخواننا الجميله انه بعد ما نظمنا يعني احنا ما قمنا زي ما يقولوا حرقنا المراكب ولا قفلنا الباب ورانا، احنا عملنا ورش عمل توري الشباب كيف ينظموا مؤتمر تيدكس براون وكنا بنعمل لهم ريكومنديشن لو في زول قدم لرخصه. في 2015 طبعا رجعت مشيت السعوديه كنت فلست صراحه فلست فلست جدا.
طيب في فرصه كان بتاعت تدريس في عبد الملك فيصل. لما بديت في كوريا الجنوبيه عملت الفيديوهات دي انتقد فيها الحكومه. الاخ نزار ده اللي هو صديق جدا بس حبيب الظاهر قام كتب له تعليق كده بيسيئني في اليوتيوب. انا ما ركزت معه لانه كان كميه التعليقات والجدال الالكتروني بيشتم اصلا ما طبيعي، كل فيديو انزله في اليوتيوب بيردموني لك. فنزار ده قام طلب صداقه في الفيسبوك، قمت اضيفته. لما اضيفته قام يتعرف عليه، يعني وصلته الفكره بتاعت انه انزل بحب البلد وبتكلم من دافع غيره ومحبه. انا ما زول مرتزق ولا دافع لي قروش ولا كده. فقام في يوم راس السنه بتاع 2008 2009 نزار ده مش عمل عمره وهبى لوالدتي الله يرحمها، قال لها انا وين شافك انت بتحب والدتك وتتكلم عنها دائما في الفيسبوك وبتاع. انا دي هديتي لها. فعمل عمره وهبى لوالدتي الله يرحمها. لما مشيت السعوديه في 2015 جيت لنزار ده وهو اول زول من اوائل الناس اللي لقيته هو معاز الله يديمه الصحه والعافيه مع ساكاشا. قلت له نمشي العمره سوا، مشينا العمره بعد ده قلت له اسمع نواصل في السنه بتاعتك اللي بتعمل ايه انت دي؟ بتاعت تعمل عمره وتوهبها لزول. يا اخوان الموضوع ده بقى انا عندي مربوط بالراتب، قدر ما تجيني الرساله دي من الجامعه ان والله تم ايداع الراتب في حسابك، انا بركب من الهافوف بجي مكه بقعد لي كم يوم بعمر وعمر لمنو منو منو منو. بعد شويه لما الشباب كتروا قمنا عملنا صفحه، قلنا اخوان اي زول يكتب اسم الزول الداير. بفضل الله تعالى عملنا عمر كثيره جدا جدا الحمد لله رب العالمين. الموضوع ده اتمنى واسال الله سبحانه وتعالى يكون مستمر لحد هسه، يعني من الشباب اللي انا اديتهم القصه دي لما مش السعوديه اللي هو خالد عثمان الفيل. تاخذوا ناس خير وكده حاولوا واصلوا القصه دي يعني. فجزاه الله خير، ده هو الملهم بتاع الموضوع نزار. في 2015 برضه دعوني ناس سلاح المهندسين للمحاضره ومشيت اتكلمت معهم. وهنا انا بدي اذكر نقطه، انا لما مشيت وقدمت المحاضره لسلاح المهندسين ونزلت الفيديو انتقدوني الناس السياسيين. لما ناس التعايش قريبات دي مشى وعمل محاضره لناس كليه القاده ولا شنو؟ يا سلام ووصل التعاون والبتاع ولا. فالكلام مهم جدا نعرف انه اخواننا، انت لما تكون ما عندك حزب زي ود الحرام. لما تكون عندك حزب يا سلام وبتاع تغلط يقول لك لا والله ما دي اول مره وهو قاصد وبتاع. فنحن عايشين في مجتمع فيه نفاق كبير جدا جدا، حتى الاطفال يقول لك شنو الاطفال تكون بتقطع تقول في كلام فارغ، يقول للاطفال امشي 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 هناك بعيد ابعد من كلام الناس الكبار. هل كلام الناس الكبار هو الكلام الغلط؟ دي حاجه انا ضدها تماما، وانا بتكلم بصوره مباشره ضد المجتمع وما عندي مشكله. في 2016 عزموني مؤتمر تيدكس في جدة وبرضه اتكلمت هناك. في 2017 يا اخواننا شاركت حبيبنا الدكتور عمر الامام ويلتحق بينا لاحقا ايمن السيد احمد المصباح. عمر عمل اول مساحه عمل مشتركه في السودان اللي هي اسمها السودان ستارت اب هاب، وايمن جاب عداك لحاجه ببزره وكان حته بتاعت احتضان. انا كان عندي عربيه في السودان بعتها ب 10,000 دولار وشلت الاستثمار ده، وكان تقديري في الوقت ده انه عمر الامام بدا حاجه عظيمه، لكن كان في شورتج في الفاينانس. لو ما في زول دعم ولا دخل معاه ولا لقى تمويل هيجيف. والحاجه دي مهمه لنا للشباب وكده. فكنت دخلت معاه في الاستثمار في 2017 الموضوع يعني وقف انتهى. لكن ما ندمان، يعني حاجه كان قدمت للشباب حياته. في 2017 برضه عملنا تيدكس في الدرمان وكان الاوبريشنز معظمها كان بيكون في السودان ستارت اب هاب. في ديسمبر 2019 هنا في تيدكس السد عملته في الدوحه هنا ده، وكان يعني تيدكس كويس لكن ما في تيدكس عنده طعم زي تيدكس في السودان يا اخوان. بتشوف انت قصص يعني صراحه جميله وحلوه وكده. لكن تيدكس السد كان اكبر تيدكس متنوع من حيث الجنسيات انظمه انا ده، في 40 جنسيه مختلفه يعني مقابلين في السودان هناك. في 2020 عزموني شباب ده اتكلم في تيدكس الدفنه واتكلمت تقريبا دي حتات كثيره يعني جامعات ومؤسسات وبتاع. بالمناسبه يا اخواننا سكايب دير كانوا سبونسر بالنسبه لي في رحله من الرحلات، ناس جامعه ييل اناندل هاي سكول دي في واشنطن دي سي، كنت اشتغلت مع شباب مشروع جامعه سيول وغيره 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 من الحتات اللي عملت فيها. في 2018 برضه يا اخواننا عملت خلاصات ال 40، انا زي بحب اشارك المعرفه، طلعت لي 24 فيديو اتكلمت في فيديو تقريبا زي 45 دقيقه عن تجارب وخلاصات انه المفروض الناس تعملها وكده، فيها مواضيع بتشوفوها ممكن تكون كونترافيرسال لبعض الناس. في 2018 برضه بديت حمله الامل ده رشح الرئاسه، هم الناس اللي بيبقوا رؤساء والنادي احسن مننا في شنو؟ زول مستقل ده يبقى رئيس والى اخره. فجات الثوره بتاعت ديسمبر وكنت من ضمن المشاركين فيها، يوم 6 يناير تم اعتقالنا في جهاز الامن، وكان اليوم ده موافق القصه بتاعت الوقفه الاحتياجيه بتاعت اساتذه جامعه الخرطوم، ودخلنا جوا وفي حاجه احكيها لاول مره ان بابليك عشان برضه نعرف يا اخواننا احنا كنا اساتذه كلنا
وتم يعني فك جزء وجزء ثاني قعد في جهاز الامن. دي كانت حاجه ما ظريفه ما في، لانه كنا بنعرف بعض يعني. المهم دي الا مع ابنائي بوري فيهم ما هو ميثاق الحريه والتغيير، الكلام ده في ميدان الاعتصام، وريت نازل لو كان بس يا ناس الحريه والتغيير بس التزمتوا لنا بالحريه والميثاق بس ما تعملوا اي اكثر منه. دي الشباب الرائعين جدا في ميدان الاعتصام، يعني احنا في ميدان الاعتصام طلعنا 112 محاضره. انا تعهدت بانه المنصه بتاع الباحثين السودانيين تكون هي الحته اللي بتبث الوعي في الباحثين السودانيين. ولو رجعتوا انتوا هسه حتلاقوا محاضرات عن التاريخ ورياده الاعمال، وحتلقوا عن الاقتصاد وعن الصحه، وكان عندنا عياده توعيه صحيه يوميه، كان عندنا ما تدريب بتاع خطابه جماهيريه يوميه، كان عندنا محاضرات مختلفه في اقتصاد المعرفه وغيره وغيره وغيره. 112 فيديو طلعوا من المنصه دي لحد ما غدرونا طبعا. يعني غدرنا احنا يوم 3/6/2019 يعني بصوره ممكن تكرهك في البلد، ممكن تكرهك في الناس، ممكن تكرهك في العسكر، لكن احنا ما بنكره بلدنا. يعني احنا مصرين انه نقدم مبادرات وكذا. 2020 بديت المبادره بتاع الزواج، انا افتكر انه والله وي كان ري ثينك الزواج والطريقه الناس يتلاقى بها وتتفاهم بها وكذا. دي خدمه مدفوعه الاجر، لكنها يعني التصميم بتاعها هي سوشيال ريسبونسبيلتي، انه والله احنا من تجاربنا الشخصيه ومن الريسيرش بتاعنا هنا عرفنا انه والله ممكن نقدم للشباب خدمه بتاعت ماتش، انه يلاقوا بعض. وكتر خير الدكتورة منى عبد العزيز متطوعة معانا في انه تشتغل، وبنبني لنا في ابلكيشن وكذا، وفي شباب بس بيتقدموا، وان شاء الله في يوم من الايام تكون منصه الزواج هي المنصه النمره واحد زي الباحثين السودانيين، المنصه النمره واحد لتقديم خدمات الزواج وغيره. في مبادرات ومشروعات انا كان اتمنى لو قدرت اعملها في السودان، في مبادرة يعني انه يكون كل طفل سوداني يكون عنده لابتوب، انه يكون في مدينه معلش انا عاوز اقول يا دكتور، يعني ما تتخيل يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني في قرابه ال 100 نفر متابعين من A to Z، يعني مما بدينا لحد الان يعني، وغير الناس اللي بيمشوا ويجونا لظروفهم وكذا يعني. طيب انا بس داير الفت نظر الناس هسه على المتابعين يا جماعه في بالذات في السكرين شوت دي يا دكتور، بس معلش رجع علينا بتاعت المشاريع اللي انت كنت بتتمنى انها تدعمل. فانا بتمنى يا جماعه، بتمنى يزول حضرنا في اللايف ده يفكر في واحد من المشاريع دي او في جزئيه منه، ان شاء الله بس يكتب فيه بروبوزل، انه والله يا اخي الحاجه دي ممكن تدعمل، والله ما ممكن اصلا تدعمل، لانه في مشاريع يا جماعه في السودان مستحيل تدعمل، مستحيل. مش لانه نحن ما بنعرف ولا كده لا، لكن ما اي مشروع عنده بيئه معينه، يعني بيئه محدده يعني، تمام. فيعني المشاريع دي يا جماعه اي زول عنده فهم في اي واحد منا اللي يشيله وخطه كده يكتب عنا، يعمل له برين ستورمينج ولا اي حاجه، يشوف هل ممكن تتنفذ ولا ما ممكن تتنفذ. وانا متاكد انه دكتور انور ممكن يديه طرف الخيط في الحاجه دي، او يوريه اللي هو فشل فيها عشان انتم تنجحوا فيها. اتفضل يا دكتور. شكرا جزيلا يا حبيب. اللي هي المبادرات دي يعني فيها حاجات ممكن تبقى، لكن في حاجات يعني عندها خصوصيه، مثلا زي دار لخريجي الاكاديميه العربيه للعلوم والتكنولوجيا، دي لازم يكون زول خريج من هناك، خريجي كوريا الجنوبية لازم يكون خريج من كوريا. سيما والاندون ممكن يجي زول، لكن لو زول من كوريا الجنوبيه، اللابتوب محمول لكل طفل سوداني ممكن يجي زول، مدينه الانترنت السودانيه ممكن يجي زول، جامعه ممكن نعملها كلنا مع بعض. لكن في حاجه هنا لها علاقه بالسياسه، هي الكونسنسس بيلدينج. جون بونزيل ده عمل اتفاقات على مستوى الاتحاد الاوروبي، انا لقيته في تيدكس برلين وتكلمنا في نفس المؤتمر. بيقول ما تصوتوا لحزب، صوتوا لزول. يعني نشوف من حزب الامه منو الزول المهتم بالتعليم ده حنصوت له، كلنا نحن كده كونستيتيونسي حنصوت للزول ده، ما حنصوت لحزب الامه، حنصوت للزول ده تحديدا. نشوف من المؤتمر السوداني نصوت مثلا لفلان وفلان، نشوف من الحزب الشيوعي نصوت لفلان، لانه كل حزب بيكون فيه زول واحد ده كفاءه اللي احنا دايرينها. احنا ما دارين كل شيء في الحزب، احنا وار نوت سبسكرايبنج لاي شيء، احنا سبسكرايبنج للزول الكويس اللي بيعمل حاجه كويسه. فالزول ده عمل الابروش ده، وانا صراحه شايفه فاشينيتنج. يعني هي دي حكومه الكفاءات اللاحزبيه اللي احنا دايرينها، في نهايه تمرق لك من كل بستان زهر وتعمل بها حكومه، لكن كيف التوافق دي الحاجه الزول ده نجح انه يعملها على مستوى الاتحاد الاوروبي، وانا نفسي انه يعني تحصل في عندنا في السودان بي ولا بلا، يعني في النهايه الافكار بتاعت كل الناس. يعني من الحاجات اللي انا يعني بقدر اقول اتعلمتها انه والله تخرجت مقبول، ودي للشباب الباحثين السودانيين ذاتس فاين، انت تخرجت يا زول. في مقابل كل سوداني بيتخرج من الجامعه في خمسه ما تخرج،
يعني انت لما دخلت سنه اولى ابتدائي لما مرقت بهناك في مقابل كل زول يتخرج في خمسه ما بتخرج انت اصلي جزء من الصفوه. في الصفوه دي ذاتها مقابل الناس اللي عندهم طموح وبتاع عشان يمشوا لقدام انت جزء من الصفوه يا اخي keep it going واصل ما تعمل يعني. بعد ذاك نمرة اثنين انه والله it's fine to be whatever تكون والله شاطر تكون غني تكون سمح تكون شين لكن خليك نفسك be yourself دي مهمة جدا جدا follow your passion اتبع شغفك. انا شخصيا متبع شغفي اقبال ومامون ومنا وردينا اولادي انا شخصيا ديل احرار احرار ليه لانه ابوهم اتبع شغفه هم لما يجي يتبعوا شغفهم بعدين ما حقيف قدامهم انا لان انا متبع شغفي شفتوا كيف فالزول ما يصرف روشيته سايب انت ده متبع شغفك حتى تقول لاولادك اتبعوا شغفهم انا شخصيا متبع شغفي تمام. ثاني حاجه ليت جو انا في مبادرات كثيره وحاجات عملتها يا اخوانا ومشيت خليتها مو جمعيه ما خليتها خلاص انا ما حكون يعني زي اقول اكون رابط الباحثين السودانيين ده بحبها جدا وعظيمه وجميله لكن في لحظه لحظات بخليها يعني شنو يعني خلاص هي حاجه تاسست وبقت ثابته وراسخه انا ثاني قاعد لها شنو وده بيوري المفهوم ان احنا هذا الحين رئيس حزب يكون قاعد من اللحد للمهد من المهد للحد احنا هذا الزول يكون قاعد في شركه مليون سنه كل واحد فينا يعمل الجزء بتاعه ويمشي موف اون يا اخي دون ساتل ما تقعد في بلد واحد شنو يعني قلت لك عقد في السعوديه ولا قطر ولا فرتك يا اخي شوف الدنيا دي كبيره وفيها حياه كثيره جدا لسه انا زرت 25 دوله ولا شنو لسه باقي 175 ما زرت طبعاً زمن كثير. ثاني حاجه انا عندي حساسيه كبيره جدا من العنصريه والظلم انا اخواننا بعد فضل الاعتصام شخصت ب PTSD اللي هو بوست تروما الديسوردر اللي هو التراما بعد الصدمه شفت كيف. فالكلام ده ليه لانه ما بقدر اتعايش مع الظلم ما بقدر يعني وقعدت فتره طويله جدا بتاع العلاج وبتاع واثرت علي في الشغل يعني الشغل بتاعي انا ما قدرت امشي فيه الاخير ده بصوره كويسه لانه انا ده زول يعني قاعد في ديبريشن وحياه زي دي بسبب شنو؟ سبب انا قاعد ميدان الاعتصام اليوتوبيا عشان ده اخدم بلدي ده اخدم بنات واولاد بلدي وفي زول ثاني همه في انه يقعد في السلطه في الكرسي كده يعني. ممكن يضحي بيك عادي يعني. انا عندي اجنده ما بديسها انا اجندتي خدمه الزول والزول والسودان ما بديسها لو في زول عنده اجنده عشان يبقى اغنى زول ولا يعمل قروش ولا يشغل ولا ذهب ولا بتاع انا اجندتي انه انا اخدم الزول والزول دائما حاشوف كيف الطرق اللي ممكن اخدمهم بها واخدمهم بها بكل محبه وبكل يعني شنو ذا هامبلنس. انا فخور وسعيد بانه انا بقدر اخدم بنات وابي يا اخوانا التوفيق ده زي وما توفيق الا بالله. انا دايركم يا اخوانا تدعوا لي والدتي قبل ما اروح البشير حبوبتي نعمات يوسف بشير الله يديم الصحه الله يرحمه ويغفر له ويا اخواننا كلنا حنموت اتفقنا انه الفلاسفه ما اختلفوا في الحته دي كلنا حنموت. انا شغوف جدا ببلدي عليك الله اخواننا دي من الوصايا بقول لكم اكتبوا على شاهد قبري كان يحب الانسان والسودان I've been rejected but I'm still in love محبه. يديك العافيه يا دكتور يعني والله يعني ما صراحه ما خليت لنا حاجه ذاته نقولها يعني ما يتخيل كلكم هيثم واحمد والشباب كلهم معي ما يتخيل في 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 اكثر من كده. حمزه تفضل طوالي نديك المايك تفضل تفضل حمزه. السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله تفضل. يعني بصراحه انا يعني بسمع في كلام دكتور انور رضى الله وانا من الناس اللي عرفت رضى الله قريب يعني ما اظن تمينا سنه يا دكتور انور ما اظن تمينا سنه لكن يعني رجل رائع والله الكلمات ما بتوفي حقه والله بصراحه. في خلال السنه دي انا تعلمت من دكتور انور حاجات كثيره جدا جدا وهو احتمال ذاته يكون ما مركز في الكلام او ما مذكر لكن انا يا دكتور انور ممكن اقول لك حاجات كثيره انت قلتها. كنت بتقول لي دايما احلك الله يا دكتور حمزه يا اخي يا اخي الصراع في العمل الخاص والصراع في العمل العام. يا حمزه حاول حب نفسك ما حاجه كعبه لكن برضه حب الخير للناس. كنت بتقول لي برضه يا حمزه عليك الله لو والله اداك حاجه اديها يعني الكلمات بتاع الدكتور انور دي بالمناسبه ما قاعد تجي
ما قاعد تجي مرتبة. أنا من الناس اللي ممكن يعني أتكلم جماهيريا وممكن أقول الكلام اللي أنا داير أقوله بارتجال، لكن والله يا دكتور أنور يعني بعد سردك لتاريخك أنا بعتقد إنه هو تاريخ مشرف وحاجة جميلة، وخدمتك لبلدك وحبك لبلدك يعني ربنا يديك الصحة والعافية. ودكتور أنور ده أنا دايما قاعد أدعي له بدعوة واحدة، لو 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 هو بيتذكرها أنا كنت بقول له دايما يا أخي ربنا إن شاء الله يبارك لك في وقتك، ربنا يبارك لك في زمنك اللي أنت قاعد تديه للناس. أنا فخور جدا جدا إنه أنا بعرفك في المقام الأول، و فخور شديد بالظروف اللي لمتني بيك والله يا دكتور أنور، إن شاء الله ربنا يديك الصحة والعافية. ما قدر أتكلم كثير لكن قاعد أريدك شديد والله يا دكتور أنور بجد، ربنا يديك الصحة والعافية إن شاء الله. حبك الذي أحببتنا فيه يا دكتور حمزة، كتر خيرك الله يجزيك كل خير. الخواجة اللي تفضل طلال. السلام عليكم. وعليكم. إن شاء الله تكونوا سامعيني كده يعني. أول حاجة دكتور كالعادة ممتع و مؤثر جدا. طبعا انا ما عرفتك ويك يعني طولت ولكن متقطع يعني. ف كل ده اقوله كل ما اسمعك يا انور بتذكر اغنيه المرحوم صلاح ابن البادي، حب الناس يحبوك. ف انا بهدي لك الاغنيه دي وان شاء الله انه يتاكد انه السودان كله بيحبك لأنك أنت بتحب السودان والسودانيين، وبالتوفيق إن شاء الله. سمحت لي يا ياسين. تفضل يا هيثم. تعقيب بسيط يا أنور، أنا أرجعك والله لحتة الأمل، حملة الأمل وتيدكس. يا أخوانا والله حقيقة ممكن أقول لأول مرة إن فضلك يعني أنا أنور ده من الناس دعمته في حملة الأمل، لكن لسبب ما أنا ما قادر أعرف إنه سبحان الله ليه كمية الناس اللي هم بيحاولوا يحطموا في أنور. يعني أنت شغال وزي قلت ما شغال بزول، لكن في ناس بتحاول تحطمك. لو بتذكر أنا كنت بكتب كلام كثير يعني بدافع عن الحملة، فالناس عملوا زي لوبي يجمعوني إنه يا أخي أنت ليه بتدافع وأنور وأنور كلام كثير. صراحة أنا قلت لهم حاجة استشهد بيها وحسد على قولي لك، ربطت ما بين حملة الأمل بتاعتك وتيدكس. قال لي طيب أهم مميزاته شنو؟ قال لي يا أخواننا زول ترجم في تيدكس معناته مرة تحت يده كمية من المعارف وكمية من التجارب، سواء من السودان أو من خارج السودان، من جميع العالم. في دول إحنا ما بكون سمعنا بها، التجارب بتاعتهم بتكون ذكرت وقصة ذكرت في تيدكس، هو ترجمة كمية المعارف اللي هو مرت عليه، ودي ما حاجة سهلة اللي بتخليه يكون عارف إنه في كل القطاعات نحن ممكن نديرها كيف من خلال القصص اللي هو سمع. قلت لي يا أخي نحن لما نمشي في المدرسة بنقرأ بنحفظ، لكن لما تكون سرد قصصي وانت بتكون بتشوف الزول اللي بيحكي القصة بالاموشن بتاعه بحركاته كده بتخليك انت عارف انت بتعمل في شنو يعني. فدي من الحاجات انا كنت بدافع بيها جدا جدا حتى الامل. الحاجة الاخيرة يا اخي، انا طبعا كنت متأكد ان انا وانت بنتقاطع في حتة يعني، فتقاطعني في الهفوف. انا طبعا تربية الهفوف السعودية، ابهاتنا وامهاتنا اللي كانوا في الجامعة دي هم اللي ساهموا في التربية بتاعتنا وخلونا نحب البحث العلمي. وبرضه بور السودان باعتبار انه هي نشأة الوالد، وابوي طبعا هو من المهندسين اللي عملوا العقبة، فكان مستوطن في بور السودان قبل ما يمشي السعودية. وجدت عيدين مشرفين بك اليوم يا انور، اديك العافية. اديك العافية. رف سعاد بدري تفضلي. اهلا وسلام عليكم كلكم، ما شاء الله يعني لمة جميلة جدا جدا، وفعلا أنور بيستاهل يعني الناس اللي يوم الليلة يعني يحتفلوا به ويجتمعوا على المحبة اللي هو دائما بيدعي لنا، دائما بيدعي بالمحبة. أنور طبعا ولدي يعني، أنا أنور بلدي يعني في من ناحية عمر ومن ناحية مشاعر وكده، في بيناتنا محبة يعني قوية جدا. فالليلة أنا برضو سعيدة به وولدي، وبينه ناس كلهم ملمومين ومحتفلين به ويرجعوا له جزء من جماله علينا. أنور جماله علينا كثير جدا. أكثر حاجة أنا تعجبني في أنور إنه
يعني أنا ما شفت الحياة بعيني لكن بتخيل دائما إنه بصحى من الصباح بيعمل ريسيتنج أولي، ولاحظت بوستاته دائما بتكون صباح مشرق صباح الحب، فالحياة دي يعني بس لو بيد عليها هي براها بتحفزنا كلنا بتخلينا ننسى يعني همومنا ونميل للعطاء زيه. أنور عطاءه كثير جداً جداً وعنده قدرة على العطاء كبيرة جداً، وبعدين يعني أنا العني رباطاتية دائماً بحاول أحوش عيني يعني من إنه أتأمل فيه كثير، لأنه طبعاً الرباطات ناتشرلي كده عندهم قصة العين الحارة دي يعني بحي الناس عادي متحميني عمدين، فأنا دائماً بحاول أحوش عيني عن إنه يعني أتأمل فيه دوافع وفي نتائج عمله وكذا. لكن الحاجة الكويسة إنه دايما بقول لهم يعني بحاول أغطي الموضوع ده بشيء من مساحة الرباط، ولما أنور دفاير فورة فورتو دي عجيبة يعني، فالمهم فورتو دي نتيجتها كويسة لأنها بتحفز الشباب، أهم حاجة إنها بتحفز الشباب في الجو. يعني هو لما بدأ فورتو دي كان الجو محبط نهائي يعني من الشباب، كان الحكم في السودان مستهدف الشباب وهدفه واحدة من استراتيجياته إحباطه، فهو كان يعني قدوة للشباب ديل في إنهم يتحركوا في مجال اللي هو كلنا إحنا لما في الحوش بتاع مجموعة الباحثين دي، وإحنا لما جينا في الأول مجموعة الباحثين دي كنا يعني تقريبا صفوة، لكن الليلة دي لما الممبرشيب حصلت 700,000 وزادت كده إحنا مطمئنين إنه موضوع البحث العلمي ده ماشي بطريق صح للسودان وبقى شعبي. فالحاجة دي برضه مطمئنة بإنه الشباب بقى يميل لموضوع التعليم والبحث العلمي والطموح، فدي حاجة إحنا بنشكر أنور في إنه يعني هو دايما بيقول أنا ما أنظم شغلي أنا بشغل جمعي وكده، لكن هو البادر لنا بإنشاء المبادرة دي. بس يا أنور الليلة أنت في حاجة أنا معاي يعني تقدر تخمين شنو؟ ما قادر يا خي واضحة جدا يا أخي الجاكيتة دي أختها معي خلاص كفاها بعد ولا شو الجاكيتة أنا بس عشان جيت يا ست بنت الموية تقول لي ما ملاحظة قاصد يعني قاصد والله قاصد قسما بالله العظيم أنا نسيتك غير قبل اللقاء تعرف مشيت جيتها من العربية وجيت راجع قلت الليلة ما معقول أي برو سعاد بدري دي لازم نعزها بالجاكيتة أخوانا الجاكيتة طبعا أنا مسميه جاكيت سعاد بدري ومعتصم قدر نعم بالضبط كده شغالي لك في شغل شيء جدا جدا نزل ولا يهمك الجاكيت دي بالعكس إحنا كمان بقينا متمسكين بقى جدا جدا أنا بقيت تريد مارك عشان نساهم في الموضوع ده عندي أحمد ولدي اللي هو فنان، فأنا قلت لي يا أحمد إيه رأيك نساهم في اليوم بدي رسمة منك أنت يا أنور، فقام قال لي لا قلت له عايزة منك رسمة لي زول عزيز علي، قام قال لي يا أخي أنت ما عارف الفنانين بيحجزون قبل شهرين، قلت لي يا حرام عليك يا أحمد كده دقيقة برسل لك الصورة، فلما رسلت له قلت لي يا أخي ما أنور دفع الله يا سلام قالي يا لي دائما أنا معجب بهم من أكبر المعجبين يا سلام بأنك في هذا بعد أجيال وأخلي الفرصة لغيري زي ما انت بتحبنا يا انور احنا بنحبك كمان. يعلم الله بحبكم جدا واحترمكم جدا، قلت يعني المصدر بتاع الالهام وبتعلم منكم وبستفيد منكم كثير. انا ما عندي طريقه كان اقرا في الاحفاد، لكن انت بتعلم منك انت بروفيسور في الاحفاد بتعلم منك بصوره يوميه، احتمال لانك ركز كمان في مدرسه اتعلم اكون اتعلمت اكثر من بنات قرا في الاحفاد اساسا. كثر خيرك يا بروف. طيب عندنا سامي صالح، تفضل سامي. اعمل اميوت يا سامي. ايوه بسم الله بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا يعني ما قصرت والله مع انور، وفعلا هو يعني بيستاهل. ما حقدر طبعا اقول يعني كلام منسق منمق زي الجماعة يعني سبقونا. أنا زول بتاع كمبيوتر هاردوير إلكترونيكس يعني جاف جدا المفروض، فبس ده أحكي يمكن يعني حاجتين يعني مشاركتين. أنا وراني يمكن عرفته في حدود 2011-2012 تقريبا، كان دعاني في أيام غاردن سيتي
انه قدمت لهم محاضره كده كان عن انيشيتيف بين الاي تي اتحاد الاتصالات والجامعات، فمشيت قدمت لهم محاضره هناك في الجامعه وبعد ذاك بقى التواصل. لكن نصحته نصيحه غاليه ما سمع كلامي فيها، قلت له يا اخي تيدكس الدار تعمل، تعال نحن عندنا في مجال الاتصالات في الوقت ذاك انا كنت شغال في الهيئه للاتصالات، فقلت له يا اخي تيدكس ده تعال اعمله عندنا في الهيئه أأمن لك، لانه كان عندي تجربه في تنظيم مؤتمر دولي كان اسمه الافرينك، نظمناه يمكن في بداية 2012 تقريبا، وعارف كمية الإجراءات الأمنية في الوقت ذاك في البلد ذاك كيف، ونحن كنا جهة يعني حكومية وجهة حكومية سيادية يعني هيئة الاتصالات، عارفين كمية الأمن اللي كانت هناك كيف، وبعد ذاك لقينا عقبات خرافية في أنه نعمل مؤتمر نجيب ناس من برا ودعم، فكنت عارف العقبات الأمنية شكلها كيف، فقلت يا أخي أنور تعال أعمل عندنا في القاعة أأمن لك ما سمع كلامي. للأسف بعد ذاك لما جاء يعني لقيت شلوفته ناشفه جدا ولونه اسود زياده. فقلت له يا اخي مش كلمتك؟ قلت له، قال لي والله ما كنت عارف انه حيحصل كده. قلت له يا اخي انا كنت متوقع كده، لكن خيره في غيره. كميه الاحباط طبعا في الوقت ذاك يعني في الحياه اللي لاقتني انا يعني اي مشروع اشتغلت في الهيئه 9 سنين، اي مشروع اشتغلت في الوقت ذاك يعني كسر لي في راسي لحد اخر فتره اللي هي كان في حيث مشروع الجامعات برضه كسروا لي في راسي. بعد ذاك قنعته من البلد من الناس من المجتمع وتبه، خلنا نشوف روحنا. قلت له يا اخي ورانا داير مش اشتغل في السعوديه. قال لي اي ساهل تشتغل في السعوديه لكن شوف الحته اللي بتعملها. قلت له يا اخي ما في حاجه بعمل، حامشي السعوديه بس. فعلا من لوكي داك جيت السعوديه وخلاص يعني نسيت اي حاجه. اخذت لي فتره برضو اللي هي نفسي بتاعت الاحباط بتاعته دي، لكن فعلا بالحياه اللي كنت بشوف انه بيعملها كلها كنت متابعها متابعه لصيقه يعني تماما مجموعه الباحثين، لكن قلت له انا حخش بس تطشش كده من بعيد موقع الزواج الحياه يعني كل حياته اللي كان بيعمل فيها، فكنت متابع وصيد يعني المتابعه دي خلتني انه فعلا اقدر يعني انه اتجاوز الاحباطات اللي مرت بها، وفعلا يعني اعيد ايماني ثاني بالبلد انه ممكن البلد تمشي لقدام، لحد ما جات ثاني برضه الضرب الحاره بتاعت الاعتصام، وبرضه ثاني يعني بعد ما جيت راجع البلد ثاني رجعت السعوديه بوتف يعني بس انه اطلع من الجوديه، لكن بعد ذلك برضو بالمتابعة الحياة اللي برضو بيعمل فيها نور الزول بيقدر إنه يعيد الريهابيتيشن لنفسه يعني يتعافى من الصدمات دي. فإن شاء الله طبعا ما يكون في صدمات، وإن شاء الله يا نور البلد تمشي زي ما كلنا دايرين وبمجهودات زي ما أنت داير وبالدعم بتاع كل الناس اللي شايفهم دي وبالكلام الطيب وبالمحبة بتاعت النادي، إن شاء الله يعني فعلا يكون عندك سلطة وموقع في بلدنا دي عشان فعلا تقدر تعمل الـ 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 الأمنيات اللي انت داير تعمل البلد. إن شاء الله ربنا يوفقك. طبعا أكيد فخورين جدا إنه يعني نكون في الدائرة بتاعت معارف أنور كينج أو أنور فرطة حرمان بالناس. أيوه أنا أول مرة أسمع بيه، كان من طالب عندي في الجامعة في البكالوريوس كنت مشرف عليه، قمت فتحت واحد من الفيديوهات بتاعت اليوتيوب بتاعت المعارضة في الوقت ذاك، فقام قال لي ده ود عمتي او خالتي، انا ما متذكر اسم الطالب فعلا. فبعد ذلك قلت والله انا بس يعني حضرت له كم يوتيوب يعني كم فيديو، كلام منطقي لكن طبعا في الوقت ده خطر جدا انه واحد يعني يتكلم كلام زي ده. فدي كان اول مره يمكن يعني كده اتعرف بهذا. فشكرا لكم جزيلا يعني فعلا للتكريم بتاع انور، هو فعلا بيستاهل التكريم وما حيكون يعني اول واخر تكريم لانور لانه فعلا يعني بيستاهل. شكرا للفرصه، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا سامي، شكرا بروف سعاد، يعني صراحة يعني خليتونا يعني ما اديتونا فرصة ذاته ان احنا نقدر الواحد يعبر عن شعوره يعني. طيب يا جماعة احنا لانه قربنا للثلاث ساعات ونص فحادي يعني حنختم بعد 10 دقائق، لكن حادي في دكتور ياسين ودكتورة شاهيناز، اتفضل يا دكتور ياسين. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام يا دكتور. شكرا يا دكتور ياسين على تحت الفرصه. انا الحقيقه يعني زي ما بيقولوا يعني يمكن يكون من اواخر الناس اللي يعني اللي عرفت دكتور انور، يعني مع انه يعني انا ما عندي حضور كبير كده زي تقول في السوشيال ميديا، لكن يعني دكتور انور يعني سمعته سابقه زي ما بيقولوا. فانا والله بس عندي يعني زي ما بيقولوا كلمات بسيطه دار اقولها له وان شاء الله يعني زي ما بيقولوا الناس تسمعها يعني. فانا والله دار اقول له الحاجه جزاك الله خير، يعني هو زي ما بقوله الواحد لو قلت له جزاك الله خير تاني ما في حاجة تاني بعد كده يعني. فإن شاء الله يعني ربنا يجزيك عننا وعن السودانيين جميعا خير يعني على على يعني على حضورك وعلى مبادرة الباحثين السودانيين.
الحاجة الثانية برضو الدائرة أقولها برضو يعني إن شاء الله لازم أقوله ربنا يكفيك عن خلقه، لأنه يعني الواحد لما يكون نشيط وعنده حضور زي ده أكيد طبعا يعني العيون حتكون مترصداه، يعني هو صح في ناس يعني زي ما يقولوا بيحاربوك حرب يعني واضحة، وهو الواضح ما فاضح يعني، الزول اللي بيحاربك حرب واضحة ده ما مشكلة، لكن الزول يعني اللي بيضمر الحسد في نفسه هو دي المشكلة يعني. صراحة الحسد واحد من الأمراض الاجتماعية المنتشرة عندنا في السودان، يعني غير النفاق اللي أنت قلته قبيل عندنا نفاق اجتماعي وعندنا برضه حسد، يعني الواحد ما ينكر الحكاية دي، فأتمنى إنه واحد يعني إنه ربنا سبحانه وتعالى يكفيك شر عين خلقه يعني. فالحاجة المهمة جدا إنه يعني زي ما أنت زي ما الناس كلهم قالوا يعني إنسان ملهم، وفي النهاية يعني زي ما بيقولوا يعني ربنا يعني يديك على حسب نيتك ويديك على حسب المجهود اللي انت بتبذله، ويعني كون انك انت تكون انسبيريشن للشباب يعني. يعني بس الحاجه الوحيده الاخيره دار اذكرها يعني انه لما انا قدمت لك طلب صداقه الكلام ده ما طول يعني، واخذ كم يوم. انا عموما يعني لما اعمل شنو لما اقدم طلب صداقه لزول بنسى طبعا، بعد ما اخش الفيس بعد اسبوع او اسبوعين بقوم بشوف، واذا تذكرت انه انا قدمت طلب صداقه لزول وما قبله طبعا بقوم طوالي بمسح. لكن بالنسبة لدكتور أنور برضو نسيته زي أسبوع أسبوعين، وتاني رجعته لقيته قبله، أنا انبسطت جدا صراحة يعني. يعني كانت يعني نادر ما الواحد يكون مبسوط بأنه يعني طرف صداقة يعني قبل له يعني. لكن يعني الناس زي ما يقول معرفة الرجال كنز، ودي واحدة من الكنوز يعني الواحد يقدرها يعني، وإن شاء الله يعني تكون معرفة لقدام بإذن الله تعالى يعني. فجزاك الله خير، وجزاك الله خير دكتور ياسين، وشكرا جزيلا يعني. شكرا لك يا دكتور ياسين. اخواننا في حته وزاده اقولها ياسين ده، انا طبعا كنت معايا في الرانك بتاع الجامعات عشان اعرف الاكاديميه الرانك كم، وجامعه تشومبوك الرانك. ياسين ده في UCL University College London اللي هي فيها برضه ياسين الثاني، اللي هي تقريبا الرانك بتاعها في نمره 9 ولا 8 على مستوى العالم. ما كان في فرصه انه زول يكون بالكاليبر والكواليفيكيشن بتاعت ياسين وياسين وبتاع يلاقي زول ثاني طالب يا دوب في بدايته عشان يسأل سؤال بالباحثين السودانيين درجة المختبرات الطبية والبتاع أعمل شنو، إلا يزوروا المنصة بتاعت الباحثين السودانيين دي. المهم في الموضوع ده يا أخواننا مش إنه والله يا أخي أنور خطير وعمله وبتاع، لا، المهم هو التواصل بتاعك يا ياسين وياسين مع الطلاب ديل، فدي حتة مهمة جدا نخد في بالنا يا أخواننا. الطلاب ديل قد يكون السؤال السألك ليه ده وجاوبته ليه، قد يكون هو ده السؤال اللي بالضبط هيحدد بعد المستقبل كيف. رجاء لما تلقوا حاجة في مجالكم جاوبوا، وروا نفسكم أنا في جامعة UCL، أنا في الجامعة الفلانية يا أخوانا يعني كده، تعالوا أنا مسعيد أساعدكم إلى آخره. الكلمة الطيبة جواز السفر بتغير كثير جدا جدا. شكرا جزيلا لكم. يمكن يكون صوت لهم لينا يعني زي ما بقولوا صوت لهم لينا نحن، لأنه كلنا للشباب المتابعين دكتور ياسين طبعا. أتفضل يا دكتور. أي بس كده أقول إنه صوت لهم لينا نحن يعني، لأنه نحن يعني انا بالذات يعني اتكلم عن نفسي انا يعني انه ما يعني ما عندنا حضور كبير في السوشيال ميديا، وبالتالي طبعا اكيد يعني مبادره زي مبادره الباحثين السودانيين فيها ناس كثيرين اكيد طبعا يعني الناس بتستفيد يعني. لكن يعني عموما الواحد بيحاول قدر الامكان قدر ما ربنا يديه يعني بيحاول انه يعني زي ما بيقولوا يكون موجود ويكون يعني زي ما بيقولوا يدي خير للناس. انا بس في حاجه دار اقولها هنا بكلام دكتور انور ده يعني انه يعني العالم كله يتخطى حكاية الأفراد دي يعني إنه فلان ولا فلان ولا فلان، مهما كان عندنا فلان قرى وين ولا فلان قرى وين ولا فلان يعني عمل شنو، في النهاية دي ما عند الحاجة اللي عندها نحن كولكتيفلي بنعمل شنو، نحن كولكتيفلي بنفيد الناس كيف. دي الحاجة المهمة يعني إنه دكتور أنور دكتور ياسين الباقيين كلهم يعني نحن كلنا مع بعض بنعمل حاجة بنقدم البلد، لكن الأفراد عمرهم ما عملوا حاجة يعني عمرهم ما فادوا الناس وفادوا البلد بحاجة. شكرا جزيلا. شكرا يا دكتور ياسين، اظن انت بس يعني عملت سمرايز للكلام اللي انا دار اقوله يعني، يديك العافية. نحن يا جماعة يعني كلنا حاجة واحدة يعني، والله المبادرة دي يعني جمعتنا بنماذج يعني اجمل النماذج في السودان، اجمل النماذج، وانا بقولها ثاني يعني، ودي واحدة من اللي خلتني انه ذات احنا نكون يعني نكون موتيفيتد يعني نجي نعمل لكم برامج زي دي ونسعى على دروب النجاح. ناس دكتور ياسين ده بيعملوا عاملين يعني سيمينارات عن المختبرات الطبيه. وما تنسوا يا جماعه احنا السيدي حنجيب دكتوره شاهيناز، دكتوره شاهيناز ده بيدرب المعلمين السودانيين على مهارات جوجل يعني. فالمايك معك يا دكتوره.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام. ان شاء الله طيبين، اخباركم ان شاء الله طيبين وبخير. سعيده جدا جدا الاقيكم اليوم يا دكتور ياسين، سعيده جدا لفكره وجودنا مع دكتور انور في مساحه ذكرياته الجميله اللي حكى لنا قبل شويه والشيقه دي. انا الليله كنت تعبانه حد التعب، جيت من برا بعد المغرب لقيت الكهرباء قاطعه، الكهرباء جات بعد ما بدا اللقاء بتاعكم ب40 دقيقه، فتحت قلت انا الليله بس حاحضر بالكثير نص ساعه في لقاء دكتور انور ده، لاني ما بقدر افوته تماما، احضر نص ساعه بس وحاطلع. فتحته ولحد الان انا ما قدرت لا اقفله لا انوم لا اي حاجه، لقاء شيق جميل والواحد فعلا ما بيقدر يفوته. شكرا لكم يا دكتور ياسين على حسن الاداره وجودته يعني، وشكرا لدكتور انور على مشاركته لنا مساحه ذكرياته الجميله دي. انا تعرفت على دكتور انور في مبادره، اول حاجه هي كانت ايام الثوره السودانيه، ما عرفته قبل كده يعني، او كنت عموما بعرف عن الباحثين السودانيين، انا كنت محاربة الفيسبوك مقاطعاه. بعدين لما دخلت الفيسبوك ورجعت تاني كنت بقول لهم انه اكبر مشكله عندي بتكون في الفيسبوك لما اخش المبادره بتاعت الباحثين السودانيين، لانها بتشيل زمني كله ما بقدر اطلع منها، فانا بخش من بوست بلقى البوست اللي بعده افيد منه واللي بعده افيد منه البعض، فما بتقدر يعني تتفكفك تمرق منها يعني. عرفت دكتور أنور في فترة الثورة السودانية في مبادرة كانت بتاعت إنشاء جسم نقابي مثلاً أو يضم الأعضاء هيئة التدريس أو الدكاترة في الجامعات خارج أرض المهجر، المهم في دول المهجر، ونشوف ممكن يقدموا شنو للناس جوا البلد يعني. دي كانت وأول مبادرة قابلت فيها دكتور أنور، وتتالت المبادرات. البقع في دكتور أنور ما بقيف من المبادرات ابدا، حتواصل. بعد كده وصلنا مبادره التعليم الالكتروني مع دكتور انور، بعدها دخلنا في مبادره ورش البحث العلمي، تمام، والان نحن بدينا ثاني نشتغل في الفكره بتاعت التدريب وجوجل ايديوكيتر جروب سودان، ودكتور انور حاليا كمان معانا الكوليدر للفريق بتاع الجوجل ايديوكيتر جروب سودان. ففعلا نحن من دكتور انور اتعلمنا العمل التطوعي، اتعلمنا مفاهيم المبادرة، اتعلمنا مفاهيم التيم ويرك، فعلا اتعلمنا. انا شخصيا رغم انه انا اعترف يعني انا اكيد اكبر منه، لكن صراحة اتعلمت منه كثير يعني، شخصية خلاقة. الكلام اللي كان بيحكي فيه قبل شوية، فترة كده كانت ايام الثورة السودانية وبدو زي ما قال برضو حكى قبل شوية هيثم عن المشاكل اللي حصلت والكلام اللي بدأ يتقال دكتور أنور منو. فأنا عموما اللي عرفته والحاجة طلعت بها أنا حاليا يعني بعد تجربتي القصيرة دي مع دكتور أنور، إنه I don't care who's دكتور أنور، I know him more than anyone else. أنا عارفة دكتور أنور أكتر من أي زول، عارفة بيعمله ما بيهمني أي كلمة تاني يقول لأي زول، لأنه أنا شفته يعني بيعمل في شنو في المجتمع، شايف العمل الخير اللي هو قاعد يعمله بغض النظر عنه في حزب بر حزب، ما يهمنيهم من الإنسان العلو دكتور أنور. وده إنسان أنا تشرفت جدا بمعرفته، تشرفت بأنه أنا أكون جزء من النتورك الحوالي، وده يعني سواء كان في الباحثين السودانيين ولا في أي مبادرة طوعية أخرى، وسعيدة جدا جدا أنه يديتكم في يده ونحن ماشيين في الطريق يعني اللي حنوصل بيه وبلدنا لقدام، وسعيدة جدا جدا أنه نصل كلنا مع بعض ببلدنا ونحاول بقدر الإمكان أنه ندفع تبش يعني لقدام يعني. إحنا عارفين اللز هنا صعب شديد ونحن في وضع صعب شديد، لكن إذا توفر ونحن عندنا في السودان كم دكتور أنور ما في حاجة بتقف قدامنا أبدا. وأشكره كثير على كل المبادرات الطوعية اللي دخلنا فيها معه، وأشكره على مجرد وجوده، ربنا يديه العافية والصحة وإن شاء الله يوريه الخير في أولاده وكل الإيجابيات اللي هو فقدها وحاسي في مسيرته دي إنه كان مفروض يأخدها يشوفها لقدام في أولاده، إن شاء الله توفيق وسعادة ونجاح. وشكرا لكم مرة تانية على كل الحاجات الجميلة اللي أخذناها منكم الليلة وكل الأيام السابقة، شكرا جزيلا يا دكتور ياسين. الله يديك العافية، نشكر كثير يعني أنت ذاتك يعني من الناس الماسة أهلين، ويعني قدمتي
وبتقدمي في وضع يعني ظروف صعبة جدا جدا يعني ربنا يديكم الصحة والعافية. لكن بس أنا قبل ما أدي المايك لمحمد الخاتم أو دكتور أنور عايز يعقب في كلام جميل طبعا بيقوله دكتور علي كوباني يعني في الفيسبوك, أنا كنت متابع البوستات بتاعته كده, بيقول يا جماعة ثورة ديسمبر دي مباركة, وأنا سي بأكد ثورة ديسمبر دي مباركة لأنه كشفت الأغنعة. يعني الناس زمان اللي بيطلعوا الناس إنه والله ديل كيزان وديل شنو ديل شنو, أسي هم ماسكين السلطة ما قادرين يعملوا حاجة, يعني ما قادرين يقدموا, ما قادرين يعني فالبغال العطاء, يعني الزول اللي بيعمل والزول اللي ده هو يعني زمان الناس خامننا وساقيننا بالخلا يعني, وده كوز وانت كوز يعني كل ما انت عملت حاجة بيطلعوك. وانا ذاتي انا ذاتي من الناس اللي المثل السوداني, المثل السوداني يا دكتور ياسين اللي بيقول السواي ما حداس دي تنطبق تماما بالضبط كده. يعني انا ذاتي يعني قاعد اتناقش مع دكتور بقول له والله انت زول شجاع والله, انا قبل كده حصلت معي حاجات زي دي قربت تكسرني, لكن الحمد لله رب العالمين يعني قوتني يعني, وبقول لك ما بقتلك بقويك يعني. ف يعني البغاء للعطاء يعني ما يعني في النهايه يعني الاوطان ما بتبنيها الاحزاب ولا بيبنوها الافراد, بيبنوها الناس الصادقين يعني زي دكتور انور, زي دكتور شاهيناز, زي دكتور بروف سعاد بدري, وكل الشباب اللي معانا في المبادره بدون احمد داوود, دريم, هيثم الكاشف, بروف علام, الدكتور هلا ابو زيد, كل الناس احنا اللي استضفناهم في اصلا انا ما رسلت لزول قلت له احنا دايرين نستضيفك في مبادره الباحثين السودانيين, قال لي لا والله يا جماعه الا هذه الا زول يكون عنده عذر يعني مثلا عنده شغل مرتبط بحاجه ثانيه. لكن كنت بتمنى انه زول يقول لي يا اخي والله مبادره الباحثين السودانيين دي مسيسه, والله انا ما حصلت يعني, وعندي كل الايفيدنس الناس اللي رسلت لهم وناس عظام يعني ناس ما سهلين يعني مثلا بروف علام, بروف سعاد بدري, بروف الصادق, بروف معز بخيت, دكتور بكري علي, استاذ صالح العفا, يعني ناس ما سهلين يعني. تمام يديكم العافيه, ما دارين يعني الوقت يسرقنا. محمد الخاتم تفضل, انت رافع يدك من قبل. طيب السلام عليكم ورحمه الله, وشكرا على الاتاحه الفرصه دي يا دكتور ياسين. طبعا دكتور انور اخو غالي وصديق عزيز, واكيد التعقيب بعد كلام الدكاتره والاشخاص اللي سبقوني في الكلام فبيكون صعب شويه, لكن بس معرفتي بدكتور انور يمكن على يعني ما تجاوزت الخمس سنوات او الاربع سنوات, لكن زي ما بقولوا احنا في التصوف الطريق لمن صدق لا لمن سبق, فهو كان اخو غالي والمعرفه لا تتم بالسنين ولكن بقدر ما هي بتتم بالصدق في العلاقه وكده يعني. فبس عاوز اتكلم عنه انه هو يعني هو يعني في حاجات احنا كمجتمع سوداني بنفقد فيها اللي هي يعني وجدناها فيه دكتورنا الغالي ده, اللي هي الايجابيه اللي هي والتسامح وصاحب انه هو صاحب راي سديد. الثلاث حاجات ديل يعني اي واحده فيهم يعني لكفته زي ما بيقولوا, لكن هو اجتمعت فيه الصوت اختفى. محمد الخاتم فقدنا الصوت نحن. إبراهيم تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام. سامعني؟ والله برضو زي أخونا محمد الخاتم. تفضل سامعينك يا إبراهيم. أيوة نعم. أول حاجة عايز أقول إنه طبعاً هنا الزمن عندي متأخر شديد تقريباً, أو تقدر تقول صباح. صباح يوم يا دكتور. دكتور إبراهيم موسى من كوريا حبيبنا. ايوه الوطن صباح عندكم يا دكتور. الصبحات, وانا صراحه من الساعه 3 صباحا صحيت يعني نمت وصحيت, بعد شويه همشي المكتب يعني اهم تابع يعني بس بستمع لكم كده وهناي لغايه هسه, بعد شويه زول بستعد للشغل. اول حاجه عايز اشكر
زي ما بيقولوا ما بيشكر الناس ما بيشكر رب العالمين. دكتور ياسين على المبادرة دي اللي هي بتخلي إنه بوجود المجموعة بتاعت الباحثين السودانيين هاي دي حاجة براها، لكن برضو الحاجة ذكرها قبل شوية زميلك من UCL إنه نحنا we are a collective، لكن برضو الكولكتيف دي بتجي لما أي واحد يقوم بدوره. فالمبادرة بتاعتك دي كونه إنه تسلط الأضواء على المميزين مننا دي حاجة صراحة يعني بس نقول لك جزاك الله خير، ما بنقدر نقول أكثر من كده. ونتمنى إنه في أقرب فرصة ممكنة زول تاني محنك يعمل معك أنت ده لقاء. الحاجة الثانية دايرة أقولها اللي هو في يعني بقوله اللي شكروه قدامه ونبزه هنا، لكن دكتور أنور ده صراحة أنا شخصياً قبل ما أجي كوريا دي كنت بسمع بو أنور كينج في هناي، فكنت فاكره كينج دي يعني زول كبير كده وبتاع هناي، لكن الحاجة دايرة أذكرها هنا إنه هو اللي وداني الجامعة. أنا أول ما جيت كوريا دي نزلت مع واحد، في واحد تاني اسمه أنور هنا برضو رئيس الرابطة، نزلت معه وقعدت معه تقريبا أسبوع، ودكتور أنور ده هو ساقني وداني الجامعة. أنا ما كنت أعرف الجامعة هي وين أصلا، هو سينيوري وكده. فدي أنا ذكرت النقطة دي على أساس إنه عايز أأكد على حتة إنه الزول ده خدمة الناس حاجة كده موجودة فيه، ودي حاجة برضو بترجعنا إنه يعني ربنا يرحم والدته، لكن وجود أنور ده صراحة أكبر مساهمة عملتها الأستاذة دي. وبرضو الحاجة الثانية أنا فخور بها إنه إقبال بيته دي تقريبا إحنا ساعد كنا في الماجستير، بتذكر كنت في فيديو كده في موجود تقريبا في بروفايل دكتور أنور كنا معاه بنعد الأرقام، والليلة إنها هي تجي وتتكلم بإنجليزية يعني ما شاء الله واضحة جدا وطليقة، وإنها تقول أبوها صاحبها، ده برضو حاجة يعني من الحاجات النعمة اللي أنا مبيع الله على دكتور أنور. الحاجة الثانية دار أشكر كل شباب اللي هم المشرفين اللي كانوا وراء الحاجة دي، وإنهم هم عملوا التكريم الجميل ده بما فيهم الشباب اللي بيمثلهم أحمد داود في السودان وكل الناس اللي ساهمت بتسجيلات وكده. الحاجة الأخيرة اللي عايز أختم بها إنه يعني من الحياة الهايبر أكتيف اللي هي عاملة أنور وكده، صح هو فيه والجينات دي، لكن برضو بروفيسورنا هنا واحد المشرف اللي هو ذكره لكم ده دكتور بروفيسور ريوكون، هو ده الوقت تقاعد، لكن عشان هو برضو very hyperactive عملوه emeritus professor اللي هو بروفيسور مدى الحياة دلوقتي، هو بروفيسور مواصل في جامعاتنا دي وبروفيسور كمان في فيتنام بعد ما اتقاعد. فبرضو الراجل ده من الناس ال very successful، فأنور ماخذ منه حاجات. والآخر كلمة دار أقولها إنه مقولة زوجة البروفيسور ده في أنور قالت بلغة كورية إنه كانون هل صامنونجو أبسويو، اللي هي إنه أنور ده ما في حاجة ما بيعمل. شكرا لكم وتصبح على خير. أنا بالنسبة لي بعد شوية إن شاء الله حمشي المكتب، ومشكورين ومشكور كثيرا أستاذنا دكتور ياسين على التنظيم ده، شكرا جزيلا. يعطيك العافية دكتور، ما بسمني ده، شكرا جزيلا حبيبي يا ابراهيم. العرس ما تنسى دكتور أنور، يلا كلمه اخيره قبل ما نختم. والله اخواننا يعني لو للاوطان في دم كل حر يد سلفت ودين مستحق، كل واحد فيكم يا اخواننا بيكون عنده كور كومبيتنسي، عنده نقطه كده هو افضل زول بيقدر يعملها، فرجاء كل واحد فيكم يطلع الحاجه الكويسه دي ويخطها. عندك خط ما عندك شيء، احنا مجتمع واحد، اذا اجتمع إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالأمة والسهر. صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يديك العافية دكتور. طبعا نيابة عن الأسرة المشرفية الباحثين السودانيين، يعني بقدم لك الشهادة دي وإن شاء الله حتصلك في قطر، لكن دي شهادة يعني شهادة شكر وتقدير من مؤسسة مجموعة الباحثين السودانيين اللي هي أنت المؤسس بتاعه والمدير بتاعه، لكن هي الليلة بتكرمك زي ما قال
أخونا الشاب اللطيف أحمد داود، يعني بكل معاني الشكر والامتنان وبأسمى آيات التقدير والاحترام، يسرنا في فريق مجموعة الباحثين السودانيين أن نمنحكم هذه الشهادة تقديراً منا على ما بذلتموه من جهد ومساهمتكم الفعالة للارتقاء بالمجموعة وجعلها مجموعة يشار إليها بالبنان، ونحن معاً وسوياً للارتقاء بالبحث العلمي محلياً وعربياً، ودمتم ذخراً للوطن وذخراً للإنسانية. جاءت ساعة، يعني حانت ساعة الختام يعني، والله ساعتين وواحد واربعين دقيقة، يعني الواحد ما تحرك من الكرسي لأنه يعني مدعى ما يعني ما يعني أنا المحاضرة اللي بقولة لو استمرت أكثر من ساعة بدعب، فما بقولكم إنه إحنا ساعتين ثلاثة ساعات واثنين واربعين دقيقة، ما شاء الله تبارك الله يعني روعة. يديك العافية دكتور أنور، ونحن إن شاء الله مواصلين المسيرة. وقبل الختام حارجع تاني لأبيات الشاعر الكبير محمد سعيد العباسي عن التعليم. دكتورة أمنة تفضلي، طيب قبل ما عشان ما نكون، تفضلي يا دكتورة. دكتورة أمنة عبد الرزاق عطوان تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. يا إخوان يعني عندي طلب لو أمكن، يعني المحاضرات دي لو كانت مسجلة ترسلوها لنا في الواتساب، لأنه طبعاً إحنا عندنا هنا في السودان وتعرفوا مشاكل السودان والإيمو، ويعني كل يعني النت ما بكون ضابط. فيعني أنا حاسة كنت يعني مجتهدة جداً على أساس إنه أحضر المحاضرة، فما حضرت إلا جزء قليل منها جدا، فيعني رحمة بأهل السودان يعني. فأنا أتمنى زي المحاضرات دي تسجل وترسل، يعني يا إما يعني مقطع صوتي أو كده، حتى يستفيد الجميع منها يعني. فده طلب يعني. أنا معكم دكتور عنا عبد الرزاق عتماني، تخصص لغة عربية، وانت بدرس في جامعة أفريقيا العالمية. نعم، مرحبا بك يا دكتورة. طبعا نحن كل الحاجات بتاعتنا دي موجودة، فيديوهات في اليوتيوب محفوظة في الصفحة بتاعت الغناء، يعني الحاجات الصفحة بتاعت المبادرة، يعني متى ما رجعت لها بتلقاه موجودة. يعني احنا عشان الموضوع بتاع السودان وبتاع المشاكل بتاعت الكهرباء وكده، الحاجات دي محتفظين بيها ارشيف كامل. يعني حتى لو اتواصلت معي بالخاص يعني في حاجة معينة، أنا ممكن أنزل لك فيديو وأرسل لك، يعني جدا على الرحب والسعة يا دكتورة. ونحن ذاتي شرفنا يعني يكون معنا يعني دكتورة بغامتك وبغامة كل الشباب الموجودين. أحمد أنت ظهرت ودار تقول حاجة قبل ما نمشي؟ أحمد داود اتفضل يا أحمد. أول حاجة السلام عليكم مرة ثانية وثالثة. يعني إحنا طبعاً ما بدنا نتكلم كثير لأنه تكلمنا جرح شهادتنا مجروحة. فبجد يعني إحنا ما دا نتكلم، يعني بس دا أقول هو ثلاث حاجات أنا بس ما ذكرت حاجات مهمة شديد في الإدارة بتاعت مش البحث السوداني، الإدارة بتاعت الديسنترلايز والديسنت سنترلايز في البحث السوداني. يا جماعة إحنا هنا أنه الحاجة دي نقطة مهمة شديد، وعشان توضح لأي زول في اللايف لازم نقولها. البحث السوداني ما عندنا الليدر، يعني دكتور انور ده يعني زرع فينا عزيمه، احنا كلنا يعني قائد للمبادره بتاعتنا. يعني فحس احنا مبادره التكريم دكتور انور لا ما عنده اي علم بها، وبالعكس احنا يعني مقصودين تماما. احنا حتى خاطبنا الناس في الخاص، يعني حتى ما في هو ذاته عارف التفاصيل الحاصله دي كلها. فانا بس بقدر اقول حاجه واحده، احنا البحث السوداني هي مبادره حقتكم انتوا ذاتكم، الناس المستمعين في اللايف. انت اي مبادره انت عندك في التقدمه بحس زي ما فتح لك المنبر، ودكتور انور يعني جزاه الله خير زي ما قال بحس زي خدتها، هي بقت مؤسسه قائمه بذاتها، وبالعكس هي بقت هي الان اعطت المؤسس لها. فمن قدرت انا بقت عندها باور، اما هي ذات المؤسسه هو زي ما يقول هن وبتاعت الاساسيه، فاصبح شنو يعني لقى انه في نواه، يعني في يعني حوالينه زي ما يقول الكترونات وبروتونات بيجي يغزوه ذاته. فهو يعني بجد انا حابب بس اقول للناس اللايف البحث زي حقتكم، وانتو السودانيين الحياة دي موجهة لكم انتو، عشان انت يعني احنا انا ده قدامك احمد بتمنى في يوم من الايام هكون قاعد في منبر مع الفلاسين، ما حسي هو يجد عمل تأثير في المجتمع
واجي اقول الحياه اللي انا قدرت اعملها للشباب اللي هيكونوا بعدين ان شاء الله. بس النصيحه انه انا كشاب اقول لي، اقول للشباب اللي بيسمعوا علي، بحس ان دي فاتحه ابوابه، وانا واحد من الناس اللي عندها علاقه بالترنور، ولا قريبه ولا بعرفه ولا قرانه ذاته كطالب، علاقتنا كلها هي في البيشن بتاعتي، في الشغف بتاعي، تواصلت معاه، لقينا احنا تواصلنا، فبالعكس فتح ابوابه كلها لي ودكتور ياسين وكل الناس الروعه جدا. فدي نصيحه بس للشباب، انتوا خليكم مبادرين ان شاء الله. شكرا لكم. شكرا شكرا ابو حميد، يديك العافيه باشمهندس، ونحن كلنا ان شاء الله جنود لمؤسسه مبادره الباحثين السودانيين. نختم بابيات محمد سعيد العباسي: في الشرق والغرب تلغاهم وقد بسطوا ظل الحضاره نقابين طراغة، يا حسنها لو حوت امنا وعافيه ولكنها حوت فتحا واحداغا، فلو درى الغوم بالسودان اين هم من الشعوب، غضوا حزنا واشفاغا، جهل وفغر واحزاب تعيث به، هدد غوى الصبر ارعادا وابراغا، ان التحزب سم، فاجعلوا ابدا يا قوم منكم لهذا السم ترياغا، لا تعجزوا ان تكونوا للهدى قبسا، فكلكم قد زكى غرسا واعراقا. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، والى لقاء اخر الخميس القادم ان شاء الله مع ضيف جديد مع برنامجنا ونسعى على دروب النجاح.